السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان، برحب بحضراتكم وحلقة جديدة من استاد الأهلي. النهاردة طبعا تغطيتنا موجودة وبشكل كثيف على هذه المباراة المهمة لفريق النادي الأهلي أمام مصر المقصة في الأسبوع الثاني أو الأسبوع المؤجل من الأسبوع الثاني إن شاء الله. كل التوفيق لفريقنا أكيد. النهاردة الهدف الأول والأخير هو الثلاث نقاط إن شاء الله حتى يتربع النادي الأهلي لأول مرة هذا الموسم على قمة الدوري أو قمة الجدول هذا الموسم إن شاء الله. يعني زي ما بقول لحضراتكم، إحنا النادي الأهلي في المركز الثاني برصيد 25 نقطة، مصر المقاصة في المركز الثامن برصيد 15 نقطة. اللي يفرق النهاردة عنا فريق المصري هو ان انت تكسب النهارده الثلاث نقاط تتربع تلقائيا على قمه المجموعه. خليني يعني قبل ما اروح اقول الاحصائيات اقول بعض الامور الخاصه بالنادي الاهلي، لان النهارده او امبارح كان في مجلس اداره او اول اجتماع لمجلس الاداره الجديد للنادي الاهلي برئاسه كابتن محمود الخطيب، وكل التوفيق طبعا في المرحله القادمه. مهم جدا حاله الاستقرار الاداريه اللي موجوده دائما عند النادي الاهلي، ويعني اكيد كابتن محمود الخطيب ومجلس ادارته كان متواجد امبارح بشكل مهم جدا، واجتماع مهم جدا في اولى اجتماعاته في النادي الاهلي مقر الجزيره. اكيد بعض القرارات اتخذت اولها طبعا كابتن محمود الخطيب، تم تفويض طبعا كابتن محمود الخطيب رئيس النادي الاهلي بكل شؤون كره القدم وتشكيل اللجان واتخاذ القرارات العاجله. طبعا كابتن محمود الخطيب هو اعلم الناس بالكره القدم، واكيد وجوده في التفويض او رئيس اللجنه الخاص بكره القدم واداره شؤون كره القدم ده هو شيء طبيعي، لان كابتن محمود الخطيب هو نجم من نجوم الكره العربيه ومصر في كرة القدم، وهو اللي هيبقى مسؤول عن إدارة شؤون الكرة داخل النادي الأهلي، أيضا تشكيل اللجان واتخاذ القرارات العاجلة. أيضا اعتماد المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للنادي الأهلي هو المهندس عدلي القيعي. أيضا تشكيل اللجان اللجنة القانونية برئاسة الأستاذ محمود فهمي وعضوية المدير التنفيذي لدراسة الأوضاع في كل القضايا مع الإدارة القانونية. ايضا تشكيل لجنه للعضويه برئاسه الاستاذ ابراهيم الكفراوي لعمل مقابلات مع الاعضاء الجدد بدايه من اول يناير 2018، ومن اول يناير ان شاء الله 2018 سيتم رفع قيمه العضويه الى 350,000 جنيه. ايضا تعيين مدير جديد للاداره الهندسيه وهو المهندس سامح كامل للوقوف على كافه العمليات الانشائيه. ايضا قبول استقاله دكتور ياسر ايوب المستشار الاعلامي وتوجيه الشكر له، وقبول ايضا استقاله صلاح يحيى نائب مدير الاعلام نصر، وقبول استقاله المحامي ياسر فتحي، وتشكيل لجنه برئاسه الاستاذ حلمي عبد الرازق لدراسه قضايا النادي الخارجيه. ايضا صرف مكافاه شهر مكافاه لكل العاملين بحد أقصى 15,000 جنيه. تشكيل المكتب التنفيذي للنادي برئاسة الأستاذ العمري فاروق نائب رئيس، وخالد الدرندري وخالد مرتجي ورانيا علواني ومهند مجدي، ولأول مرة يكون في المكتب التنفيذي سيدة، طبعا هي كابتن رانيا علواني. أيضا مستمر الاجتماع حتى يوم الاثنين إن شاء الله لاتخاذ أيضا بعض القرارات الخاصة بالنادي الأهلي. طبعا كل التوفيق لمجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة كابتن محمود الخطيب، كل التوفيق للنادي الأهلي وأحلام كثيرة جدا لينا إن شاء الله في الفترة القادمة. كل الأهلوية سعداء بوجود كابتن محمود الخطيب ومجلسه في التوقيت الحالي إن شاء الله. خلينا نروح سريعا بقى لمباراة النهاردة وبعض الأمور الخاصة وبعض الإحصائيات الخاصة بمباراة النهاردة مصر المقصة والأهلي في المباراة المؤجلة من الأسبوع الثامن. الترتيب طبعا احنا عارفين ترتيب النادي الأهلي في الوقت الحالي، النادي الأهلي في المركز الثاني برصيد 25 نقطة، ايضا مصر المقصة في المركز الثامن برصيد 15 نقطة زي ما بقول لحضراتكم وامامكم على الشاشة. النادي الأهلي لعب 9 مباريات، فاز في 8، تعادل واحدة، ما خسرش الحمد لله أي مباراة، ليه 20 هدف عليه 4 أهداف وله 25 نقطة. المقصة في المركز الثامن لعب 11 مباراة حتى الآن، فاز في 4 مباريات وتعادل في 3 وخسر في 4 وله 22 هدف وعليه 16 هدف وله 15 نقطة. يعني ده يمكن فريق مصر المقصة. خلينا أقول لكم مباراة الجولة 13 إن شاء الله اللي هتبتدي من يوم الأربعاء، بداية هتكون مباراة طلائع الجيش والرجاء
ثم المصري والداخليه ان شاء الله ايضا يوم الاربعاء MB والانتاج الحربي. اما يوم الخميس ان شاء الله هتبتدي مباراه الاسبوع 13 مصر المقصه والنصر ووادي دجله والمقاولون والزمالك والاسماعيلي في مباراه قويه. ايضا سموحه والاسيوطي دي هتكون يوم الجمعه بامر الله، طنطا والاهلي وبتروجيت والاتحاد السكندري. دي مباريات الاسبوع 13 اللي هيكون برضو الاهلي ان شاء الله مشارك فيها يوم الجمعه امام طنطا بامر الله. ده جدول ترتيب الدوري حتى الان قبل مباراه الاهلي ومصر المقاصه. المباراه طبعا احنا عارفين انها مؤجله من الاسبوع الثاني. الاسماعيلي في المركز الاول لعب 12 مباراه وعليه وليه 27 نقطه، الاهلي لعب 9 مباراه في المركز الثاني وليه 25 نقطه، المصري بورسعيدي في المركز الثالث ب 23 نقطه، الزمالك في المركز ال 11 ب 19 نقطه، سموحه في المركز ال 12 ب 19 نقطه، المقاولون العرب في المركز السادس ب 19 نقطه، الانتاج الحربي في المركز السابع برصيد 16 نقطه، اما مصر المقاصه زي ما قلت لحضراتكم في المركز الثامن برصيد 15 نقطه، امبي في المركز التاسع برصيد 14 نقطه 15 نقطة أنا آسف، أما بتروجيت في المركز العاشر برصيد 14 نقطة، أما الاتحاد السكندري في المركز ال 11 برصيد 13 نقطة، ثم يأتي الداخلية في المركز ال 12 برصيد 13 نقطة، والأسيوطي في المركز ال 12 برصيد 13 نقطة، ثم طنطا في المركز ال 14 برصيد 12 نقطة، وطلائع الجيش في المركز ال 15 برصيد 11 نقطة، والنصر طبعا المميز يمكن السنة دي إلى حد ما في المركز ال 16 برصيد 8 نقاط، ثم وادي دجلة في المركز ال 17 برصيد 8 نقاط، والرجاء في المركز الأخير برصيد 8 نقاط. يمكن قائمة هدافين الموسم حتى الآن بيتربع على قائمة الهدافين هو جون أنتوي برصيد أو عمر السعيد في من الإنتاج الحربي برصيد 8 أهداف، مصر المقصة معاه حسين الشحات برصيد 8 اهداف، مصر وايضا مصر المقاصه جون انتوي برصيد 8 اهداف. عندنا النهارده النادي الاهلي بيلعب 2 لعيبه موجودين هم من هدافي الدوري الممتاز حسين الشحات وجون انتوي. الاسماعيلي كالديرون عنده 6 اهداف، الزمالك محمد اشرف 5 اهداف، ثم من وادي دجله وتارا سوف عنده 5 اهداف، ثم ياتي وليد ازارو من الاهلي 5 اهداف، ثم زي ما قلت لحضراتكم ايمن اشرف او محمد ابو سليمه 5 اهداف، ومحمد فاروق 5 اهداف، وايضا احمد علي 5 اهداف من المقاولون العرب، ثم ياتي صلاح محسن من MB 5. يمكن تشكيل او الهدافين حتى الان في الدوري الممتاز. هداف فريق النادي الاهلي ومصر المقاصه بالنسبه لزي ما قلت لحضراتكم هو حتى الان جون انتوي 8 اهداف، مع حسين الشحات ايضا 8 اهداف، ووليد ازارو من الاهلي 5 اهداف. كل التوفيق ان شاء الله لوليد النهارده يبقى متالق ويعزز موقفه في جزئيه هداف الدوري الممتاز حتى الان. مشوار الاهلي، مشوار الاهلي منذ بدايته حتى الان كالتالي: الاهلي كان في اولى مباراه امام طلائع الجيش وتعادل ايجابي 1-1، ثم امام الاتحاد السكندري وفوز الاهلي 2-0، ثم امام الرجاء وفوز الاهلي 4-1، ثم الانتاج الحربي وفوز الاهلي 2-1، وامام الاسماعيلي 2-0 للاهلي، ثم امام الداخليه 2-0 ايضا، والمصري 2-0 وفوز للنادي الاهلي في مباراه جيده 2-0 على النادي المصري، ثم امام MB وفوز كبير 4-1 للنادي الاهلي، واخيرا مباراه الاسيوطي وفوز للنادي الاهلي 1-0. مشوار مصر المقاصه منذ البدايه: امام الاسيوطي تعادل ايجابي 1-1، ثم امام الانتاج الحربي وهزيمه امام الانتاج الحربي 1-0، ثم هزيمه ايضا من الداخليه 2-1، وهزيمه ايضا تتوالى الهزائم في بدايه الموسم بالنسبه لمصر المقاصه امام المصري و3-2 للنادي المصري، ثم من MB هزيمه ايضا 2-1، ثم يتعادل مع طنطا تعادل ايجابي 3-3، ثم لاول فوز بقى لمصر المقاصه كانت في مباراه امام وفوز 2-0 لمصر المقاصه، ويتعادل في المباراه اللي بعدها وتعادل ايجابي مع وادي دجله 3-3، وفوز للمقاصه او ثاني فوز لمصر المقاصه هذا الموسم كان على بتروجيت 2-0، واخر او الفوز اللي تليه على طول كان امام الزمالك وفوز على الزمالك 3-1، واخيرا الفوز الاخير على
طلائع الجيش، و4-0 لمصر المقاصة. تقريبا مصر المقاصة بعد تولي كابتن عماد سليمان لمهام المدير الفني، وهو يعني ماشي بشكل مميز جدا مع مصر المقاصة. تاريخ المواجهات ما بين الفرقتين، ما بين الأهلي والمقاصة، منذ طبعا صعود مصر المقاصة. يمكن الأهلي لعب مصر المقاصة 12 مباراة، عدد مرات الفوز للنادي الأهلي 8 مرات فوز للنادي الأهلي، ومرة واحدة فقط لمصر المقاصة، 3 مباريات تعادل. وأحرز النادي الأهلي في مصر المقاصة 21 هدف، أما المقاصة أحرز 9 أهداف في النادي الأهلي. أكبر فوز للنادي الأهلي كان في موسم 2011 و2014، كان 4-1. ايضا فوز كبير، الفوز الوحيد كان بالنسبه لنادي مصر المقاصه كان 1-0 في الجوله 25 في 2016. يمكن الفوز الوحيد ايضا الكبير بالنسبه للنادي الاهلي، لازم اصحح الخطا ده، كان في موسم 2011 وفاز النادي الاهلي، كان في الاسبوع 11 وفاز النادي الاهلي 4-1، وكان موسم 2014. ايضا هدافي فريق النادي الاهلي وبالنسبه لمباراه مصر المقاصه هو عبد الله السعيد 3 اهداف، اما لنادي مصر المقاصه فهو فؤاد سلامه هدفين لفريق مصر المقاصه، وده احرزهم داخل مرمى النادي الاهلي او في شباك النادي الاهلي. ده التشكيل المتوقع لفريق النادي الاهلي، توقعه طبعا من الفتره اللي فاتت، سواء بقى نتيجه اصابات او نتيجه ممكن فكره كابتن حسام البدري في التدريبات. في حراسه المرمى شريف اكرامي، من اليمين للشمال محمد هاني، ايمن اشرف، محمد نجيب، صبري رحيل، اما خط الوسط فعمرو السوليه واحمد فتحي، امامهم مؤمن زكريا، عبد الله السعيد، جونيور اجاييه، وفي المقدمه وليد ازارو. ده التشكيل المتوقع الخاص بالنادي الاهلي. يمكن في ايضا التشكيل المتوقع لفريق مصر المقاصه، يكون معانا على الشاشه حالا. في حراسه المرمى محمد حمدي، من اليمين للشمال محمد التوني، احمد سامي، احمد حمودي، احمد محسن، وامامهم اريك تراوري وصلاح ريكو، وفي المقدمه هيكون محمد مسعد وحسين الشحات وفوافي، وامامهم هداف الفريق او فريق مصر المقاصه جون انطوي، زي ما احنا قلنا هو عنده 8 اهداف بالاضافه لحسين الشحات ايضا 8 اهداف. يمكن ده بعض الاحصائيات الخاصه طبعا بهذه المباراه. كلام كتير في الجزء الفني في هذه المباراه، كل التوفيق لفريقنا النهارده. زي ما بقول لكم الثلاث نقاط مهمين جدا حتى تتربع على قمه الدوري الممتاز. الاسماعيلي هو حتى الان هو في المركز الاول، ان شاء الله الثلاث نقاط دول يخلوك تتمسك بقى بالصداره. ولسه طبعا عندنا مباريات مؤجله، عندنا ثلاث مباراتين بعد مباراه مصر المقاصه، عندنا النصر ثم المقاولون، وكده ينتهي المباريات المؤجله الخاصه بالنادي الاهلي. لكن الحصول على 9 نقاط متتاليه بالنسبه للمؤجلات هيفرق كتير جدا مع النادي الاهلي، بالاضافه طبعا للمباريات في الاسبوع 13 وبدايتها امام طنطا ان شاء الله هتكون يوم الجمعه. هروح سريعا وناخد فاصل واروح استقبل ضيوفي كابتن شريف عبد المنعم وكابتن ربيع ياسين، هنتكلم بقى فنيا على المباراه وبعض الاحداث اللي ممكن تحصل. ويمكن احنا قلنا تشكيل متوقع، هنشوف راي نجومنا في هذا التشكيل، وايضا فكر كابتن حسام البدري ممكن يكون عامل ازاي في هذه المباراه الصعبه.
مجال الترحيب بحضراتكم مكملين تغطيتنا الخاصه بهذه المباراه، مباراه الاهلي ومصر المقاصه في المباراه المؤجله من الاسبوع الثاني. كامل التوفيق ان شاء الله لفريقنا النهارده بالحصول على 3 نقاط حتى يتربع ان شاء الله لاول مره هذا الموسم على قمه الدوري بامر الله. للتحليل الفني ان شاء الله هنكون متواجدين قبل المباراه ايضا بعد المباراه مع نجوم مصر كابتن شريف عبد المنعم وكابتن ربيع ياسين. كابتن شريف في البدايه برحب بحضرتك كابتن شريف. اهلا كابتن فاروق. ايضا كابتن ربيع ياسين برحب بيك كابتن ربيع. اهلا بيك كابتن محمد. يعني قبل ما نبتدي في الجزء الفني يعني بنقول يعني محمد صلاح النهارده في مباراته امام ايفرتون في الدوري الانجليزي بيحرز هدف التقدم لفريق ليفربول، وكده محمد صلاح هداف الدوري الانجليزي حتى الان. يعني كل التوفيق ليه، كلنا بنسعد لما احنا بنجيب سيره محمد صلاح وهو بيحرز هدف، دي حاجه محترمه. وزي ما احنا بنتكلم هو فخر لكل المصريين ولكل العرب، موجود بشكل قوي في الدوري الانجليزي. كل التوفيق ليك يا محمد، حاجه محترمه. في البدايه كابتن شريف خليني اكلمك بقى على مباراه النهارده، مباراه مصر المقصه والاهلي، هي مباراه مؤجله. دائما المباراه المؤجله مع النادي الاهلي بتفرق في لما بتاخد النقاط بتاعتها، بتفرق في ترتيبك. النهارده انت الفرق ما بينك وما بين الاسماعيلي 2 نقطة، فوز النهارده بيخليك حتى طبعا مباراه الاسبوع ال 13 انت هتبقى الاول، وتبقى الاول مره هذا الموسم متصدر بطوله الدوري في حاله ان شاء الله الفوز ب3 نقاط ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا الكلام انت بتقوله ده كلام مظبوط تماما، وده اللي بيسعى ليه الجهاز الفني واللاعبين كلهم، ان هم برغم التاخر اللي هو في عدد المباريات اللي طيب. ليهم لسه 3 مباريات. هستاذنك كابتن لان طبعا بعض القرارات امبارح اتخذت من مجلس اداره النادي الاهلي، واولها طبعا جزء مهم جدا المستشار الاعلامي وتعيين طبعا المهندس عادل القيعي كمستشار ومتحدث رسمي للنادي الاهلي. مساء الخير يا باشمهندس. طيب عقبال ما يرجع لنا تاني. طبعا كابتن عادل القيعي طبعا هو زميل معانا هنا في قناه الاهلي، يعني اكيد كلنا سعداء بوجوده كمتحدث رسمي وايضا مستشار اعلامي لمجلس اداره استضافه النادي الاهلي والنادي الاهلي بالكامل. اتفضل يا كابتن. فطبعا بالتالي ان احنا النهارده بنبص لاول مره ان احنا هنرتقي بقى ان شاء الله لل أول على الدوري. ده العادة بتاعتنا، الحاجة المنشودة اللي احنا دايما بنخش النادي على أساس ان هو الأهلي ليه مش الأول، ليه؟ عشان الأهلي عنده مباريات متأخرة، ده أحد المباريات اللي هي احنا هنلعب منها النهاردة. ولكن النهاردة أنا عايز أقول حاجة، احنا هنلاعب فريق محترم جدا النهاردة. فريق عنده هداف دوري زي ما كنت بتكلم عنه. استاذنك بس تليفون رجع مع المهندس عبد القيعي طبعا. الباشمهندس عادل يتكلم في ايوه. الاعلامي والمتحدث الرسمي للنادي الاهلي، تحياتي ليك يا باشمهندس والف مبروك لحضرتك. الله يبارك لك يا كابتن، وتحياتي لضيوفك كابتن ربيع وكابتن شريف. يا باشمهندس. وموفقين كلكم يا رب. طبعا في البدايه انت هتسيبنا ولا ايه؟ بس عشان نبقى فاهمين البرنامج شغال. انت البرنامج شغال زي ما هو صح ولا انا غلطان؟ طبعا ده هو الاساس. طبعا ده الاهم طبعا، ووجود حضرتك يعني اكيد ده اللي يعني منه فيه يعني. ايوه بس طيب يعني في البدايه برضو عشان الناس تبقى فاهمه المنصب او المستشار الاعلامي وفي نفس الوقت المتحدث الرسمي، ايه المفروض يعني مهام هذه الوظيفه يا باشمهندس؟ المتحدث الرسمي واضحه ان انا مسؤول عن اعلان قرارات مجلس الاداره وتفسيرها اذا اقتضى الامر، وكل ما يخص الاحداث اللي هي ليها علاقه بالسياسه العليا. بالنسبه لامور الكوره لها الحكم سادة وحفيظ وهو بيتكلم عنها، شؤون النادي ودولاب العمل المدير النادي التنفيذي اللي هو شيرين هو بيتكلم عنها، وانا كل ما اخص المجلس او اي ايفنتات بتطرا او اي احداث ليها علاقه باستراتيجيات او سياسات. طيب بالنسبه للشق الاعلامي اللي يطلب مني بقى. طب باشمهندس يمكن في وقت من الاوقات كان في حدث لو نتذكر هذه الجزئيه، ان كان في بعض الامور اللي ممكن بيحصل بعض خروج بعض الكلام عن مجلس اداره، يعني برضه دي تحديات اعتقد في ظل طفره موجوده في السوشيال ميديا، بعض الاخبار اللي ممكن تبقى موجوده يعني بتروح وتيجي، المهندس عادل تواجهها ازاي وازاي وفي ظل وجود المهندس عادل القيعي اللي مش هيواجهها، اللي هيواجهها مجلس الاداره انه ملتزم جدا جدا بان ما حدش هيتكلم غير المتحدث الرسمي. وصل الامر ان هم بيسلموا تليفوناتهم مقفوله وبتتشال وبياخدوها بعد الجلسه عشان ما حدش يظن للحظه ان في حد ممكن يعني
ينسب لحد لو سرب خبر او حاجه. ودليل على كده ان كثير من الاخبار التي تناولتها وسائل السوشيال ميديا عن قرارات مجلس الاداره ما طلعتش صح في الاخر. تمام. يعني فده دليل ان لا الدنيا مخططه وباذن الله تمشي على هذا النهج يعني. ان شاء الله. طب الترتيبات بقى مع وسائل الاعلام يا باشمهندس هتكون عامله ازاي من خلال حضرتك؟ انا هحضر المجلس يعني الجلسه انا المفروض موجود يوم الجلسات اخر ربع ساعه اخش اخد القرارات بمفهومها واتناقش فيها وبعدين مجلس الاداره بيتفضلوا وانا بكمل في مؤتمر صحفي مع وسائل الاعلام المتواجده. جميل. اللي حريصي اني اعرف اخبار الاهلي هكون متواجد. كابتن عادلي. ايوه. انا الشريف عبد المنعم. ايوه شريف ازيك؟ حبيبي في اي حاجه تاني حضرتك حصلت بالنسبه لاي حد في النادي اليومين دول لسه اللي هو شريف موجود؟ لا لسه موجود ها؟ في احنا اعلنا القرارات بس في حاجات طلعت على الميديا الصبح كده ان في ناس قدم استقالاتها وفي ناس دخلت على طول استلمت الدكتور ياسر ايوب والاستاذ صلاح يحيى والاستاذ ياسر فتح المحامي وتم قبول هذه الاعتذارات وتشكيل لجنه مع الاستاذ ياسر فتح لاستلام القضايا. مفيش حاجه غير كده يا كابتن؟ لا مفيش. ألف مبروك يا كابتن علينا، ألف مبروك علينا وبتواصل دايما وجودك الجميل في وسطينا من مدير تسويق لعلاقات عامة لعضو مجلس إدارة لرئيس بعثات لمكتشف نجوم. الحقيقة مكسب كبير قوي لينا. الحمد لله. مكسب كبير جدا لينا الحقيقة عودتك في وسطينا وعودة الجميع الحمد لله. هو باشمهندس عادي دائما حاضر يعني عشان بس يعني كابتن ربيع هو بس كان عايز يبارك لحضرتك بس باشمهندس قبل ما حضرتك بس ايه انا عارف ان انا مشغول انا اكيد يعني باشمهندس مبروك طبعا علينا فعلا وانت قيمه كبيره جدا جدا وده اختيار بصراحه صعب 100% لان قيمه فنيه عاليه جدا خبرات اداريه عاليه جدا وانتماء فعلا مدرسه الكابتن الكبير كابتن صالح سليم فمبروك يا باشمهندس وبكل الصحه والعافيه والتوفيق ان شاء الله يتعالى. يلا بالتمنيات بالتوفيق لينا جميعا يا رب امين. الاهلي بشكل افضل بيه. اكيد باشمهندس طبعا بشكرك شكرا جزيلا اكيد تحدي كبير للباشمهندس عادل القيعي وجوده في هذا المنصب بالاضافه طبعا لوجود برنامجه هو الاستاذ ابراهيم المنيسي هنا ملك وكتابه واكيد هو لسان حل الاهلاويه دائما من يدافع طبعا عن هذا الكيان الكبير دائما كل الجماهير الاهلاويه بتحبه بشكل كبير. كابتن شريف ما زلنا مستمرين في مباراه مصر المخاصه لكن اكيد كنا لازم نبارك المهندس عادل القيعي واكيد في قرارات كانت موجوده امس ولسه مستمر مجلس اداره في انعقاد لغايه يوم الاثنين ان شاء الله الاجتماع حتى يوم الاثنين بعد القرارات الاخرى سوف تتخذ لمصلحه النادي بشكل عام لو يعني عندك تعليق لغايه ما يستلموا النادي والدنيا بتبان طبعا ما شاء الله حاجه واجهه مشرفه جدا اكيد لاي مكان الحقيقه اسماء كبيره ودكاتره واعضاء ووزراء وحاجه كابتن عالمي وصاحب احسن لاعب في افريقيا شباب محترم كمان ايضا ورئيس مجلس اداره وناس كلهم ولواءات يعني حتى الشباب هو ده النادي الاهلي بقى الشباب كمان الشباب كابتن حاجه مفخره بصراحه طبعا حاجه مفخره هو ده النادي الاهلي اللي احنا بنحسده عليه دايما صحيح كابتن ربيع لو حابب لو حابب يا كابتن بالنسبه هي بص مجلس لبدايه اول مجلس اداره او اول مجلس اداره امبارح كان يجتمع فدي بعض القرارات لسه ان شاء الله الاتي ان شاء الله مجلس اداره يشرف وجوه جميله جدا وناس خبره ما شاء الله على راسهم طبعا نجمنا الكبير اخونا الكبير وكابتننا وكابتن مصر النادي الاهلي كابتن محمود الخطيب اللي مدعي له بالصحه والعافيه فمجلس مشرف ويشرف زي كل مجلس جه في تاريخ النادي الاهلي صحيح. المجلس اللي سابق كان يشرف واللي قبله من 1907 لحد دلوقتي يا محمد كل المجالس اللي جت بتشرف الاعضاء وتشرف النادي الاهلي وجمهور النادي الاهلي فمجلس بندعي له بالتوفيق وكنا في داره طبعا واحنا سعداء جدا دائما يا كابتن حاله الهدوء اللي موجوده داخل النادي الاهلي سلم كله بيسلم بعض محمد صحيح بالراحه وبهدوء وكله طبعاً. في مصلحه النادي والكل غرضه هو الكيان صحيح فبندعي لهم بالتوفيق وربنا يوفقهم ان شاء الله كابتن شريف خلينا نستكمل بقى مباراتنا أنا لسه بقول لك على مباراة الأهلي طبعا في السياق بقى هنتكلم كل المجلس وكل الدنيا احنا بنبقى موجودين عشان رفعت اسم النادي الأهلي في المكان الطبيعي ليه ان هو يبقى الأول في الدوري وصاحب البطولة وصاحب كل البطولات اللي بيخش فيها. فالنهاردة بنلاعب فرقة مصر المقاصة فرقة تحترم مدير فني يحترم كل الناس عاملة حسابات المباراة دي
مباراة لا تقل عن مباراة الإسماعيلي يا كابتن فاروق. لعيبة جواهم لعيبة جامدة جدا، منهم هداف دوري 8 أهداف، عندهم اثنين يا كابتن، عندهم حسين الشحات وجون أنتوي. وجون أنتوي ده راجل كان بيلعب عندنا وإحنا عارفين إمكانياته كويس قوي، ولعب بره مصر وخارج مصر محترف. الفرقة كلها مكملها إن هم ابتدوا الدوري متأخر شوية، صحيح. إنما الفرق الكبيرة اللي هي برضو هتمثلنا في أفريقيا زي مصر المقاصة بيقدروا يعرفوا الطريق تاني إزاي، بيقدروا بسرعة يلموا أوراقهم، بيقدروا يتعرفوا على أنسب الناس اللي هي تبقى مسؤولة عنهم. الإدارة عندهم واعية جدا وعارفين إن الإدارة أساس كل شيء طبعا. وحضرتك كنت استضافت هنا مجلس الإدارة هنا وسألناه واتكلمنا، هم اعترفوا بنفسهم إن الإدارة اللي هو محمد حسين قال لك إن الإدارة كابتن ربيع، وكان يتكلم معاه كابتن ربيع قال له الإدارة أساس كل شيء، وهم لو كانوا تأخروا قبل كده شوية فهم عارفين ليه تأخروا، فين اللاعبين اللي هم سمحوا ليهم إن هم يخرجوا منهم، بداروا دلوقتي تاني إن هم يرجعوا على أعلى مستوى. إحنا بنهني فرقة نصر مقصة على الرجوع السريع ده والوجود، وبنتمنى لهم طبعا الوجود الأمثل اللي يبقى في أفريقيا، وبنتمنى لهم برضو النهاردة يكونوا اسوتهم بالاسيوطي، عملوا فرقه ماتش جامد مع النادي الاهلي، انما انا يعني متاكد 200% النهارده ان انا هتفرج على مباراه جيده جدا. لا هو انت بتتكلم على الفتره الاخيره فعلا كابتن شريف، كابتن ربيع، فريق مصر مقصه بيرجع فوز بيرجع يعني بيرجع لوضعه الطبيعي، فاز على الزمالك 3-1 يعني دي حاجه تخضني النهارده، فاز على الزمالك 3-1 ثم فاز على الاتحاد السكندري طلع الجيش انا اسف 4-0، وكان سبب من اسباب طبعا كان 2-3-4 كان اول مباراه هو استعاد توازنه طبعا، مفيش كلام. وعماد الفتره الاخيره خد 9 نقاط، بتروجيت 2-0 والزمالك 3 والطلائع 4، صحيح. اتغير طبعا الشكل الفني، اتغير، رجعت الثقه، رجعت الفنيات، رجع الطموح، الدوافع في المركز الابدي الاخير يا كابتن. ايوه مظبوط، كان في المركز دلوقتي في المركز الثامن حاليا بالنتائج دي اللي حصلت، صحيح. الدوافع دلوقتي اختلفت، عنده دوافع مفيش كلام، عنده دوافع فنيه وعنده دوافع اراديه وعنده دوافع كتيره جدا، ان هو المقصة كمان ده بيستعد لافريقيا، خد بحياتك المقصة موجود في افريقيا السنه، صحيح. فالتوازن ده ممكن يبقى بالنفع على الجانب الفني دفاعيا وهجوميا فرديا وجماعيا. طبعا لحد ما نتكلم في الـ في الـ في الشق الفني، وبرده دوافع الاهلي الحمد لله الكبيره، الاهلي بمجلسه الجديد ده دوافع، الاهلي ان شاء الله بفوزه التاسع دي دوافع، الاهلي احنا دلوقتي بندور على ارقام، الاهلي ان شاء الله مكسبه النهارده هيبقى الاول بمشيئه الله تعالى، وعنده مباراتين لسه مؤجلين. الدوافع كتيره عندنا برضو، احنا الدوري والدرع، خد بالك الدوافع كتيره جدا موجوده في تيم النادي الاهلي. فالنهارده الدوافع موجوده من اثنين مدرب فنيين ناجحين ماشيين كويس، عماد الفتره الاخيره ماشي، وعندنا الحمد لله حسام ماشي الحمد لله بامتياز بفضل الله سبحانه وتعالى، عندنا لعيبه رجاله وعندها دوافع على طول في اي ماتش وفي اي مباراه وفي اي مسابقه، احنا طموحنا كبير جدا، دي كلها دوافع. فنعتقد النهارده الماتش في الملعب المفروض يكون وزن الفني كتير، احداثه الفنيه كتير، المواقف الفنيه كتير، الفريق يعني لحد ما اتكلم في سير المباراه اعتقد ان دوافع فنيه كتير عند الاثنين المديرين الفنيين واللعيبه والجانب المهاري اللي بيتميز بيهم اللعيبه هنا واللعيبه هنا، عشان كده ان شاء الله هنشوف جيم كوره حقيقي النهارده باذن الله تعالى في الملعب ان شاء الله. طيب خلينا نروح سريعا لتقرير عن المباراه وارجع اكمل كلامي مع ضيوفي طبعا، وممكن نشوف ايه التشكيل المتوقع بالنسبه في النادي الاهلي، بعض الامور او بعض الكلام عن تغييرات معينه في فريق النادي الاهلي نتيجه وجود محمد نجيب مثلا وسعد سمير واصابته، هنشوف النهارده التشكيل هيكون عامل ازاي وتوقعات طبعا نجومنا عن تشكيل النهارده. يستعد فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بقيادة حسام البدري لمواجهة مصر المقاصة في تمام الساعة 7 مساء اليوم الأحد على ملعب استاد الجيش بالسويس في الجولة الثانية المؤجلة من مسابقة الدوري المصري الممتاز. ويدخل الأهلي المباراة في وصافة جدول ترتيب الدوري برصيد 25 نقطة، ويتبقى للأحمر 3 مباريات مؤجلة، بينما يأتي المقاصة في المركز التاسع برصيد 5 نقطة،
وواجه الأهلي نظيره المقاصة 10 مرات من قبل في مسابقة الدوري. فاز الأهلي في 7 مرات وانتصر المقاصة 1 وتعادل الفريقين في مباريتين. وأحرز الأهلي في شباك المقاصة 18 هدفا، بينما أحرز المقاصة 7 أهداف فقط في شباك الأهلي. يدخل الأهلي مباراة اليوم بأقوى خط دفاع بالدوري حتى الآن، حيث استقبلت شباكه 4 أهداف فقط في مسابقة الدوري، بينما يمتلك المقاصة أقوى خط هجوم برصيد 22 هدفا. ويحتل حسين الشحات وجون أنطوي لاعبي مصر المقاصة صدارة قائمي هداف الدوري حتى نهاية الأسبوع 12 برصيد 8 أهداف. يمكن اكيد مكملين مع حضراتكم، ولكن تشكيل النادي الاهلي هل هيبقى فيه اختلاف النهارده من حيث طبعا بعض اللاعبين نتيجه اصابات، نتيجه فكر كابتن حسام بدري في حته الروتيشن اللي بيتعامل معها دايما باستمرار بشكل جيد؟ كابتن شريف، هل ممكن النهارده يبقى فيه تغييرات بالنسبه لفريق النادي الاهلي النهارده؟ كابتن اعتقد ان حسام عاشور هو حسام طبعا بره مش موجود وهيكون احمد فتحي البديل ما اعتقد، وزي ما هم من ورا الشريف اكرامي صبري رحيل وايمن اشرف ومحمد نجيب، يعني مفيش سعد سمير برضو سعد مصاب في محمد نجيب طبعا هو اللي هيبتدي، محمد هاني، عمرو السوليه، احمد فتحي. وكنت انا وربيع بنتكلم على مؤمن زكريا، كان في شكل كده بيقول ان وليد سليمان هو اللي هيكون عنده فرصه اكبر في الاشتراك في المنطقه دي، وعبد الله طبعا السعيد وجونيور اجاي ووليد ازار. هو ده التشكيل اللي متوقع من عندنا احنا، او ان كان بقى في باقة مكان مؤمن او مؤمن اللي هيبتدي. ودخول صالح جمعه برضه في القايمه لغايه دلوقتي، ودخول اتكلمنا انا وربيع امبارح على صالح جمعه، وجوده في القايمه طبعا بيبشر ان هو راجع بيخش تاني في الاحساس، وانه يبتدي الماتش ما اعتقدش انها تبقى صعبه شويه، انما عنده 40 دقيقه بعد كده لو اي حاجه حصلت في الملعب لا قدر الله. كابتن حسام بيفكر دايما بسرعه، ان عنده جواكر في الملعب موجوده ان هو يقدر يعمل احلال وتبديل في اي خط من الخطوط. وده الكويس اللي في النادي الاهلي، يعني عندنا ارتياحيه كده في اللعيبه كلها. كنا بنتكلم على الحب والترابط اللي موجود في الفرقه، ما تحسش بفرق، يعني لما احنا بنتكلم على لعيب دخل الفرقه او خرج من الفرقه هم يعني نفس الامكانيات نفس الشكل، مين اللي بيبقى موفق، مين اللي بيبقى فايق يومها، مين اللي بيبقى عنده الرغبه الاكثر ان هو يتعب اكتر في الملعب. اعتقد ان انا في حاجه عايز اقولها للجمهور برضو، ان ملعب استاد القاهره الماتش اللي فات عشان احنا جينا على الفرقه قوي، كان كله رمل، كان في تقل شويه، اللعيبه ما خدتش راحتها زي كل مره بتلعب على ملاعب العاديه. لاعب النادي الاهلي لما بيلعب على اي ملعب ده زي رادس كده، لما بنروح بنبقى رايحين فرحانين، ملعب الارض جميله، بيدوا كل اللي عندهم، ما فيش اي اعاقه بالنسبه لهم. فاي لعيب بينزل يا كابتن فاروق في الملعب من المجموعه المختاره بالجهاز الفني، اعتقد ان هم قريبين قوي من بعض. وعشان كده احنا لما بنيجي نتكلم نقول عندنا حريه نقول مؤمن، نقول وليد، نقول باقة، نقول اي حد، بنبقى ما بنعلقش لا على ان مؤمن وحش ولا ان وليد بياخد 40 دقيقة أو بياخد هاف تايم بس دلوقتي الفيتك الفيتنس بيسمح له بكده، لا، الحقيقة كله بيثبت لغاية لما بيبقى له دور في الملعب وبينزل أخوه وزميله ولعيب تاني على نفس الاحترافية ونفس الارتياحية ونفس الشكل ونفس المضمون ونفس الاستراتيجية اللي هي ما بتتغيرش، اللي هو الهجوم المكثف اللي بيحصل من جميع الأطراف، من إذا كانت ناحية يمين أو ناحية الشمال، في مجموعة بتبقى شغالة كويس قوي ناحية الشمال زي الماتش اللي فات عن طريق صابر رحيل وعبد الله السعيد واجايه المره اللي فاتت الثاني تايم مع كابتن ربيع بيتحرك كل حته الحقيقه، الولد بيعدي من 1 و2 و3 وبيسمح لنفسه وبيشوط وبيجيب جون وبيتلغي، يعني عمل برده حاله برده. ففي لعيبه هي اللي بتثبت نفسها في تكمل مثلا اكتر من 45 دقيقه، وفي لعيبه احنا عارفين دلوقتي هو بيكمل زي ما انت اتفضلت وقلت على صالح جمعه. طيب كابتن، خليني اقول واحنا بنغير دايما او بنشوف تغييرات في فريق النادي الاهلي، الحمد لله كابتن زي ما بياكد كابتن الشريف ما بيبقاش في اي تاثيرات، سواء بقى وجود مثلا احمد فتحي في وسط الملعب وده يعني مش مكانه الاساسي بالنسبه له، لكن انا واحد من الناس عارف ان هو بيحب نص الملعب، احمد فتحي بيقول ان هو بيتالق فيه او بيحس بمكانه الطبيعي. ايضا محمد نجيب ورجوعه كابتن مؤمن والمفاضله ما بين مؤمن ووليد زي ما كابتن حسام ممكن يكون بيفاضل او انتوا تفضلتوا وقلتوا، الحاجات دي ما بتاثرش ابدا على اداء النادي الاهلي كابتن؟
لا محمد، هو طبعا تدوير بفنيات باللاعب الجاهز بمصلحه الفريق، دي حاجات مهمه جدا فنيه، واتكلم فيها حسام البدري، مش تدويره وخلاص. وبعدين التدوير من لاعب لاثنين بكتير زي ما بيحصل النهارده او ممكن يحصل، انت ممكن تلاقي حسام عاشور رايح عشان يبقى مكان واحد، وفي نفس الوقت وسط الملعب ما بين وليد ومؤمن، الحاجات دي كده. فده بالنسبه للتدوير، وده مهم جدا برضو. عمل الارهاق له دور يا محمد في التدوير، لان انت بتلعب كل اربع ايام مباراه، ومفيش حد بيحصل كده في الدوري. الجمعه طنطا كابتن في الدوري على طول اربع ايام بالظبط، واخد بالك؟ ده كتير جدا. ف ومن هنا احنا بنتعلم من الماضي برضو، اذا كان في ماضي كان في سلبيات منها، عمليه الاجهاد وعمليه التدوير دي مهمه جدا جدا. ف حسام عارف بيعمل ايه، في نفس الوقت انت بتدور على ثوابت منها الاداء، الاداء بيملكها المدير الفني. عندك مدير فني يملك اسلوب، عندك شخصيه فريق بيرجع في اي وقت ويحقق في اي وقت اللي هو عاوزه، عندك لعيبه، تلات حاجات مهمين جدا يا محمد، الحمد لله رب العالمين. فدول ماشيين في اتجاه، فاحنا مع احترامي الشديد الاهلي من لعب، وفي نفس الوقت خلي بالك يا محمد ان الجاهز اللي ب 100% هو اللي بيبقى موجود، وفي نفس الوقت ما بتحسش اي فوارق النهارده. واتكلمنا قلنا عبد الله السعيد ما كانش موجود فتره يا محمد، الحمد لله كسبنا. رامي ربيع مش موجود، فضلت احمد فتحي مش موجود، صحيح. عندنا البديل جاهز، خد بالك معلول، شوف من ساعه ما راح المنتخب هو راجل، خد بالك رقم واحد في الباك ليفت في المنتخب التونسي، النهارده بيرجع صبري في اي وقت، بيرجع حسين في اي وقت، الحمد لله كل الامور زي الفل. كل تيم ان كل لاعبي النادي الاهلي رجال الاول زائد الحمد لله ان هم بيملكون قدرات خاصه مهاريه على اعلى مستوى، ممكن تحسن بيها بيستخدمها الكابتن حسام كفريق جماعي، عنده شخصيه فرديه وجماعيه هجوميه ودفاعيه، وفي نفس الوقت عندك فرديات عاليه على اعلى مستوى. وشفت عبد الله السعيد بيصنع هدف عالمي فردي 100%، واحد اثنين ثلاثه وفي هدف عالمي. فالحمد لله الامور الفنيه الحمد لله مطمئنه، الجديه مطمئنه، التركيز، الالتزام، الرغبه، الدوافع، ده كله موجود في جهاز النادي الاهلي، الجهاز الفني، اللعيبه، الجمهور، الاداره، المنظومه الحمد لله ماشيه بامتياز، وتكمل على خير ان شاء الله. لعلم الشيء طبعا ده ملعب المباراه، ملعب استاد الجيش بالسويس، اكيد ممكن يمكن احنا لعبنا في الملعب ده كابتن، احنا موجودين النهارده الجو ساقع، الهواء ممكن تلاقيه، هل ممكن ده ياثر كابتن شريف على اداء النادي الاهلي او شكل الخطط بالنسبه له نتيجه مثلا الهواء او الساعه هناك؟ هو الحقيقه ارضيه الملعب جيده جدا، بتلعب بقى في مطر، بتلعب في ساقعه، بتلعب في الهواء، هو اللي بيفرق معاك بس في ملعب السويس، الجيش السويس، ملعب الجيش ده بيبقى فيه شويه هواء بس كده، لما بتبقى ناحيه الشمال تبتدي على ناحيه اليمين انت بتبقى عندك فرصه كتير قوي انك انت تحرز اهداف من التصويبات من اي حته، يعني لو اللاعب فكر ان هو اول ما هو بيلعب يفتح لنفسه مسافه او يجرب انه يبعت الكوره اللي هي بتعمل سكيتنج يا كابتن فاروق قبل الحارس المرمى او بتروح دايركت على المرمى، بتبقى قويه جدا وهي رايحه، فيها فولو، فيها فرص كتير قوي ان يبقى الاحراز والتفكير من اي حته على فكره في الملعب ده، يعني ممكن من ناحيه اليمين ابقى بصوب على المرمى دايركت، انا ممكن من ناحيه الشمال ابقى بقطع زي ما عمل عبد الله السعيد كده وجاب جول عالمي. الملعب ده هيساعدهم في تنفيذ السيناريو ده او تنفيذ الفكره دي او تنفيذ المفهوم. انا شايفهم في التمرين اول امبارح بمرنهم على التصويبات من اي حته، واللعيبه ما شاء الله، وده حتى كان سلاح لحد ما بنستخدموش كتير يا كابتن شريف، سلاح التصويب. التصويب بنستخدمه بره احمد فتحي لما بيبقى متواجد في نص الملعب شويه، عشان انت كده بتقول ان هو بيحب بيلعب في نص الملعب، بيحب يجيب اهداف وسط الملعب، عنده الملكه، عنده ملكه التصويب. مع ان لما تيجي تبص انت عندك عمرو السوليه برضه بيعرف يصوب بشكل جيد، عبد الله السعيد، لكن انا بتكلم ايه حته التصويب ما بنستخدمهاش كتير. هي هم الخط ده بيبقى حتى حسام عاشور الخط بيبقى بعيد شويه في فتره كده، احنا حاسين ان هم السنة دي بيقربوا من خط ال 18، بيقربوا من هم ياخدوا الكور الساقطة، اما بيبقى موجود عبد الله السعيد هو الريس، هو المعلم بتاع الحتة دي، هو اللي بياخد وهو اللي بيصوب، ففي انت عندك وانت بتلعب انديكيشن كده جواك انت ان في لعيب هو صاحب الكورة في التصويب، صاحب الحتة دي، فتلاقيك انت بتعمل ايه؟ بتعمل نفسك انت اللي هتشوطه وبتريحه اللي هو الكورة ان هو اللي يقدر ينفذ الملكة دي، اما لعيبة كتيرة جت عندنا في النادي الأهلي تصويب زي خالد جد الله، زي مجدي برضو عبد الغني شاط شويه، انت
بتلعب بتتكلم على في نص الملعب اللي هم بيجوا من الحته دي اللي بيكملوا لغايه خط ال 18 فكان بيبقى بس كان بيجيبوا جوال حلوه قوي. ليه؟ لانه عنده التفكير قبل ما بيلعب ومبرمج نفسه على انه يروح مش في الحته دي. كابتن المدرب بيشتغل الشغل الخططي على الجزئيه دي كابتن ربيع، ان انا ابتدي اجهز للاعب لوسط الملعب المساحه المناسبه من خلال طبعا كرات مثلا 1 2 في نفس الوقت او 1 3 بحيث ان يجي لاعب وسط الملعب ده يبتدي يسدد. بتبقى شغل بيبقى فيها جزء كبير شغل خططي اكثر ما يبقى مصادفه. محمد انت لما بتتكلم على التطوير في الجوانب البدنيه مثلا عشان تبقى جاهز بدنيا بكل عناصر البدنيه موجوده في اللاعب، تدخل على الجانب المهاري. الجانب المهاري في حاجه اسمها تحركات، في حاجه اسمها تمرين، واخد بالك، في حاجه اسمها تصويب، في حاجه اسمها ضربات راس. كل ده بيطور المدرب. جزء التصويب لو انا النهارده عندي نسب الدقائق في اربع ايام مثلا ب 400 دقيقه، 150 دقيقة منهم مش اقل من 40 50 دقيقة تصويب على المرمى. ففي جزء كبير جدا، زي ما في جزء كروسات، زي ما في جانب تكنيكي للعيبة في وسط الملعب اللي فيه بقى ال 1 2 وال 1 3 واخد بالك، والدبل باص والتمرير واخد بالك، والحاجات دي كلها. ففي جوانب طبعا اكيد كل حاجة بتطلب النهاردة. يعني المدرب بيشترط ان لما بيتكلم حتى وبيقول محاضره المباراه ان بيحط التصويب والضربات الثابته في دوافعه اللي يكسب بيها، زي ما النهارده بيطلب منهم في جوانب خططيه. في جوانب خططيه مهمه جدا في الثلث الاخير، يعني بيبني من الاولاني الثاني الثالث عشان افضل اطور واروح انهي الهجمه بمجموعه معينه. محمد في تحركات والتزام وتمركز وترابط، انما باجي جزء رئيسي ان الثوابت بمرر عليها اللعيبه يا كابتن محمد، بس ثوابت كورنر كورنر فاول فاول، ممكن كورنر تكسب بيه ثلاث نقاط، تكسب بيه كاس عالم، ممكن بينالتي، ممكن فاول. فبيبقى في جزء رئيسي طول الاسبوع في التصويب في الثوابت. التصويب برضه يا كابتن ممكن تصويبه تفك لك، لان انت ممكن تلاقي زحمه في الثلث الاخير، تسعه بيدافعوا، هتفك ده كله بايه؟ وعندك في ماتشات كتير جدا انت حسمتها بالتصويب يا محمد. فالتصويب مهم جدا، وتيم النادي الاهلي وحجم القدرات اللي موجوده في النادي الاهلي لازم يبقى فيها تصويب. واحنا كابتن كنا نتذكر احنا واحنا بنتمرن مثلا كنا بنعمل شكل معين في جزء الوحده التدريبيه للتصويب، ان احنا مثلا تحرك معين عشان اجهز لوسط الملعب. يعني انا سجلت من التصويب وانا باك ليفت سيد المقاولين صوت بالبره 18 يا كابتن مثلا في طبعاً, طبعا طبعا يا كابتن عشان بس الحلول نوضح بس ان هي ساعات يعني ممكن يبقى الفرصه بتتاح لك نتيجه دريبلينج، ولكن في ايضا تصويبات بتيجي نتيجه اتفاق في مهام فنيه يا محمد او جمله فنيه. الجهاز الفني بيكلم بيها اللعيب وبتمرن عليها طول الاسبوع، زي ما في جوانب خططيه، في جوانب خططيه، زي ما في تشكيل، في جوانب خططيه. المدرب بيقول لهم هنجهم ازاي وهندافع ونقف ازاي والتحرك يبقى ازاي ونروح نسجل هدف. لازم تعرف الناس ان في مجموعه دقائق كتيره جدا المدير الفني بيحضرها عشان يلعب بيها المباراه، منها الجانب محمد الخطط، في مجموعات لعب في اليمين، مجموعات لعب في الشمال، من العمق هنعمل ايه؟ خد بالك هننتقل من الدفاع للهجوم ازاي؟ ومن الهجوم للدفاع ازاي؟ في جوانب كتيره جدا بيحفظها المدير الفني اللعيبه. لما تيجي النهارده جانب التصويب، في عندك عبد الله بيصاب، في اجاي بيصاب، وفي مؤمن بيصاب، وفي وليد سليمان بيصاب، وفي ازارو حتى بيصاب، خد بالك، وفي سعد سمين. سعد سمين مش مدافع، لو تلاحظ كحد كذا هدف من التصويب. ربيع الجول اللي احنا جبناه العالمي الماتش اللي فات كان ايه؟ كان مهارات وتنويع في اللعب، وناس راحت خدت عينيها على الباك ليفت، والراجل راح عامل كل مهاراته مستغلها وشايط شوطه، ولو مش عاملها في التمرين دي يا كابتن ربيع كان هتروح بالسهوله دي. اكيد لعيبه ثلاث اربع مرات واتمرن عليها. يعني فيها كابتن برضو ايه؟ يعني في مجموعات لعب ازاي؟ في تصرف فردي. يعني في ما هو انت بتشتري لعيب كامل، معلش الاوصاف مهارته كده، برافو عليك، عنده شغل جماعي مع المدير الفني وممكن يحل لي زي اللعيبه زي ميسي يا كابتن، زي رونالدو، خد بالك. فالحلول دي ما لازم موجوده، وتيم النادي الاهلي ده الهدف يا كابتن، يعني واضح جدا. هو عبد الله مميز ربيع في الجول ده، انت هتلاقينا احنا قاعدين كل المهارات والخطط والتنويع والثوابت جنب التصويب ما ينفعش. كلنا بنسوق كل الخطوط والسبع لعيبه اللي عندك انت مهيئهم، مش بس في تحرك وفي تمرير وفي خد بالك، انما في جزء رئيسي ممكن ان انا تصوب بيه، ده مهم جدا. بتبقى يعني نازل حتى بتفكر في الكلام ده. طبعا انا كفيرود كنت بفكر في كده. طبعا اول ما تشوف الجول يا كابتن في حاجات كتير انا باخد الستات اللي بتبقى عندي في المباراه اللي قبلها. انا باخد الكوره وبقطع ربيع عشان اعمل عرضيات، طب باخد الكوره وبقطع لجوه واصوب بقى في الجول. فحسيت ان كل مره ما اعمل كده بتبقى فيه سلبيات وفيه امتيازات. الامتيازات دي حتى لو الكوره ما بتخشش بترد، بلاقي اي حد جاي الخطيب حاططها في الجول فولو. عباس، جمال عبد الحميد، الحاجات التانيه اللي انا بتبقى فيه سرعه واجه شايط بكل قوتي بتقابل اي حد. ادام بتفكر بص يا كابتن في التنوع في ادائك
هو ده اللي بيوصلك للهدف. وبعدين يا كابتن عمليه التصويب دي بتخلي الحارس المرمى نفسه بتهز الفرقه كلها. انت بتفاجئ يا محمد. بتفاجئ. صحيح. واخد بالك؟ انت التلت الامامي يا محمد، التلت الامامي ده انت بحضر فيه حاجات كتيره جدا. طيب. استاذنا كابتن بس نروح سريعا لامير هشام من استاد الجيش بالسويس، هيكون اكيد معاه تشكيل فريق النادي الاهلي النهارده في ملاقات مصر المخصصه. اتفضل امير. تحياتي للكابتن عبد المنعم كابتن ربيع ياسين، وايضا تحياتي لكل مشاهدي ومتابعي قناه الاهلي في كل مكان. اكيد مباراه قويه جدا ومهمه جدا بالنسبه الاهلي النهارده امام فريق مصر المقاصه، هو احد الفرق المميزه في بطوله الدوري الممتاز هذا الموسم رغم البدايه السيئه بالنسبه لهذا الفريق، لكن ما اتغلبش اخر ست مباريات بالتقريب في بطوله الدوري، فبالتالي اكيد كان في تركيز كبير جدا من كابتن حسام البدري وجميع لاعبي النادي الاهلي في ضروريه الفوز في هذه المباراه وتخطي هذه العقبه، خصوصا ان النادي الاهلي في حاله الفوز النهارده يتصدر بطوله الدوري الرسمي قبل مباراتين كمان مؤجلين بالنسبه هتكون خطوه مهمه جدا بالنسبه للنادي الاهلي نحو الحفاظ على هذه البطوله الهامه جدا بالنسبه لكل جمهور النادي الاهلي، وايضا نحو الوصول للقمه، ويمكن ان شاء الله النادي الاهلي يقدر يفوز كمان في المباراتين المؤجلين ويبقى فرق جيد بالنسبه للنادي الاهلي عن اقرب منافسيه وهو نادي الاسماعيلي، وبيتصدر في هذه اللحظات برصيد 27 نقطه في المقابل النادي الاهلي 25 نقطه، ان شاء الله يكسب يوصل للنقطه رقم 28. لكن خليني سريعا نتكلم عن التشكيل النادي الاهلي اختاره كابتن حسام البدري النهارده كابتن فاروق. في حراسه المرمى شريف اكرامي، ناحيه الشمال صابر رحيل، محمد نجيب اللي بيعوض النهارده غياب سعد سمير للاصابه، بجواره ايمن اشرف اللي بيسير بخطه جيده جدا مع النادي الاهلي خلال الفتره السابقه، هيكون ناحيه اليمين محمد هاني، اثنين في نص الملعب احمد فتحي وعمر اسوليه، امامهم عبد الله السعيد جونيور اجايي وايضا وليد سليمان، والمهاجم الوحيد هو وليد ازارو. ده التشكيل اللي اختاره كابتن حسام البدري في مباراه النهارده ان شاء الله امام فريق المقصب. بالنسبه لدكة البدلاء يا كابتن فاروق، احمد عادل عبد المنعم، مؤمن زكريا، صالح جمعه، باسم علي، باكاماني مالامبي، وكريم نيدفيد، واحمد ياسر ريان. ده بالنسبه لتشكيل النادي الاهلي بدكة البدلاء اللي هيكونوا متاحين بالنسبه للكابتن حسام البدري النهارده. طبعا عوده صالح جمعه النهارده اكيد عوده مهمه جدا بعد غياب فتره كبيره، فبالتالي كابتن حسام البدري اختاره ان هو يكون كورقه رابحه بالنسبه لفريق النادي الاهلي في مباراه مهمه وقويه جدا ومصيريه بالنسبه للنادي الاهلي زي ما مباراه فريق مصر المقاصه النهارده. ده بالنسبه لتشكيل في خليني اقول لك تشكيل فريق كابتن فاروق. في حراسه المرمى محمد حمدي رقم 16، رجب محمود حمدي رقم 16 في حراسه المرمى، امامه احمد سامي رقم 4، احمد مودي رقم 2، حسين الشحات رقم 20، وده اكيد لاعب مهم جدا وبيتالق خلال الفتره السابقه وهداف الدوري برصيد 8 اهداف، ويمكن يكون في مفاوضات قريب جدا ما بين النادي الاهلي وحسين الشحات وتحديد النادي الاهلي. ضموا فتره انتقالات الشتويه المقبله. خلينا اكمل لك التشكيل ايضا يا كابتن فاروق. محمود وحيد رقم 14، هاني سعيد رقم 19، محمد توني رقم 13، اريك تراوري رقم 28، باولو مفوافي رقم 11، وانطوي احد اللاعبين المعارين من النادي الاهلي لفريق مصر المقاصه رقم 29، وايضا بيتصدر جدول ترتيب الهدافين هذا الموسم مع حسين الشحات بنفس الرصيد وهو رصيد 8 اهداف. بالنسبه لدكه البدلاء لفريق مصر المقاصه، نبيل رقم 5، احمد محسن رقم 15، عماد فتحي رقم 7، محمد مسعد رقم 22، احمد عبد الظاهر رقم 9، وعمر رجب رقم 32. ده بالنسبه لتشكيل الفرقتين يا كابتن فاروق. اكيد مباراه هتكون قويه جدا من الناحيه الفنيه. طيب يعني يمكن ده تشكيل الفرقتين. خليني اقول لحضراتكم تشكيل فريق النادي الاهلي مره ثانيه. في حراسه المرمى شريف اكرامي، من اليمين الشمال محمد هاني، محمد نجيب، ايمن اشرف، صبري رحيل، امامهم في وسط الملعب عمرو السوليه، احمد فتحي، وامامهم ايضا وليد سليمان وعبد الله السعيد وجونيور اجايه، وفي المقدمه كراس حربه وليد ازارو. ده تشكيل فريق النادي الاهلي اليوم. ايضا فريق او تشكيل
فريق مصر المقاصه اليوم كالتالي: محمود حمدي في حراسه المرمى، احمد سامي، احمد عبد العزيز، مودي، محمود وحيد، وهاني سعيد، وصلاح ريكو، وفوافي، وحسين الشحات، ومحمد التوني، وايريك تراوري، وفي المقدمه جون انتوي. دول تشكيل الفرقتين. واكيد كل مدير فني سواء كابتن حسام البدري او كابتن عماد سليمان تفكيرهم على ثلاث نقاط، لكن الصحوه اللي موجوده حاليا لفريق مصر المقاصه اكيد كابتن حسام البدري فاهم وعارف وعامل حسابه للفريق القوي، وهو وصيف الدوري الممتاز العام السابق، فبالتالي مباراه هتكون قويه. التاريخ بيقول النادي الاهلي هو دائما هو اللي بينتصر في المباريات، لكن دائما الاجتهاد والتركيز في المباريات هو اللي بيخليك تنتصر في المباراه. مباراه صعبه اكيد، فريق قوي، فريق بيعود من جديد لبطوله الدوري بشكل قوي في اخر ثلاث مباريات. كابتن شريف، كان ده تشكيل الفرقتين، راي حضرتك في التشكيل ما بعدش عن الكلام اللي احنا قلناه كابتن شريف؟ هو اللي احنا قلناه يعني، مش ما بعدش. الاتريا فاروق بتعمل كده؟ لا انا مش هو اكيد التوقعات بتبقى احنا توقعنا وجود محمد نجيب طبيعي مكان اصابه سعد سمير، احمد فتحي طبيعي مكان حسام عاشور في نفس المكان ده، هو بس اللي احنا كان فيه مهم زكريا اللي احنا شفناه في حاله بطء شويه الماتش اللي فات، او الملعب ما كانش مساعده، فتخيلنا ان ممكن يبقى البديل والبديل القوي ان هو وليد سليمان. وكل احنا قلنا، ما احنا قلنا ان هم كلهم زي بعض يعني، مش ما فيش فرق الحقيقه. ووجود صالح جمعه في التشكيل النهارده يعني بنقول ان شاء الله مش نشوفه بس يكون دخل بقى في فورمة الماتشات والتركيز ويرجع تاني صالح اللي احنا شفناه الفترة اللي فاتت. طيب ده بالنسبة لفريقنا. هنتكلم على مصر مقاصة لحظة كابتن، ده رأي حضرتك في التشكيل؟ مفيش أي مشكلة بالنسبة لنا، احنا عملية الروتيشن موجودة والأمور ماشية بشكل كويس، فأي لعيب يبقى متواجد داخل فريق النادي الأهلي كابتن ربيع لو أي تعليق على التشكيل. واحنا قلنا وكان في إجماع على نفس اللي قلنا يعني التدور في اثنين لعيبه بس، وفعلا قد كان. قلنا لو ما فيش مؤمن هيبقى وليد سليمان، وقلنا بدل في احمد فتحي وفي راح على حسام عاشور هيبقى احمد فتحي في وسط الملعب، ديفندر موجود تاني مع السوليه عشان نوجد الاستقرار ونوجد الانسجام ونوجد، لان حسام البدري بيبني كل شغله الفني على لعيبه معينه، لعيبه في فورمه، لعيبه جاهز، لعيب مركز، لعيب يقدر يدخل يشغلني. انا عندي سيستم معين محمد فنيا بشتغل بيه، ما ينفعش حد يعطلني عنه. خلي بالك من النقطه دي، النادي الاهلي لو جانب فني بيشتغل بيه دفاعيا وهجوميا، خد بالك بيكسب بيه، بيشتغل بيه لعيبه، فما اقدرش النهارده الف لا. فهو حسام عارف ان 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 وليد سليمان جاهز، ان احمد فتحي جاهز، الاثنين جاهزين ونفس الاداء ونفس السرعه ونفس التحول ونفس الشغل اللي مطلوب ان شاء الله هينفذوه، ودي ميزه كويسه جدا في اي لاعب يدخل في اي وقت تلاقيه. خلي بالك كل اللعيبه واحد. طيب يمكن ايضا تشكيل فريق مصر وخاصه كابتن شريف، هو ما حصلش تغيير كتير بالنسبه للكابتن عماد سليمان، بس وجود بس محمد مسعد طلع وهاني سعيد المتواجد. انا بتكلم على بدايه التشكيل. ايضا محمود التوني مش محمد التوني متواجد ايضا في التشكيله، محمود وحيد بيخرج ويكون مكانه، او احمد محسن بيخرج وبيكون مكانه محمود وحيد. دي في تشكيله مصر المقاصه كابتن. هو مدرب جيد وبيقرا الملعب كويس زي كابتن حسام بدري كده، وبيقرا الفريق الاخر كويس قوي، فاعتقد ان التغييرات برضو اللي حصلت دي ما يناسب الفكر اللي هو جاي صاحبه في التشكيل قدام النادي الاهلي على امكانيات النادي الاهلي، على اسلوب لعب النادي الاهلي. فبيبقى عندك لعيبه معينه تقدر تعمل لك مهام في اول، اعتقد ان كابتن عماد هيشتغل المباراه دي على فترات يعني، مش هيفكر ان هو ده الفرقه اللي انا هلعب ال 90 دقيقه، فبيبقى عنده مهارات خططيه في ايقاف خطوط النادي الاهلي في اول 45 دقيقه، في اول 20 دقيقه، فعنده لعيبه اكيد فرضه نفسها عليه ان هو يقدروا ينفذوا له الفكر بتاعه. واللعيبه برده هناك في المقاصه ما اعتقدش ان هم بعاد قوي عن بعض، على حسب ان احنا بنتكلم عن النادي الاهلي كله موجود بنفس الامكانيات. اعتقد المدربين والاجهزه الفنيه اللي هي بتبقى زي حسام بدري، زي عماد سليمان، بيوصلوا لاعبتهم للنمط الخططي اللي هو يقدر يكون عنده في المكان واحد واثنين. يعني ربيع كان يقول لك انا المساك عندي فلان فلاني، خدته معايا الجزائر،
مقتنع بيه. في لعيب هنا كنت بتدور له انت على باسبور ياخد معاك الجزائر، ايوه رجب نبيل، رجب نبيل حتى يعني بيبقى في اقتناع من المدير الفني بلعيب معين، واصر ربيع ياسين ياخده معاه غير ان حصل مثلا اجراءاته معاه. فالمدرب الواعي اللي هو بيقرا الفرقه اللي قدامه وعارف امكانيات نادي الاهلي شكلها ايه، بيبقى على الكلام اللي انت بتتكلم عنه الخططي، عنده خططي هجومي وعنده دفاعي النهارده، عنده ازاي لما يستلم الكوره ويعمل كونتر اتاك، عنده سرعات كتيره، وعندك كيرل تراوري ده من اللعيبه الكويسه قوي اللي بتمسك الكوره بتقدر تنقل الكوره وتقدر تعمل وتقدر تطعم اي خطوط اماميه، وعندك حسين الشحات طبعا بتلقطه ما بتعرفش ده، حسين الشحات ده انا عامل زي مؤمن زكريا عندنا احنا كده. بيلعب في جميع المراكز. بيلعب ما بتعرفش يطلع لك منين، ما بتعرفش بيطلع منين في المباراه، ناحيه اليمين ولا ناحيه الشمال، وبيقدر يتعامل باسلوب جيد جدا مع الكوره في اي وقت، واللعيبه حافظاه، وعنده عينه دايما وهو بيلعب على جون انتوي، وهو بيقدر يعمل الاسيست لجون انتوي دايما، حاطط جون انتوي في خياله على طول وهو بيجري، الا زي عبد الله السعيد كده ما عمل الكوره كل العين راحت على الباك ليفت بتاعنا رحيل، راح هو مرقص ثلاثه وراح جايب. الراجل ده حسين شحات يملك هذه الملكه، عنده نفس الشكل، عنده سرقه الفرقه، عنده الايحاء ان هو بيصوب وكمان يروح واخد واحد والتاني ومعدي، وبعد كده يعمل الاسيست لاي حد هو جاي. شايف ملعب كويس، هو بيحب اللعبه، حب اللعبه حباها، لعيب جيد في الملعب، عنده من الحاله البدنيه اللي هي تخليه يكمل 45 دقيقه. ما بشوفوش دايما يا كابتن ربيع حد بيشده من الملعب او حد بيعتمد عليه اعتماد شكلي ومضمون في خططه دايما اللي هي الهجوميه. بالنسبه لهاني سعيد ومحمود وحيد هم نفس الدخول ونفس الخروج، وهتلاقي هاني سعيد بيغير يعني هتلاقيه بيغير تاني، هم غيروا وهتلاقيه هو بيرجع نفس التغيير بعد كده، والاثنين سواء احمد محسن او محمد مصطفى هيرجعهم تاني في تاني هاف تايم، واحنا ان شاء الله هفكرك بالحكايه دي في نفس المباراه. بس هو بيبقى عايز البدايه بتاعته تبقى بدايه اكيد فيها ثبات، فيها عدم دخول واختراق النادي الاهلي بسهوله كده جوه الخطوط، بيبقى عنده فكر وبيحترم النادي الاهلي. ربيع يقول لك دايما ايه، المدرب الجيد اللي يقدر يحترم النادي الاهلي طبعاً، ويقدر ياخد منه اي حاجه، يخطف من النادي الاهلي حاجه، يبقى ما يبقاش زي ماتش انبي كده يعني سايب الحكايه عامل راس براس النادي الاهلي، ما مش هتنفع من الاول. دايما كابتن ربيع الفرق الكبيره ومصر خاصه من الفرق ايضا الكبيره في الدوري الممتاز تغييراتها بتبقى قليله، يعني لو بنتكلم عن النادي الاهلي فبعض الامور خلتك تغيرت نتيجه اصابه او نتيجه فكر موجود او تدوير عندك. ايضا النهارده مصر مقصر بيغير، ولكن موجود الروتيشن حصل اثنين دخلوا جوه كلاعبين اساسيين والاثنين طلعوا كلاعبين احتياطيين سواء احمد محسن او محمد مسعد. فكر كابتن احمد سليمان بالنسبه للاثنين اللعيبه دول دخولهم وخروجهم ايه؟ بص هو عنده حارس مرمى جاهد محمود حمد ده كان معايا في الجزائر الحارس البديل، ومحمود وحيد انا خدته معايا في تركيا ده كان باك ليفت الاساسي بس اتصاب في البطوله فخدته كاس العالم ايه. يقول عليه انه لعيب جوكر يلعب وناجح، ممكن يروح على الجول بيسجل من الثوابت بيخترق بيروح يتوغل بكوره بيتحرك من غير الكوره بيعمل مسانده زياده عدديه مع انطوي وفوافي وتراوري رائعه حسين الشحات، واللعيب طبعا بصمته في ال 90 دقيقه الفنيه بتبان. فده بيتهيألي التمثيل يعني الوقفه بتاعه فريق المقصه. فريق المقصه قلنا يا محمد ان هو فريق ظروفه احسن، الثقه بدات ترجع له، حالته الفنيه احسن بكتير. اعتقد ان الماتش النهارده في الملعب هيبقوا بقى ند للنادي الاهلي اللي هيقول الكلام ده 11 لعيب بتاع المقص. الجانب الفني مهم جدا، هو اللي هيبقى ليه دور. انت تحترم المدرب اللي بيقرا المنافس كويس قوي، وبناء على كده بيبني بقى تشكيله يا محمد وتوظيفه وادارته طول المباراه. فالكلام ده هيقولوا الاثنين مدربين وال11 لعيب وال11 طيب. معانا لقاء مع وليد هويدي مدير الكره بفريق مصر مقص سريعا لامير معاه اكيد هيكون متواجد معاه، ونرجع نكمل كلامنا عن هذه المباراه.
أكيد يعني هو في البداية تحياتي لحضرتك والسادة المشاهدين. يعني قبل ما أقول لك على السادات بس عايز أوضح حاجة، إن إحنا المباراة ديت متحددة في السويس من 17/9/2017. يمكن أنا بعت برضو المخرج على الواتس التاريخ بالظبط بتاع تحديد مباراة الأهلي والزمالك، لما طلب منا تحديد مباراة الأهلي والزمالك فمحددين ملعب السويس من 17/9، يعني مش معمول إن إحنا نقلنا من مكان لمكان أو كده. المهم برضو ادخل لحضرتك بقى في الاستعدادات. اولا طبعا يعني النادي الاهلي طبعا من احسن الانديه اللي موجوده كمستوى السنه دي، فبالتالي يعني المباراه طبعا لها يعني استعدادات اكتر من اي مباراه تانية، وخاصه ان المباراه ديت بالذات بالنسبه لنا يعني خطوة مهمة في استعادة الثقة وفي استعادة مكانتنا من جديد، وخطوة مهمة جدا ان احنا نوصل للمربع الذهبي. فبالتالي يعني ان شاء الله مركزين في المباراة دي ونعمل من الله عز وجل ان شاء الله طبعا التوفيق اولا، وان احنا ان شاء الله ناخد الثلاثة بونت باذن الله. رغم البداية السيئة لفريق مصر المقاصة هذا الموسم عكس الموسم السابق، لكن قدرتوا سريعا ان انتوا تتداركوا الموقف، اشتغلتوا على الجزئية دي ازاي بالتحديد؟ والله عايز اقول لحضرتك على حاجه، في البدايه ممكن لاعب يبقى في مكان وما يوفقش، كذلك برضو المدرب، مش تقليل من المدرب، اولا والله الكابتن مؤمن تعب جدا وعمل وكان ما قصرش بصراحه يعني، لكن ما حلفوش التوفيق. فقلنا ان احنا نرجع لنفس المدرسه اللي احنا تعلقنا فيها ثلاث سنين اللي هي مدرسه الدراويش، وبالفعل يمكن في كيمياء كده بيننا وبين مدرسه الاسماعيلي برجوع الكابتن عماد، والحمد لله يمكن مع الكابتن عماد في 7 مباريات منهم مباراه في الكاس، يعني كسبنا 5 مباريات وتعادلنا ماتشين، ونامل من الله عز وجل ربنا سبحانه وتعالى كرمنا ان احنا نستعيد برضو مستوانا ونبقى نوصل للمربع الذهبي ونمثل مصر ان شاء الله تمثيل مشرف في افريقيا باذن الله. في سؤال او يعني بعض المواقع اتكلمت بالامس عن رغبه فريق مصر المقاصه في التعاقد مع عماد متعب لتدعيم الصفوف قبل بطوله دوري ابطال افريقيا، هل الكلام ده حقيقي؟ انا عايز اقول لحضرتك طبعا ده اسم كبير جدا طبعا كابتن عماد متعب، ويشرف اي مكان طبعا، لكن الى الان احنا لسه ما استقرناش على الامور ان احنا اللي هي التدعيمات طبعا ديت. اول احنا نرحب جدا طبعا بكابتن عماد وكده، لكن الامور لسه ما اتحسمتش، يعني باذن الله الاسبوع ده هيبقى في قعده ان احنا نتعاقد مع ان شاء الله اللعيبه اللي احنا محتاجينها باذن الله. شكرا لحضرتك يا فندم. شكرا. ده طبعا كان لقاءنا مع الكابتن وليد هويدي مدير الكرة بفريق مصر المقاصة. بشكل عام نتمنى كل التوفيق للنادي الأهلي في هذه المباراة ويخطو خطوة أخرى جيدة جدا نحو الفوز بهذه اللقب والحفاظ على هذا اللقب للموسم الثالث على التوالي، ونتمنى أكيد كل التوفيق للجهاز الفني واللاعبين في هذه المباراة اليوم. عودة ليك يا كابتن فاروق. أشكرك يا أمير. كابتن شريف خلينا أسألك، النهاردة مصر المقاصة وجود في المركز الثامن عنده 22 هدف منهم 2 لعيبة فقط، سواء بقى جون انطوي او حسين شحات جايبين 16 هدف من 22 هدف. بالتالي هم يمكن لما تيجي تبص جون قد تراوري، جون قد حسين شحات 8 و8، جون انطوي وجون انطوي يا كابتن جايب 8 وحسين الشحات 8 ما شاء الله، فبالتالي هم الاثنين اللي بيحرزوا اكتر اهداف بالنسبه ل انطوي. ده ربيع راح كمان ورجع تاني، راح دفع غرامات عشان يرجع تاني صحيح. للفرقه يعني الولد حابب مصر وحابب انه يثبت نفسه. التعامل بقى مع 2 لعيبه يعتبروا هم هدافين الدوري وهدافين فريق مصر المقاصه زي النهارده من كابتن حسام البدر. تحب اكلمك على حسين الشحات، وجود احمد فتحي النهارده 90% لحسين الشحات، يعني ده واضح جدا ان كابتن حسام بيفكر في الفريق اللي قدامه، بيفكر جيدا جدا وبيقرا كويس قوي. يعني لو حسام عاشور ما كانش مصاب كان كابتن احمد فتحي هيبقى متواجد؟ مش هعرف يعني، انا حسام عاشور كان كويس قوي الهاف تايم الثاني في المباراه الاسيوطي، كان بينقل بقى كره اماميه على طول، بشوف انا بيطلع الاطراف وبينقل اماميه وبيلم حوالين سوليه شويه يعني كان عنده نشاط موجود، عشان هو يفكر في فكر تاني اكيد لوجود حسين الشحات. احمد فتحي اقدر ان هو يبقى ملازم للسرعات بتاعه حسين الشحات، هيزهقه يعني، هيزهق حسين الشحات، مش هيخليه يلعب بالحريه اللي لعب بيها في كل الماتشات اللي فاتت. فوجود احمد فتحي طبعا يطمني شويه على ان حسين الشحات هيتمسك شويه يعني. انا اقول لك على حاجه يمكن مش بتاعتنا، انما انا زمان اول ما جيت العب في النادي الاهلي كابتن عوضين جابني، كان في لعيبه كابتن ربيع في نادي الزمالك اسمه سعيد الجداي، وكنا ناشئين، سعيد الجداي ده اكبر مننا سنا متسنن كده، فجابني وانا وينج ليفت، قال لي هتلعب في نص الملعب، قلت له ايه يا كابتن؟ قال لي انت هتلعب هتمسك احسن لعيب في نادي الزمالك، كنا بنلعب الفاينل على نادي ارض نادي الزمالك في الناشئين، ففعلا مسكني
اخطر واحد في فرقه نادي الزمالك. ففي فكر مدربين بيبقى حاسس ان جايب احسن لعيب عنده بيمسكه احسن لعيب يا فندم. ده بيلعب مدافع، كان اخطر واحد كان في نص الملعب، ما كانش بيلعب مدافع. لا ده لما طلع طلعوه لعبوه جنب كابتن ابراهيم يوسف الله يرحمه. ففي فكر مدربين يقول لك انا عايز احسن لعيب عندي يمسك احسن لعيب عندهم، احسن سريع عندي واحسن يعني افكار او كره القدم دلوقتي تطورت يا كابتن. مع لا مع لعيب زي مؤمن زكريا يعني. لعيب زي مؤمن زكريا ايام الكره البلاستيك ده ما ايام كنتم ما كنتوش لسه اتولدتوا انتوا طلعتوا على الفلوس والحاجات دي، احنا كنا بنزعل في الصخر. ف الفكر ده تودوني حتى لا انا بتكلم على فكر، انا بفهمك بس الفكر اللي هو ايه، بس انا بجيب لك مثل حد كان بيقدر يمسكك شتيم بيه ده، انت كنت بتقطع اي حد. انا بديك الفكر بتاع المدربين دلوقتي بيفكر. ايوه بس هل من الطبيعي ان احمد فتحي هو اللي يمسك حسين شحاته ولا حسين شحاته اللي يمسك؟ لا طبيعي ان احمد فتحي اللي يمسك حسين شحاته، ده طبيعي جدا وانا مقتنع بيه تمام. الراجل اللي اسمه انطوي ده طبعا في ايمن اشرف في حاله جميله جدا ان هو شايف وواعي في المكان اللي هو موجود فيه مع محمد نجيب. يعني لسه بتكلم انا وربيع يعني الراجل عابد في هذا المركز، ما بيفكرش غير في المكان، ما بيفكرش غير في الاستلام والتسلم الصحيح، ما بيفكرش غير ان ما فيش حد يستلم منه اي كره داخل فيها بيشترك فيها، خلاص بقى عنده سياسه اكون او لا اكون، انا بعوض كل حياتي كلها في اللي ربنا مديهوني اليومين دول، ان انا الحقيقه ماشي كويس جدا، الحقيقه بيأدي كويس قوي من ساعه بطوله افريقيا لغايه المباريات اللي بيكون لي فيها الشرف بيشترك فيها، حاجه مفخره. اللي بعده عن الملاعب هي الاصابات بس اللي بتبعد اللعيبه كويسه. فانا مطمن جدا ان موجود ايمن وموجود محمد نجيب لايه، لتوازي محمد نجيب في السرعات مع انطوي. انطوي بيسرق اللعيبه وعنده هدوء كده ان هو يسيبك يحسسك ان هو مش مشترك وحاجه، وبعد كده يروح واخدك الخطوتين اللي يسرقك فيهم ومصوبه وجايب الجول من اي عرضيه او اي حاجه. وطبعا النادي النهارده مصر مكسره، انت لازم تقفل عليه حكايه العرضيات دي اللي بيعملها برده حسين الشحات. يعني حسين الشحات اللي بيسرق من ناحيه من وسط المساك والباك ليفت وبيتجي من ناحيه اليمين دي دايما، هو عنده الحته دي وبيلعب العرضيات، يا بيصوب يا بيدي انطوي، يا هو بيروح على الجول وبيصوب وبيجيب اجوال. الفكر ده اعتقد ان المدربين الاثنين قاريين بعض. فلما كلمتك انا على احمد فتحي اعتقد ان هي مهامه الاولى في ايقاف حسين الشحات النهارده. كابتن ربيع يعني برضو تقريبا نفس السؤال يا كابتن، القوى الهجوميه موجوده عند فريق مصر مخصصه بشكل قوي جدا، انت النادي الاهلي وانت دائما انت اللي بتجبر الفريق اللي قدامك انك بتتعامل بالقوى الهجوميه بتاعتك، لكن عنده هو مجموعه من اللاعبين بيعرفوا يجيبوا اهداف، منهم حسين الشحات منهم جون انطوي. يا كابتن شوف، وانت عندك ميزات في تيم النادي الاهلي انه بيعرف امتى يدافع وامتى يهاجم من غير كوره. يعني انا الضغط العالي ده في اي مكان في الملعب بالنسبه لاعبي النادي الاهلي، انت عندك اربع لعيبه مسوين على الجانب الهجومي على الشق الهجومي في نادي المقص اللي هو جون انطوي، وانطوي معروف في التلت الامامي التلت الاولاني بتاع النادي الدفاعي ان مسؤول عنه اثنين مساكين، خلاص دي رقابه وتوازن وتغطيه مهمه جدا. لو جاي حسين الشحات من العمق الطبيعي اللي يقف، هل متفق حسام الطبيعي جدا اللي بيميل للدفاع وللميل للهجوم السوليه بيزيد، بديله مساحه اللي هو بيقوم بالدور بيه لما حسام عاشور كان بيدور بدور الدفاع، هو النهارده الدور الدفاعي بتاع احمد فتحي، في اي زياده عدديه احمد فتحي يقف يبقى 4-1 4-1. متفق انا مع كابتن شريف في الجزئيه دي برضو كابتن. طبعا ما هو واضح، ما هو احمد فتحي مدافع ده من غير الكوره واخد بالك، انما ليه دور بكوره من غير كوره، في ادوار مجموعه ادوار بكوره وفي وحسب البوزيشن وحسب كمان الهجمه يا محمد والشغل الهجومي. انت السوليه خلاص تديله مساحه بتخلي احمد فتحي عشان ياخد عبد الله الشحات، بعد كده انت حسين الشحات بس فوافي وتراوري معروفين، انت عندك باكين واخد بالك. يعني القصه ان عندك خمس لعيبه ضد خمس لعيبه، انت عندك الخماسي بتاع النادي الاهلي واخد بالك احمد فتحي والسوليه والثلاثه اللي قدامه، وعندك برضو الخماسي بتاعهم الثلاثه اللي قدامه صلاح ليك وهاني السعيد، خمسه ضد خمسه. هو بطريقته هو يفكر بيبني وشغل ويحرك بشكل ازاي هنشوفه، انما النادي الاهلي سيستمه معروف ان 4-1 4-1، وفي نفس الوقت 4-4 1-1 من غير الكوره كله بيرجع وبيضغط ثنائيات، هتلاقي التراوري واخد قصدي صبر رحيل مع جاي وليد سليمان محمد هاني ثنائيات، خد بالك يا محمد. فمن هنا بتقيس زياده عاديه، في ميزه ان انت بتختار اللاعب اللي يقدر يخدم اسلوبك
واخد بالك؟ اللي يخدم خطتي، اللي يخدم فنياتي، اللي بيعرف. وعندك ميزه في لعب النادي الاهلي ان هم عارفين كل واحد له دور عارفه، عشان كده انت الحمد لله مميز فنيا، بتكسب ما عندكش اخطاء. والفتره الاخيره دفاعيا الاخطاء قلت يا محمد برضه، يعني خلينا واقعيين كان بيبقى فيه اخطاء الحمد لله قلت بكتير، والشكل الدفاعي مع طبعا شغل التخصص اللي بيعمله حسام البدري والامور كلها. اعتقد ان 11 لعيب ضد 11 لعيب، النادي الاهلي عنده فهم، النادي عنده وعي فني، وعي خططي. ما ينفعش بحجم النادي الاهلي كل لاعب عارف دوره وعارف مساحته وعارف ايه المطلوب منه بالكوره من غير الكوره. طيب هروح لتقرير يوضح، طبعا بيوضح فيه هذا التقرير المواجهات ما بين كابتن عماد سليمان وكابتن حسام البدري. الجماهير الأهلوية ستكون على موعد مع مواجهة نارية بين المارد الأحمر ونظيره مصر المقاصة اليوم في 7 مساء على ملعب الجيش بالسويس في المباراة المؤجلة من الجولة الثانية من عمر مسابقة الدوري الممتاز. ويحتل الأهلي المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري ب 25 نقطة، بينما يحتل المقاصة المركز التاسع ب 15 نقطة. تتسم مواجهة الأهلي ومصر المقصة دائما بالندية والمتعة والإثارة في ظل تواجد كوكبة من اللاعبين المميزين ضمن صفوف الفريقين، بالإضافة لتواجد حسام البدري المدير الفني للأحمر وعماد سليمان المدير الفني للفريق الفيومي. ومن المتوقع أن يزيد مواجهة اليوم سخونة وإثارة، خاصة وأنهما من أفضل المدربين المصريين في الفترة الحالية. وتقابل حسام البدري مع عماد سليمان في مباريتين فقط. الأولى في تدريب الأهلي موسم 2009-2010، وكان العمدة حين ذاك مدربا للإسماعيلي. وانتهت المواجهة الأولى التي أقيمت في 12 عام 2009 بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، والثانية في 3 مايو بين الأهلي والإسماعيلي أيضا عام 2010، وانتهت المباراة بنفس النتيجة بهدف لمثله. فهل يجد جديد في مواجهة اليوم بين الأهلي والمقصة؟ هذا ما سنعرفه بعد المباراة. كابتن شريف، خليني اكلمك على يمكن تشكيل النادي الاهلي احنا قلناه، ولكن البدلاء بالنسبه لنا كنادي اهلي: احمد عادل، عبد المنعم، صالح جمعه، مؤمن زكريا، باسم علي وباكا، وكريم نيدت، احمد ياسر ريان. كابتن حسام ما زال طبعا متمسك بوجود احمد ياسر ريان في التشكيل او في ال 18، ايضا عوده كريم نيدت موجود، باكا موجود، باسم علي موجود، صالح جمعه بيعود من جديد مع النادي الاهلي. نتمنى ان شاء الله في حاله ان هو يبقى متواجد واخد فرصه يتمسك بوجوده او وجود هذه الفرصه. كابتن شريف، في مباريات دايما احنا بنقول يا كابتن فاروق النتيجه فيها السريعه بتدي حريه للاجهزه الفنيه انها تقدر تشكل اي تغيير زي ما عايزه. يعني في تغيير بيبقى فانتازي كده في اخر المباراه، بتبقى كسبان 2-3 بتقدر تدي فرصه لاحمد ياسر ريان، انما في تغيير بيبقى تغيير جوهري، تغيير معتمد عليه، عايز يعظم الخطوط، عايز يعمل اي تغيير خطوط، عايز شايف فيه لعيب بطيء كان موجود عايز ينشط احد الخطوط، عايز يعمل اي حاجه ثانيه. ده التغيير اللي احنا بنتكلم فيه، ان هو لسه المباراه جوه الجيم، لسه الفرقتين بيلعبوا لغايه لما الحكم يصفر هو اعلان النتيجه، فبتبقى في تغييرات احنا عارفينها، ان يقول لك النهارده زي ما ده التغيير حصل بتاع مؤمن زكريا بره الفرقه ووليد سليمان جوه، ده برضو ده تغيير بس من بعد المباراه، يعني ده تغيير حصل دلوقتي الروتيشن اللي اتكلمتوا عنه، ده تغييرات برضو حصلت في المباراه، انت مش شايف احمد فتحي في النص ووليد سليمان في الجبهه الاماميه، وفي الاصابه في محمد نجيب موجود، ده طبيعي، لتغيير طبيعي، ما في تغيير جوهري. التغيير الجوهري ده اللي احنا بنتكلم عنه، اللي هو في حسين الشحات النهارده واحمد فتحي موجود، في انطوي بيتحط له، محمد نجيب وايمن اشرف بيسقط سنه تحت عشان يلم كل الحاجات اللي بتحصل من ناحيه الاطراف علينا. فاللي انت بتتكلم عنه صالح جمعه، انا اعتقد ان صالح جمعه لازم عشان يبتدي يخش في مباراه زي دي يبقى ده تغيير جوهري، يعني في عطل في الملعب، في عايزين مساعده
مساعدة صالح جمعة ان هو يبقى بأداء معين بشكل معين هو شايفه من بره. الحتة دي محتاجاه النهاردة، محتاجة زيادة عددية من نص الملعب للفراودة، محتاجة اختراقات معينة، محتاج نظرة تانية في الملعب بتدي للعيبة الأمامية لعيب زي ده يكون موجود، اللي هو عبد الله سعيد موجود بيعملها، انما ممكن في صالح جمعه بيبقى في الناحيه اليمين شويه او في الناحيه الشمال شويه، بيدي سرعات اكتر بيخش بيها. فعشان كده انا بقول لك النتيجه بتفرق مع فرقه زي دي. مؤمن زكريا ممكن يعمل تغيير طبيعي مكان، يرجع لمكانه مكان وليد سليمان. وليد بيلعب ال 45 دقيقه الاولانيه، ودايما وليد بيبقى حظه وحش انه بيتصاب كتير، فعندك او تغيير انا بشوفه اللي هو مؤمن زكريا. كريم نيدفيد او احمد باسم علي او احمد ياسر ريان، دول يعني في حالات قصوى لما بيبقى في حد في الديفندر هشوف باسم علي، او هطلع انزل صالح جمعه ممكن في النص وارجع احمد فتحي ديفندر، وفاكر اللي جوه دي بيستغلها. بس في لعيبه بتبقى اساسيات، عندك اللي انا عايز اقوله لك مؤمن زكريا تغييرات اساسيه، باقه مؤمن زكريا باقه في ماتش زي ده، كريم نيدفيد، دول الثلاثه اللي انا اقدر اقول لك عليهم ان هو بيبقى واخدين شكل المباراه. اللي هم مؤمن زكريا وباكا وكريم نيدفيد، دول اللي عندهم السرعات اللي تقدر تواجه بيها شكل المباراه. نتيجه المباراه دايما انا بقول شكل المباراه 2-3 1-0، كل ميعاد في المباراه ليه اللاعب بتاعه وليه ميعاده فيه، نتيجتها وسرعه بتحدد طبعا تغييرات المباراه. مفيش مدرب عايز يخسر، يعني مش عايز اجامل اي حد من الموجودين قاعدين بره عشان انزله بس، لا ده هو بينزله عشان ينتج، بينزله عشان يبقى في نتيجه. ياما سقفنا الناس على تغيير حصل، يعني مش صالح ده نزل فنجم الساحلي ودخل اجاييه جوه وخرج ازارو ونزل ناحيه الشمال، اول كره لمسها مش جاب جول، فكلنا سقفنا، مع ان في ناس كان كتير معترض ان اجاييه يبقى هو دايما السنتر فيرود بتاعنا او المحطه اللي احنا بنركز عليها في اخر المباراه. فهو بيبقى في الملعب وشايف وقاري يعني في حاجات بتفوتنا واحنا بنتفرج، احنا قاعدين هنا على كراسي وهو في الملعب في عز البرد شايف لعيبته بتجري قدامه. يعني انا بتكلم معاه واقول له فلان، فيبص لي كده يقول لي لا كان في حاجه كذا وما فيش، قاريه هو صح لما بنتناقش انا وهو، بيبقى عنده فكر تاني، عنده شكل تاني، شايف قريب من الحكايه. ف ما اقدرش اقول لك صالح جوه ما يلعبش كمان، لا يلعب واتمنى ان انا اشوفه، انما شكل المباراه نفسها هي اللي بتفرض عليا النتيجه. دخول لعيبه الاهلي في اللي قال عليه ربيع مثلا، بيقفلوا الملعب ما بيدوش فرصه لفرقه المقاصه ان هم يجاروهم في الجيم. انت لو جريت مع فرقه مع الجيم، ما انت معرض في الملعب الصغير ده الضيق ده انك انت في ثانيه تبقى في الملعب ده وفي ثانيه تبقى في الملعب ده. بحس ان اي كره عرضيه انتو ده ممكن يستغلها، ليه تحط نفسك في مشاكل بدري؟ مع انك انت ممكن تريح نفسك بدري. الامكانيات اللي انتوا قلتوا عليها بين فرقه المقاصه وفرقه النادي الاهلي امكانيات كبيره جدا تسمح لنا ان احنا يبقى عندنا سيطره. السيطره دي اللي بتدي ارتياحيه شويه لحسام البدري والجهاز الفني ان هو يفكر ايه اللي ما لعبوش يلعبه، ايه اللي يدي له سرعات يدي له سرعات، ايه اللي فنيات ينزل، هو يملك كل ده موجودين على الخط. سهوله مباراه مثلا زي امبي كابتن وانت بتكسبها، جيت مباراه بعدها زي مباراه الاسيوطي الى حد ما كان في صعوبه في انك تفوز عليها. النهارده جمهور الاهلي بعد المباراه الاخيره لحد ما كان هو مش قلقان على الفريق ولكن بيقلق من تاخر الفوز. في مباراه زي النهارده امام المقصه يعني الهدف البدري بيفرق كتير جدا كابتن حسام، او طبعا الهدف بيجي طبعا نتيجه اجتهاد وربنا طبعا، لكن كابتن حسام يعمل ايه عشان الامور تتفتح من البدايه يا كابتن؟ اولا طبعا يا محمد بص في مجموعه عوامل فنيه انا ببني الشوط كل اليوم عليها. يعني توفيق الله سبحانه وتعالى ثم في اسباب فنيه، يعني انت عندك حجم حسام البدري في خبراته كبيره جدا، لذلك بتختلف من الاسيوطي غير بنبي غير المقصه. أنا قلت في أول كلام محمد إن في أسلوب مدرب واخد بالك، وفي شخصية فريق، وفي لاعب، خلاص أنا عندي الاثنين دول أعمل اللي أنا عاوزه، لأن أي مدرب بدل معاه اللاعب اللي عنده قدرات خاصة أنا أعمل بيه اللي أنا عاوزه، أشتغل بيه إزاي وأشكله إزاي وأخرجه إزاي وأعمل تطوير إزاي. فطبيعي جدا إن النادي الأهلي عنده مجموعة عوامل فنية بيشتغل بيها قدام أي فريق يا محمد. أنت عارف النادي الأهلي ان اسرع فريق في مصر بيتحول من الدفاع للهجوم عشان يسجل، وشوف الهدفين بتوع الاسماعيلي ده كلامي، يعني عماد سليمان يفطل لدي النهارده لازم شغل حسام البدري على قطع الكوره،
من هنا انا بختار وليد في الوقت المناسب، بختار مؤمن في الوقت المناسب، بختار اجير في الوقت المناسب، بختار الافراد في الوقت المناسب عشان ينفذوا لي شغلي. برضه بيعتمد على نسبه استحواذ كبيره جدا، يعني الكوره ارهق بيها المنافس اللي قدامي يا محمد. خلي بالك من الكلام الفني اللي انا بقوله ده، كلام مهم جدا وده شغل النادي الاهلي. خد بالك الطبيعي جدا انا ما اعطرش، دي سياسه وفكر الكابتن حسام. عشان كده هو لعيبه معينه بيريحها ولعيبه معينه بيجهز بيها. انت عندك التلت الامامي، خطوره النادي الاهلي من وسط الملعب للتلت الامامي بتاع التلت الامامي اللي هو بيسجل فيه، بيروح عشان يسجل فيه. من هنا بتلاقي قطع الكوره، من هنا بتلاقي السرعه، من هنا بتلاقي التمرير، من هنا بتلاقي التحرك، من هنا بتلاقي خد بالك الترابط، من هنا بتلاقي انهاء الهجمه في وسط المرمى. ما راحتش هدف بتبقى هجمه كورنر او بوصل من 20 احسب بقى. فده النادي الاهلي الطبيعي جدا لو سجلت هدف بدري اموري تبقى احسن. وخلي بالك الطبيعي ان حسام البدري بينبه على اللعيبه ومحافظ اللعيبه ان احنا لازم نسجل بدري، لازم نسجل بدري. هدف بدري اكيد بيدي ارتياحيه غير عاديه للمدير الفني واللعيبه، لان انت برضو بتلاعب 11 لعيب، 11 لعيب دول وهم غير داخل فيهم هدف، غير داخل فيهم هدفين يا محمد، الخطوط ممكن توسع. النادي الاهلي كمان عنده ميزات رائعه، انه لما بيلاقي مساحه، لما تسجل هدف بدري هتلاقي المساحات موجوده، لانه هيهاجم. هو ينفع النهارده عماد سليمان بلاعيب المقصه وبالامكانيات دي كلها ان انا افضل 90 دقيقه هدافع؟ لا طبعا، في شق هجومي. انا متهيألي ان المقصه هتفتح الجيم، يعني مش هتدافع كتير، دافع من غير الكوره، انما هيلعبوا عشان يسجلوا في الاهلي. فمن هنا انت تلاقي المساحات، الطبيعي جدا لو انا سجلت هدف هلاقي مساحات، واخد بالك؟ هلاقي تفكك، هلاقي ممكن فرديات، هلاقي حاجات كتيره جدا، هلاقي اخطاء كتيره جدا، هلاقي ثقه عندي، واخد بالك؟ هلاقي وزن فني انا متحكم في الكوره طول ما انا في رتم الكوره، لان برضو عندك ميزه في لعيب النادي الاهلي ان رتمهم عالي، بيروح اسلوب المباراه اللي بيفرضه حسام البدري بلاعبيه بالحفظ. فالطبيعي جدا لما اسجل هدف بدري هيساعدني كتير فنيا، هيساعدني، هيلخبط الفريق، هيوقعه في اخطاء كتيره جدا، هيفتح لي المساحات، هلاقي اجابات كتيره جدا. الشغل هنا من هنا بيبقى الشغل حسام مع اللعيبه. فطبعا اعتقد يا محمد ان هدف بدري هيفرق في اداء وفنيات لاعب النادي الاهلي حسام. طيب دائما كابتن نجاح النادي الاهلي في عمليه الضغط، الضغط على الفريق ومنذ البدايه في بعض المباريات ما بتقابل فرق معينه ممكن انت بتتعامل معاه بطريقه ضغط مختلفه، ساعات من فوق، ساعات من فوق، ساعات من تمت الملعب، ساعات من وسط الملعب. ما يناسب فريق زي المقصة ممكن يكون يتكتل في يوم زي ده، انت تعمل معاه ايه؟ هل تسيبه كابتن ينقل الملعب بحيث انه ينقل نفسه في نص ملعبك مثلا وتبتدي تشتغل على الجزئية دي، ولا تضغط عليه من البداية؟ لا طبعا لازم اضغط عليه من البداية. ونوعية الفريق اللي احنا هنلعبه النهاردة هيلعبك زي ما لعب نادي الزمالك، بيلعب بيفسد هجمات نادي الزمالك، ضاغط هو على نادي الزمالك، هو اللي بيضغط عليك، هو اللي عامل لك الحالة البريس اللي هو عايز يفقدك السيطرة. اللي انت الفرق الكبيره اللي انت بتتكلم عنها دي زي النادي الاهلي عنده بيحاول عامل زي العنكبوت كده، يروح حاطط ايده عليك والسيطره ويزنقك زي ماتشات الملاكمه، ويفضل يضرب فيك زي ما بيقول ربيع، يا بتخش جون يا بتطلع كورنر، واخدك زنقك في حته. امكانيات لعيبته هي كده، انتشار اللعيبه بتاعته هم كده، التحركات بتاعت اللعيبه يملكوا من المهارات ان هم يترجموا اي كوره بتيجي في رجلهم بشكل، يا اما بيصوب، يا اما بيعمل 1 2، بيعمل 1 3. كل ده اتفرجنا عليهم في التسع ماتشات اللي فاتت، كل ده اتفرجنا عليه في بطوله افريقيا. فلعيبه النادي الاهلي ومن نوعيتها هي اللي لازم يضغط عليها، هي اللي لازم تفقد الكوره بسرعه عشان انا اعمل اي شكل ليه. انما لعيبه فرقه المقصه تلعب اوبن جيم خلاص. الراجل فكر عماد سليمان واضح ليا ان هو راجل بيدور على الثلاث نقاط، ما بيدورش النهارده انه يطلع بنقطه من نادي الاهلي. انتصر على نادي الزمالك ودي اديته نشوه الفوز على الابطال، نشوه الفوز على الابطال على الاسماعيلي، على مصري، على الزمالك، على الاهلي، دي لغه دفعه كتير زي ما احنا دايما بنقول. اللي ما بيعملش حساب للنادي الاهلي الكونتر اتاك بتاع النادي الاهلي خطير جدا. عانى منها فريق المصري، عانى منها فريق الاسماعيلي، عانى منها كل الفرق. يمكن نادي الاسيوطي شويه حاجات ساعدته كتير قوي ان هو احترم فرقه الاهلي، علي ماهر احترم حسام البدري وفرقته، انه عمل له خمسه في النص، عمل له دوشه في وسط الملعب في الشوط الاولاني، بقى كان عايز يسرق المباراه، عايز يسرق وجود دايما موجود جوه الماتش، ما يهربش منه الجيم، ما يخشش فيه زي ماتش ام بي 3 و4 ويخليه بره الحكايه خالص، بيلهس ورا النادي الاهلي. وفي حته جميله جدا دايما بنتكلم عليها انا وربيع هنا، ان النادي الاهلي بيرهق اي فرقه بتلعبه، بيخلي الخطوط حتى مش متوازنه، ما بيفكروش صح.
يعني ممكن ماتش الاهلي ما يقدرش يفكر زي ما كان بيبطر بيفكر في ماتش للزمالك بالتيحيه، ماتش الزمالك بيوقف وبيلعب الكره ويتعمل السترو باس وياخد الكره ويعدي ويقول له ها 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 انا رايح في عندي سبيس مفتوح، يعني كل ده مش موجود في كل الفرق. ما اعتقدش ان هو هيبقى موجود في العمق الدفاعي بتاع النادي الاهلي. عمق الدفاعي بتاع النادي الاهلي مع وجود الترابط اللي بينه وبين نص ملعبه، نص ملعبه الدفاعي برده مع رجوع، انا بشوف اجاي ساعات بينزل لغايه الباك ليفت وبيدافع، وبشوف عبد الله السعيد دلوقتي بينزل يدافع ويستلم من تحت. ف فريق المقصه النهارده اللي انا عايز اقوله هيلعب معاك جيم مفتوح، هيطمع فيك، هيحاول يسرقك من اول الجيم عشان يبقى له السيطره والسطوه ليه في اول، غير كده هو ملوش وجود. النادي الاهلي هو اللي هيسيطر زي ما بيقول ربيع، هيحكم على نفسه الملعب، هتلعب ديفندر. انا مش شايف ان فرقه المقصه لو لعبت ديفندر هترجع لاول الدوري تاني، اول مباراه اللي لعبت بتحاول في بطء في الاداء، في فرجه هتفرج على فرقه النادي الاهلي النهارده وعايز امتص منهم الكوره وابتدي انقل، لا في سرعات في النادي الاهلي تعطل لك اي مفاهيم انت تقدر تعملها، وغير كده خلاص يبقى على المتاخر او على البطيء في هذه المباراه دفع الثمن. ده اللي انا شايفه. طب كابتن ربيع خلينا نكلمك على الجوانب الدفاعيه بالنسبه للنادي الاهلي النهارده في حاله ممكن الهجمات المرتده لو اعتمد عليها كابتن عماد سليمان، او لو كان فاتح الجيم منذ البدايه، يعني كابتن حسام هيتعامل معاها ازاي او الفريق النادي الاهلي هيتعامل معاها ازاي؟ بص يا محمد، هو انت عندك رصه موجوده طول الوقت، احنا قلنا من غير الكوره لو انت معاك الكوره انت عندك اثنين واقفين واخد بالك، ادي نجيب دورهم نجيب وايمن اشرف اثنين، عندك على راس المثلث الثالث انا اعتقد احمد فتحي، يعني ثلاثه طول المباراه عندك. لو انت باك رايت عامل جبهه مع عماد سليمان مع وليد سليمان ادي اثنين ماشي، انا برسم لك على الصوره التحرك والشغل. تمام. الطبيعي جدا ان الباك العكسي يا محمد بيبقى ضابط مع احمد فتحي، ادي اربعه للمرتدات، في اربع لعيبه واقفين عشان المرتدات، اربع لعيبه، الباك العكسي اللي ما عندوش الكوره والديفندر اللي هو طول الوقت احمد فتحي والاثنين المساكين دول من غير الكوره واقفين ما لهمش ادوار بغير الكوره. انما احنا قلنا والباقي طبعا يبقى عندك ازارو خد بالك، وعندك عبد الله، وعندك اجاييه ادي اثنين اربعه، وعندك السوليه خد بالك، يبقى ادي اثنين اربعه سته، واثنين اربعه سته بالكوره وخد بالك بيتحركوا عشان يحققوا الهدف بالشكل الهجومي يا محمد، وعندك اربعه من غير الكوره، فتحي واقف طول الوقت عشان مرتدات، واثنين المساكين، يعني المهام اللي بيوزعها حسام البدري 2 4 6 8 10 12 14 16، 16 مهمه بيشتغل بيها حسام البدري، 16 مهمه خلال احداث المباراه. دفاعيه هجوميه كمان. دفاعيه هجوميه، في يا محمد في الشغل بتاعنا كمدربين لعيب له مهمه واحده دفاعيه، يعني ايمن اشرف ونجيب دفاعيه، ممكن نجيب يطلع في الكورنر، يطلع في الفاول، انما من غير الكوره يعني نجيب مثلا يقطع ويسلم. يقطع ويسلم، يقطع ايمن اشرف، ما يقدرش يتوغل ويزيد الا لو شايف مساحه وهيخدم وما تتطلعش منه عشان المرتدات. طيب. من هنا حريص جدا، الواعي الخططي لازم يكون موجود عند حجم قدرات النادي الاهلي يا محمد، فهو عشان كده احمد فتحي موجود، ليه احمد فتحي موجود النهارده؟ عشان هو الخبره، هو المعلم، هو النهارده اللي هيعمل ترابط، هو اللي هيقول لايمن اشرف خليك، هو اللي هيقول لنجيب اقف، هو اللي هيقول صبري رحيل روح، هو اللي هو هيقول محمد هاني تعالى، هو اللي هيعمل الجانب التنظيمي. ولاعيبي النادي الاهلي عندهم ميزات خلي بالك، من غير الكوره عارفين امتى الضغط، وقلنا ثنائيات هتلاقي جاي مع صبري رحيل، هتلاقي وليد سليمان، هنلاقي رجوع فعلا كابتن، ممكن يكون جاي مع صبري، هنلاقي رجوع مثلا وليد مع طبعا طبعا مع محمد هاني كابتن. كابتن بص دي واجبات، اصل عندك حاجه محمد مهمه جدا، ان انت بفضل الله سبحانه وتعالى ثم اللياقه البدنيه دي من النادي الاهلي هترهق خلي بالك وهتتعب المقصه. لو انت عندك قوه، هل يعني احنا اتعلمنا ان احنا قوه بقوه وسرعه بسرعه ومهاره بمهاره وتمرين بتمرين وتحرك بتحرك، الجوانب الفنيه عند تيم النادي الاهلي كتير يا محمد، فالنهارده عماد سليمان هل عنده الكتير ده؟ انت عشان كده ممكن ما ينفعش من غير كره تدافع وانت ما عندكش شراكه بدنيه، انت خلي بتلاقيها جاي عند صبري الرحيل، وهتلاقي النهارده وليد سليمان بص هتلاقيه عند خلي بالك لانه جاهز بدنيا، وهتلاقي طب انت الهدف اللي جبته عبد الله كان فين عبد الله وكان فين صبري الرحيل؟ عبد الله تحت صبري الرحيل، خد بالك بتبادل، في حريه في تبادل المراكز، يعني عبد الله رجع دافع قطع الكوره يا محمد
لعبها وخدها وراح جاب جول. وصبري يا كابتن كان موجود مع خط واحد مع الفراوده كمان. ما ينفعش انا كبطل وما ناخد بقى ياخد كاس ليه يا محمد وبحطم ارقام ايه؟ انت بتحطم ارقام عشان انت جاهز، عشان انت كامل، عشان انت معاك معد، انت على اخصائي بدني على اعلى مستوى، عشان انت عندك مدير فني بيحضر جوانب خططيه، عشان انت عندك لاعب فاهم، لاعب ذكي، انت متعاقد مع لاعب مهاري وفي نفس الوقت ذكي بيعرف ينفذ. احنا اتعودنا ان الاهلي امتى انتشار، الاهلي امتى يضغط، الاهلي امتى يستخلص الكوره، الاهلي امتى يروح بسرعه، الاهلي عنده حاجات فنيه كتيره جدا بترهق بيها اي منافس وتتفوق عليه. فانا اعتقد ان الجانب الدفاعي ان شاء الله يا محمد مفيش خوف منه خالص، واكيد منظم وحسام مع اللعيب اكيد، لان طبعا وجود اثنين لعيبه هم يعتبروا هداف الدوري ممتاز حتى الان. كابتن حسام بدا اكيد عامل حسابه على هذه الجزئيه ويتعامل معاها بشكل جيد. خليني اقول لكم النهارده حكم المباراه كابتن امين عمر، بيساعده كابتن سمير جمال وكابتن يوسف البساطي، وحكم رابع كابتن سيد عبد الله وكابتن احمد الغندور وطارق مجدي حكام او حكم خامس. لكن المره اللي فاتت كابتن او الماتش اللي فات امام الاسيوطي كان في مشكله بس في بعض الكرات اللي كانت ممكن في بطل كاس العالم تبقى هدف، يعني كره جنرال اجاي وكره ايضا جهاد سوري وليد ازارو، لكن احنا الحمد لله الفوز هو اللي يمكن خلانا نتغاضى شويه عن الكورتين دول. لكن دائما التحكيم مهم جدا، يبقى فيه فير، يبقى فيه الاخطاء تقل بشكل كبير. النهارده كابتن امين عمر طبعا من الحكام المميزين جدا، ولكن ان شاء الله نتمنى الامور تمشي بشكل جيد. كابتن شريف، هو ابسط حاجه انك ما تحسسش ان الفريق الاهلي او اي حد اللي موجود او مصر المقاصه انك انت في مكيالين في الملعب، انك بتحاول تظبط الامور، بتحاول فاتك حاجه. ما احنا قلنا ما فيش حد كامل ابدا، الكمال لله وحده. انما فاتك حاجه في الملعب ما تبقاش عايز تعوضها، عايز على حساب الفريق الاخر او تعوضها للفريق الثاني. فغلط طب هنعمل ايه؟ خلاص كل شيء متاح. انت غلطت واديت واحد فاول مش من حقه، او اديت ضربه جزاء، مش مفروض بقى انت تتلكك للفرقه الثانيه انك عشان تعوضها بنفسك. خلينا نحكم وعشان نطلع نسقف لامين عمر ونسقف لجهاد جريشه ونسقف لنادي ان انا بنزل بحكم الحاجات الطبيعيه. امال انت رحت كاس العالم ازاي غير لما اختاروك انك انت الهادي اللي بتجري في كل الملعب، اللي قريب من كل كوره، اللي ما عندكش اي اتجاهات ولا عندك اي تفكير معين. ف اللي حصل حصل بقى، وهو دايما بيحصل لنا احنا الفرق الكبيره دايما تلاقي بقى في حاجه صغيره كده نقعد نتكلم عليها ونحلها. هو دايما احنا نتمنى تقليل الاخطاء التحكيميه، يعني خصوصا مش في حاجه مبيته، مش عايزين الناس تتكلم كلام ملوش لازمه. لما تلعب على بطوله كابتن مهم جدا يبقى كل كوره انت بتتعامل فيها وبتحرز هدف وممكن يبقى في ظلم فيها، دي بتاثر عليك بشكل كبير. كل فرق العالم بتعاني من حكايه الحكام دي دلوقتي، يعني مش احنا بس الحقيقه، مش عايزين نيجي على الراجل. لا احنا مش نوضح، انا عاوز اقول نقطه كده. العالم كله بيحارب، عاوز اقول نقطه بس معلش، احنا ما بنجيش الحكم. خلي بالك اليوم 24 ساعه، هو بياخد 90 دقيقه مش بياخد 23 ساعه، يعني جاي بيتك نايم مركز. خلي بالك الحكم ده اسمه حكم، اسم الاسماء الله الحسنى، حقك عليه، واخد بالك؟ حقك انك انت يقف. اللي اقصده النهارده، بص، يحسب لاعبي النادي الاهلي ان هم لعيبه مؤدبين ومحترمين. شوف انت ليك بينالتي وليك هدف يا محمد، محدش اعترض هدف 100% عمرنا ما اعترضنا، وبينالتي 100%. بص لعيب النادي الاهلي لو غيره ما حدش راح وجري ولا عمل. وبعدين يا كابتن شريف، ما انت ممكن تتظلم، تاثر عليه على ترتيبك، على حصل لك انت ماتش اهلي وزمالك كتير جدا. انت ماتش اهلي وزمالك حصل لك ولا لا؟ وسجلت كتير، لغوا له جون في ماتش اهلي وزمالك رباعي. اللي اقصده يا كابتن شريف ان انت احنا لازم نقلل الاخطاء، لازم المسؤولين يقللوا الاخطاء، لازم يعملوا دورات، لازم يعملوا دورات تثقيفيه، لازم يعملوا محاضرات. دورات ايه يا كابتن ربيع؟ ده رايح كاس عالم يا كابتن. ماشي، ما هو لازم قبلها برضه. ما ماشي، هو ده اللي يضحكك، ده اللي يضحكك ان ما بتجيش غير من الكبير يعني. لا، ما انا عاوز برضه اتكلم على كابتن جاد. هو كابتن حكم يستاهل، حكم فني، حكم محترم، حكم جميل جدا، حكم ده يشرفنا ويسعدنا. ما تتكلمش على كابتن جاد، تتكلم بشكل عام يا محمد على الماتشات وعلى انما كابتن جاد بالتوفيق، وكلنا سعداء ونتشرف ان عندنا حكم. انت قلت كلمه حلوه، احنا بنستحمل دايما يعني النادي الاهلي باولاده وباحسن اللعيبه، ادابهم واحترامهم، ادابهم واحترامهم في الملعب، عشان كده ربنا بيديهم يا ربيع. عشان كده ربك ما بيجيش عليك، بيحس انك انت حقك راح برضه في الملعب، ان السماء مفتوحه لك، واداء اللعيبه دايما بيبقى متوج بهدف زي هدف عبد الله السعيد بالجمال ده يعني. طيب كابتن، توقعات حضرتك للمباراه ان شاء الله؟ ان شاء الله خير، ماتش كويس ونتيجه كويسه ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله بامرك يا كابتن شريف. انا من المباراه دي عامل حسابها جامد يعني،
كل مره بطلع اقول 3 4 وحاجات كده. خلي بالك خد بالك الربيع بيفرح فيه. خلي بالك قلت لك خدي بالك. فان شاء الله يبقى 2-0 باذن الله. ان شاء الله كابتن شريف نتمنى طبعا تبقى نتيجه جيده وثلاث نقاط مهمين في مشوار الحصول على لقب الثالث على التوالي ان شاء الله والحفاظ ايضا على هذا اللقب والنجمه 40 او النجمه الرابعه ان شاء الله ولقب رقم 40. خليني اقول لكم قبل ما نروح للمباراه ان محمد صلاح بيقترب من لقب افضل لاعب افريقيا في استفتاء هيئه الاذاعه البريطانيه. ده يمكن محمد دائما فخر هنا. عايز اقول لكم ان المباراه حصل تعادل ما بين انتهت بالتعادل ما بين ليفربول وايفرتون. محمد صلاح احرز الهدف الاول وتعادل ايفرتون بعد ذلك، فبالتالي فخر دائما. هو كمان بقى له 3 شهور بيحصل كاحسن لاعب في الدوري الانجليزي. كنت شايف عايز تقول حاجه؟ عايز اقول ان خلاص بقى احمد حجازي هيلحق محمد صلاح ان شاء الله بعد ما بيخش فيهم على طول جوان فشايف ان ليفربول بيفكر ان هو يضم احمد حجازي يعني. دي بقى طفره حلوه قوي دي وتبقى يبقى كويس. والله بتكلم جد، في كلام كتير قوي ان احمد حجازي رايح. عندك معلومات يا كابتن مؤكده؟ مش قوي يعني، بس بتتقال في الميديا كتير ان حجازي مرشح ان هو يكون في ليفربول. كلهم كل المحترفين يا كابتن ده اكيد وجودهم في الدوري الانجليزي وكل الدوريات او اللاعبين الموجودين في الدوريات الاوروبيه هم مهمين جدا بالنسبه لنا، لان هم في الاول وفي الاخر بيمثلونا وبيمثلوا مصر وبيمثلوا اسم مصر في الدوريات الانجليزيه. خلينا نروح بقى بعد المباراه هنكون مع حضراتكم واكيد تحليل فني. كل التوفيق ان شاء الله لفريقنا للحصول على الثلاث نقاط ان شاء الله ونتربع على قمه الدوري لاول مره هذا العام. اكيد هارد لك للنادي الاهلي، مبروك لفريق المقاصه النهارده فوز على النادي الاهلي بثلاثه اهداف مقابل الهدفين. يحرز الهدف الاول لفريق مصر المقاصه حسين الشحات في الدقيقه 24، يتقدم بفريق مصر المقاصه بالهدف الاول، ثم يتعادل عبد الله السعيد من ضرب الجزاء للنادي الاهلي في الدقيقه 46 الهدف الاول للنادي الاهلي عبد الله السعيد، ثم يحرز ايضا جون انتوي الهدف الثاني لفريق مصر المقاصه. اعتقد ان يعني فريق مصر المقاصه النهارده بيتفوق على نفسه واستكمالا لعودته مره اخرى. ايضا وليد ازارو يتعادل او يحرز الهدف الثاني لفريق النادي الاهلي وبعد تقدم مصر المقاصه بثلاثه اهداف مقابل لهدفين عن طريق فوان فوافي و جون انطوي، هدفين متتاليين لفريق مصر المقاصه. هارد لك للنادي الاهلي ومبروك لمصر المقاصه. فريق زي ما احنا قلنا في بدايه الاستوديو فريق عنيد، صحوه ليه من جديد في طريقه في بطوله الدوري مع كابتن عماد السليمان، اعتقد ان حاجه مميزه جدا. خلينا نروح سريعا لامير هشام ولقائه مع كابتن سيد حفيظ. اتفضل يا امير. كل مكان عقب انتهاء مباراة الاهلي والمصري بهزيمة النادي الاهلي نتيجة 3-2، معايا في هذه اللحظات كابتن سعيد عبد الحفيظ مدير الكرة بنادي الاهلي. كابتن سعيد هارد لك، مباراة كبيرة أداها النادي الاهلي وأيضا فريق مصر المقاصة، لكن أسباب الخسارة من وجهة نظرك شايفها إيه وتقييمك لأداء النادي الاهلي؟ يعني الحمد لله طبعا على كل شيء والحمد لله على
على كل حال المباراه انتهت بحلوها ومرها بكل احداثها، يعني مش هنقلبها دراما، يعني هي دي كره القدم، مفيش فرقه هتكسب على طول، لا فرقه هتبقى مسيطره على طول، بالتاكيد هيجي لك مباراه بالشكل ده. الحمد لله على كل حال، علينا ان احنا نقفل الصفحه ونركز بقى في مباراه طنطا، يعني وده اللي هنقوله للعيبه دلوقتي. يعني الغيابات الكتير في صفوف النادي الاهلي خلال الفتره السابقه وبالتحديد كمان قبل مباراه النهارده، شايف ان هي اثرت بشكل او باخر على اداء النادي الاهلي النهارده؟ يبقى عندنا غيابين في مركزين مؤثرين جدا، اللي هو سيرد باك والديفندر، غياب سعد سمير وغياب رامي ربيعه، غياب حسام عاشور في المكان دهوت. لكن يعني طبعا لعيبه مؤثره واماكنها حساسه، لكن في النهايه مش عايز ادي مبررات كتير، يعني اللي حصل حصل، انتهى الامر. حتى لو كنا كسبنا كنا هنستعد للي جاي. يعني الاهلي سعد كابتن سيد؟ لا، ما بعترفش بالكلام ده، يعني دي في النهايه كوره، يعني كسبنا هنا في قبل نهائي كاس مصر ولعبنا مع ام بي في دور الثمانيه وكسبنا طلائع الجيش، دي كوره يعني. بغض النظر عن مباراه النهارده، مباراه السوبر كابتن سيد، هل في طلب من النادي الاهلي بتاجيل مباراه سواء تقدمها او تاخرها؟ بص، يعني احنا اتكلمنا في الموضوع دوت، لكن المباراه يوم 12 هنلعب، المباراه يوم 13 هنلعب يعني. ده كان لقائنا مع كابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكره بالنادي الاهلي عقب انتهاء هذه المباراه. اكيد هارد لك لكل جمهور النادي الاهلي هذه الهزيمه، وهزيمه بقى لها فتره النادي الاهلي ما بيخسرش. الموسم اللي فات النادي الاهلي فاز بالبطوله بدون ولا هزيمه، لكن ده كره القدم وده وارد انه يحدث. اكيد هارد لك للنادي الاهلي، وان شاء الله نتمنى كل التوفيق في المباريات القادمه بالنسبه للفريق. هارد لك للنادي الاهلي، هارد لك اكيد. النهارده مباراه كانت جيده، يعني مفتوحه من الفرقتين، تفوق بشكل كبير فريق مصر مقاصه في احراز الثلاث اهداف اللي جوله. النادي الاهلي النهارده ضيع اهداف كتير نتيجه، يعني ممكن تكون العارضه طبعا كانت واقفه امام عبد الله السعيد مثلا، مجموعه من اللاعبين كان موجود انفرادات او موجوده فرص. يعني اعتقد ان النهارده مباراه جيده للنادي الاهلي، ولكن هي النتيجه كده، وهي كره القدم زي ما كابتن سيد حفيظ بيتكلم. ليظل رصيد النادي الاهلي عند النقطه 25 في المركز الثاني، وما زال مباراتين مؤجلتين هما النصر والمقاولون العرب في بطوله الدوري الممتاز ان شاء الله يوم الجمعه القادم، مباراه النادي الاهلي امام طنطا في الاسبوع ال 13 ان شاء الله نقدر نعوض هذه النتيجه في هذه المباراه. ولكن بشكل عام مباراة كانت جيدة، مستوى متميز من الفرقتين. النادي الأهلي ما عرفش يستغل الفرص اللي ممكن تكون جات له بشكل ما، مصر مقاصة عرف يستغلها بشكل جيد، وبالتالي يفوز مصر مقاصة النهاردة على النادي الأهلي. بحيي ضيوفي في الاستوديو مرة تانية، كابتن شريف عبد المنعم وكابتن ربيع ياسين. مرة تانية كابتن شريف، هارد لك للنادي الأهلي النهاردة. ويمكن لما نيجي نبص لسير المباراه، مباراه جيده، ولكن استغلال الفرص بالنسبه لفريق مصر مقاصه كان افضل من النادي الاهلي. بسم الله الرحمن الرحيم. احنا اولا بنشكر اللاعبين جميعا، اذا كان فرقه الاهلي او فرقه المقاصه، قدوا مباراه جميله جدا، دروس مستفاده فيها، جميع فنون اللعبه كانت موجوده داخل الملعب الحقيقه، ان شاء الله من دفاعا هجوما لاستحواذ لضغط. فوجئنا بفريق المقاصة بيثبت نفسه داخل الملعب وعنده الإرادة ان هو يكون ليه السبق في احراز الاهداف. وكلمنا انا وكابتن ربيع قبل المباراة على النية اللي هي كانت واضحة في الثلاث مباريات اللي هو تقدم فيها، ودي المباراة الرابعة. انا ببارك لفريق خصم عنيد بشكل محترم الحقيقة، وفوز اربع مباريات متتالية كابتن، وعلى فرق قوية، على فرق. انا قلت لك هو كسب اربع، كسب الزمالك وكسب طلايع وكسب بتروجيت، يعني وبيلعبوا بخطة ثابته. بس اللعيبه اللي احنا شفناها النهارده دي حاجه تطمننا على ادائهم باذن الله لو لعبوا بهذا الاسلوب في بطوله افريقيا اللي هم مرشحين ان هم هيلعبوا فيها السنه دي. فالتوفيق وعدم التوفيق كان موجود في الملعب النهارده، كل الامكانيات وكل الحاجات راحت لفرقه زي ما انت قلت، الثلاث كور اللي راحوا بيهم فرقه المقاصه احرزوا منها اهداف. انت عندك ولا يقل عن 12 فرصه احرزت منها اثنين، ودي احدى الفرص اللي راحت في اول. انت لو ليك سبق في انك انت بتحرز الهدف الاولاني دايما بيبقى لك شكل ثاني، وده اللي احنا علقنا عليه. انت لما بيكون ليك الاستحواذ والتقدم ولاعيبتك كلها ما شاء الله بتجري في الملعب وحافظه ورايحه وجايه وعملوا كل حاجه في الكوره، زي ما قال سيد عبد الحفيظ هو فيش توفيق النهارده، انما احنا بنفكر في اللي جاي. سياق المباراه وكلام من ده، احنا قاعدين مع بعض في حاجات كتير قوي لازم نتكلم عليها فنيا مفصله يعني. فمن البرومو اللي موجود عندنا، احنا شايفين زي محمد مسعد ده كمان بيعمل مباراه عمره الحقيقه النهارده، واللعيبه كلها فوافي وانتوي وكل دول احنا اتكلمنا معاك انا وكابتن النهارده، كان دول حاجه يعني حاجه فخر لفرقه المقاصه الحقيقه، واحنا سعداء بهذه المباراه انها كانت موجوده في الدوري.
يا كابتن النهارده يوصل يعني الاثنين احرزوا اهداف سواء حسين الشحات كابتن ربيع او جون انتوي ارتفع رصيدهم في قائمه الهدافين للدوري العام كل واحد منهم تسع اهداف وده اللي احنا كنا بنتكلم فيه كابتن ربيع اتكلمت سالت حضرتك كابتن شريف هيعمل ايه كابتن حسام البدري امام هؤلاء او الاثنين اللعيبه دول بالذات خصوصا ان هم 8 اهداف هم جايبين 16 هدف من اهداف المقصه ال 22 فبالتالي هم عندهم خطوره لكن النهارده هم بيحرزوا كل واحد منهم هدف راي حضرتك في المباراه وراي حضرتك في هذه الجزئيه بالذات كمان ان هم الاثنين دول هم تقريبا كانوا مصدر بص هي الشوط الاول محمد شوط رائع من الاثنين يعني الاهلي هاجم كتير جدا واخد بالك وضيع كتير جدا المقصه كان ند قوي جدا للنادي الاهلي خلال 45 دقيقه ووصل وسجل يعني مباراه الشوط الاول كانت مفتوحه مباراه هجوميه من الاثنين من الفريقين الشوط الاول بالذات الشوط الاول المقصه هاجم والاهلي هاجم عندك في المقصه 4 لعيبه كانوا النهارده ليهم انياب وشخصيه هجوميه رائعه النهارده في التحكم في الكوره خد بالك في تمرير الكوره في التحرك في التمركز في الخطوره على مرمى شريف اكرامي جون انتوي محطه هايله بيقف على الكوره ازاي وبيتحرك وبيساند من تحت واخد بالك وحسين الشحات دوره فعال تحس انه لعيب جوكر فاهم وعارف وناضج جدا ومميز جدا وبامتى بيروح عشان يسجل هدف فوافي وتراوري اثنين بيعرفوا عاملين جبهتين شمال على الباك رايت والباك ليفت وعندهم مساحات بيعرفوا يمسكوا الكره متفاهمين جدا بيروحوا حتى لما نزل محمد مسعد مكان هاني السعيد برضه بيعرف يقف على الكره دي ميزه المقاصه انه بيقف على الكوره ان ما ضيعهاش بسهوله يا محمد ان بيروحوا واخد بالك انه بيندفعوا وعندهم كثافه هجوميه وثقه واخد بالك بيعرفوا يوصلوا مع بعض مش بينقلوا الكوره بينقلوا الكوره بينقلوا وبيروحوا احنا رحنا انا من وجهه نظري ان النادي الاهلي النهارده هرد لك مش وحش احنا الشوط الثاني خلي بالك ضاغطين ضغط ووصلنا لو في توفيق والله العظيم على الاقل نتعادل لكن مفيش توفيق النهارده النادي الاهلي مفيش توفيق ممكن يكون في ارهاق سنه لبعد مستوى اجاييه مثلا واخد بالك وليد سليمان وده طبيعي جدا انما الاهلي ما يخسرش الشوط الثاني كله الاهلي انا لو حسبت الشوط الثاني يا محمد بالنسبه لفريق المقصه رقم كره هتلاقي البينالتي واخد بالك هتلاقي كورتين انما بعد كده حتى التغييرات كانت موفقه جدا من حسام عملت كثافه عملت ضغط كان فيه عيب خطير جدا وكان ممكن يستغلوا النادي ما استغلوش وهو التمركز وعدم الرقابه في الثلث الاخير من مصر المقصه لكن احنا برضه انا من وجهه نظري ان الاهداف اللي جايه في النادي الاهلي كلها اخطاء ان هدف اول يجي بالشكل ده لحسين الشحات فين الرقابه؟ احنا قلنا العمق ده بتاع احمد فتحي وبتاع ايمن اشرف وبتاع نجيب ادي واحد ان الهدف الثاني ان يجي بتاع فوافي بينطلق من العمق عشان واحد واثنين وثلاثه رقابه فين التغطيه؟ ده بمنتهى السهوله ان الهدف الثالث ببنالتي بمنتهى السهوله كلها اخطاء مجموعه اخطاء من خط وسط النادي الاهلي وخط ظهره كلفتنا 3 اهداف لكن المجمل العام فنيا للنادي الاهلي على الاقل على الاقل الشوط الثاني وصل كتير مؤمن ضيع عبد الله النهارده احسن لعيب في النادي الاهلي بص الكره اللي جت في القائم بص الكره اللي جت في عرض يا محمد بص مؤمن بدماغه بص بقى بدماغه كلها الشوط الثاني النادي الاهلي عمل كل حاجه في الكوره عمل كل حاجه ومفيش توفيق فهارد لك ودي 3 نقاط هم رجاله طول عمرهم وده من عند حسن الظن وده طبيعي جدا مفيش مشكله طيب بس استاذنك يا كابتن هنروح لهداف الدوري العام حتى الان حسين الشحات مع زميلنا امير هشام لقاء سريع معاه ونرجع نكمل كلامنا اتفضل امير ايضا عقب انتهاء اللقاء معايا في هذه اللحظات حسين الشحات احد نجوم فريق مصر المقاصه حسين ببارك لك فوز كبير النهارده فريق مصر المقاصه واداء اكثر من رائع من الفريق وبالتاكيد من خلال السابقه بتادي اداء جيد جدا مع فريق مصر المقاصه بسم الله الرحمن الرحيم والله الحمد لله والله المكسب طبعا مهم النهارده على النادي الاهلي النادي الاهلي نادي كبير وطبعا عاملين حسابه وعاملين حساب كل الفرق فالنهارده كنا مركزين مع النادي الاهلي احنا ربنا يكرمنا ونكسب والحمد لله قدرنا يعني من اول الماتش اللي احنا نقدر نهدف والحمد لله قدرنا نرجع تاني والحمد لله ان شاء الله الماتشات الجايه ان شاء الله ربنا يكرمنا ان شاء الله ونرجع تاني ان شاء الله متوقعين سيناريو المباراه النهارده طبعا طبعا كنا مركزين طبعا وعاملين حساب طبعا النادي الاهلي والحمد لله يعني قدرنا ربنا يكرمنا كابتن سيد حفيظ انا عارف ان انت عايز تسلم عليه اتفضل كابتن اتفضل كنا بنتكلم عن سيناريو اللقاء النهارده شفتوا ازاي
وهل كنت متوقع الفوز النهارده على النادي الاهلي، وخصوصا النادي الاهلي بقاله فتره كبيره جدا ما بيخسرش؟ والله ما انا بقول لك احنا كنا مركزين طبعا مع النادي الاهلي، والحمد لله يعني كنا عاملين حسابه اللي احنا ربنا يكرمنا ان شاء الله ونقدر نعمل حاجه، والحمد لله كنا مركزين. من كتر ما احنا مركزين قدرنا ربنا يكرمنا ونكسب الحمد لله. النادي الاهلي طبعا زي ما بقول لك نادي كبير، وطبعا لازم الواحد يعمل حسابه. الحمد لله يعني قدرنا، كنا عاملين حسابه والحمد لله ربنا كرمنا عشان كده. البدايات بالنسبه لفريق مصر المقاصه في الدوري السنه دي كانت صعبه، ازاي قدرتوا تتداركوا هذه الامور وقدرتوا ان انتوا تقدموا مستويات رائعه حتى الان، واخيرا طبعا الفوز على النادي الاهلي النهارده؟ والله الحمد لله يعني زي ما بقول لك في اول الدوري كان الحظ ما كانش معانا خالص، وكان مع نادينا يعني ما كنا مش بنكسب خالص، والحمد لله بعد ما كابتن عماد جه قدرنا واحده واحده نتعادل، بعد كده ربنا كرمنا بمكسب والحمد لله. من ساعه ما كابتن عماد جه يعني قدر ان احنا نحافظ ان احنا على المكسب يعني الحمد لله، فربنا كرمنا وبناخد ماتش بماتش يعني احنا اللي ربنا عشان ربنا كرمنا اللي احنا مركزين كل ماتش بماتش يعني مش اللي هو بنركز في الماتش اللي بعد جه، لا احنا مركز في النهارده كنا مركزين في نروح بقى طبعا والصفحه تقفل ونركز في الماتش الجاي طبعا ان شاء الله. السؤال الاهم، انا عارف اهلاوي اهلاوي انا قلتها كتير والله يعني قلتها كتير والله، بس انا يعني مكمل مع المقصه، لازم يكون عندي انتماء للنادي اللي فاتح بيتي اللي بيصرف اللي بصرف على عيالي منه وعلى اهلي منه، فالحمد لله يعني فانا مكمل مع المقصه لحد ما نصيبي يجي ان شاء الله. لو في مفاوضات من النادي الاهلي في شهر يناير الجاي، وخصوصا النادي الاهلي مقبل على بطوله افريقيا والمقصه ايضا مقبل على بطوله افريقيا، فاكيد النادي الاهلي هيفكر ان هو يتعاقد مع لعيب بحجم حسين الشحات انه ينضم للفريق عشان ما يخسروش في بطوله دوري ابطال افريقيا، فهيبقى الانتقال ممكن يكون في يناير. في حال في مفاوضات رسميه من النادي الاهلي مع المقاصه، هيكون ايه الموقف بالنسبه لحسين شحات، وهل هتتكلم مع اداره فريق مصر المقاصه؟ والله اسباب وظروفها والله يعني لسه فاضل 50 يوم يعني شهر واحد كبير، ولسه فاضل 20 يوم على بال ما يجي شهر واحد، فلسه بدري يعني لسه بدري على الكلام دوت، وما حدش عارف اللي هيحصل، ما حدش عارف الظروف فيها ايه، فانا مركز مع النادي لحد ما يجي نصيب ان شاء الله. اتمنى لك التوفيق مع المقاصه والتوفيق مع الاهلي لما تيجي ان شاء الله. خليك ان شاء الله. ده طبعا كان لقائنا مع طبعا لاعب نادي مصر المقاصة حسين الشحات احد نجوم هذا الدوري هذا الموسم، اكيد نتمنى له كل التوفيق في الفتره المقبله. لكن خليني ايضا اقول لكم ان بعد لحظات هيكون معايا الكابتن عماد سليمان المدير الفني للفريق مصر المقاصة. عوده للاستوديو. اكيد مبروك لحسين، النهارده احرز هدف رائع واكيد تصدر بيه هداف الدوري مع زميله في نفس النادي جون انطوي. كابتن ربيع اتفضل. انا فرح احنا نقول الشوط الاول المقدار الفني بالنسبه للفرقتين سجال هنا وهنا، شوط رائع في سرعه في كره جميله كره مفتوحه في جناب في كروسات في تصويب في ضربات متساويه حتى في الضربات الثابته وفي الكورنر. انما الشوط الثاني انت لو حسبت بالورقه والقلم الضربات الثوابت اللي جت من الاهلي كتير جدا اللي على المره وفي اماكن خطيره، الكورنر تقريبا 9 كورنر الاهلي، مفيش كورنر يمكن كورنر انا ما خدتش بالي منه ما ادوش عندي في للنادي المقصه. الاهلي هو المستحوذ هو المسيطر هو اللي عنده الكثافه هو اللي راع هو الخطر طول الشوط الثاني، انما عامل التوفيق مش موجود، في رعونه شويه في استعجال اللعيبه عاوزه تعادل، ولكن عدم التوفيق النهارده. الاهلي وصل كتير جدا بصراحه عشان ندي كل واحد حقه، انما المقصه استغل الفرص القليله اللي جات له في الشوط الثاني وقدر يحسم بيها كويس قوي ويفوز بالثلاث نقاط. ده ما يقللش من الاداء الرجولي اللي عملوه لاعبي النادي الاهلي، وانا ما بقولش الكلام ده خلي بالك انا بتكلم بفنيات بتكلم بورقه وقلم عشان انا اهلي، ولكن هم فعلا يشكروا لو في توفيق على الاقل النادي الاهلي كان تعادل النهارده. حقيقي الهزيمه دي يا كابتن بشريف كابتن ربيع، النادي الاهلي بقاله مده طويله ما يقرب من العامين سنه ونص ما يقرب من العامين لم يهزم، ولكن النهارده مصر مقصة قصر او يعني كسر هذه الاسطوره او النتيجه بعدم الهزيمه ابدا، فبالتالي يتحسب لهم برضو في نفس الوقت كابتن شريف ان هم لعبوا بهذا الاسلوب لنفس بالشكل ده، في نفس الوقت ما خافوش او ما رهبوش النادي الاهلي بالرغم من النادي الاهلي وقدراته في الفتره اللي فاتت، ان لا احد كان يتوقع ان النادي الاهلي يهزم هذا الموسم. والله انا مش عارف اقول لك ايه، مباراه لاخر لحظه واخر ثانيه احنا مش عارفين مين فيها اللي هيكسب ومين فيها اللي هيعوض ومين فيها اللي هيتقدم، وفيها سيناريوهات كتيره وفيها احداث كتيره جدا وفيها انذارات كتير وفي طرد وفي ضربتين جزاء، مباراه شامله من كل الوجوه. انا ما كنتش اتمنى طبعا ان المسيره تقف هنا عند 47 48 ماتش ما الاهلي ما لم يحدث له اي خساره، ده احنا كنا بنقول لما بتجيب جول في الاهلي بتبقى طفره او بتبقى اعجاز، يعني الرجاء اتذكر السنه دي في الدوري ما كانش عنده ولا نقطه انما جاب جول في النادي الاهلي. المباراة اللي حصلت النهاردة دي أنا عايز أدي برضو لعيبي المقص حقهم، راجل اسمه محمد مسعد معاه الكورة ده وفوافي وحسين شحات وأنطوي،
عاملين جيم وتراوري عاملين جيم غريب جدا زي ما هو بيقول. احنا مركزين وعاملين حساب النادي الاهلي وعاملين حساب ان احنا بنلعب فرقه كبيره ومش عايزين نقف بعد التقدم اللي احنا تقدمناه. تعادلنا وجبنا ثلاث مباريات ورا بعض فوز. شكل لعيبه النادي الاهلي كمان في صدمه حصلت من اول هدف، يعني بيخشوا الجيم وبيحاولوا يجيبوا الاهداف، الاهلي هو اللي بيروح منه دايما في بدايه المباراه. انا مش عارف يعني الحظ ما كانش مواتي للنادي الاهلي النهارده خالص. كابتن ربيع قاعد معايا بيقول لي هنتعادل هنكسب هنرجع تاني. اللعيبه هي اللي بتجري في الملعب. انت كنت بتحاول انك ترجع ورجعت انت رجعت اوريدي وموجود في الناحيه الثانيه، انت مش بتدافع وهما بيهاجموا، انما هما عندهم الكونتر اتاك سريع جدا. هما لعيبه الحقيقه يحترموا ان هما بيلعبوا قدام لعيبه زي النادي الاهلي وما خافوش، وزي ما انا وانت وربيع اتفقنا قبل البتاع هما هيكون عندهم شكل. عماد سليمان عنده طمعان في انه يبقى ليه وجود في المباراه، فكانت السماء معاه النهارده بشكل كبير جدا ان هو ياخد المباراه كلها. طيب يعني واحنا بنتكلم على المباراه كابتن كان في ضربتين جزاء وحاله طرد وبعض الامور الخاصه طبعا بالجزء التحكيمي في المباراه، لكن ماشي بشكل يعني المباراه النهارده تحكيميا كلنا راضيين. خلينا نروح لكابتن ناصر عباس الحكم الدولي السابق وايضا المحاضر الدولي. كابتن ناصر مساء الخير عليك كابتن. مساء الخير عليك كابتن فاروق وبمس على الكبار والنجوم الكبار كابتن شريف عبد المنعم. مساء الخير يا كابتن شريف. مساء الخير يا فندم منورنا دايما. تحياتي كابتن ربيع ياسين حبيبي. اهلا بيك كابتن ناصر، ازي حضرتك كابتن؟ اهلا بيك. الله يخليك. تحياتنا ليك يا كابتن. يمكن بعض الكلام على ضربتي الجزاء، واحده طبعا كانت للنادي الاهلي عن طريق وليد ازارو، وايضا الثانيه كان عن طريق جون انطوي لفريق مصر المقاصه. ولكن يا كابتن ايضا موجود في حاله طرد موجوده لصالح جمعه لاعب النادي الاهلي، يعني من خلال وجود حضرتك نقدر نحلل هذه المواقف يعني. طبعا بدايه كانت فاروق عاوز اقول ان في حاجه اسمها مباراه، في حاجه اسمها درجه صعوبه المباراه. طيب. يعني عندنا احيانا تبقى في مباراه متوسطه، في مباراه سهله، في مباراه صعبه. زي كده من حضرتك عارف انت كنت لاعب، هذه المباراه انا بحط درجتها درجه المباراه صعوبه جدا جدا لطاقم التحكيم لما فيها من احداث كثيره يا كابتن فاروق خاصه داخل منطقه الجزاء. خلينا نتكلم في ركله الجزاء الاولى اللي هي يمكن الحكم امين عمر ما كانش عنده زاويه رؤيه واضحه يقدر يشوف فيها من خلالها لعبه ركله الجزاء اللي هو فيها عرق لاعب المقاصه. وانا طبعا بحيي الحكم الاضافي اللي موجود اللي هو الكابتن طارق لمسي. تمام. وكان يقظ جدا كابتن فاروق، بس في الاول قبل ما نحل اللعب عاوز اقول ان هو عنده يقظه وعنده شجاعه، لم يتردد ابدا ابدا في ان هو يتكلم في الكوميونيكيشن سيستم مع حكم المباراه اللي هو امين عمر، لان امين في الحقيقه طبعا هو امين ما كانش عنده قرار للعبه دي كابتن محمد. صحيح. اللي كان عنده القرار هو الحكم الاضافي، وهو دوت تجربه الحكم الاضافي دي مهمه جدا. هو اللي شاف المخالفه. تمام. خلينا نروح المخالفه على طول. البعض بيقول ان هنا اللاعب نجح في لعب الكره، عاوز اقول حاجه مهمه جدا يا كابتن فاروق. الدخول في حاجه اسمها في القانون المهاجمه، المهاجمه اما بقدم او بقدمين. تمام. المهاجمه ديت اعتقد وانت كنت لاعب كويس قوي قوي عارف ان المهاجمه عندما يعني اللاعب من غير المهاجمه نسبه تقديره للعب بتبقى ضعيفه جدا جدا. يعني كونك انت بتعمل تاكلينج عشان تروح تلعب كوره داخل الصندوق نسبه نجاحك في اللعب بتبقى ضعيفه نتيجه انك انت رايح من مسافه وبتعمل الزحلقه او تاكلينج ده. هنا اللاعب المدافع هنا عامل المهاجمه برجلين الاثنين يا كابتن، برجل اليمين ورجل الشمال. حصل طبعا في لحظه ان الوليد بياخد الكره برجله الشمال حصلت المهاجمه، وشاف ان هنا قرار الحكم الاضافي باحتساب ركله جزاء قرار صحيح جدا جدا، وانا بحيي طبعا على هذا القرار الشجاع واليقظ الكابتن طارق لمسي. تمام. يعني ضربه جزاء صحيحه للنادي الاهلي يا كابتن. تمام تمام تمام، ركله جزاء صحيحه مليون في الميه. وانا يمكن كنت حابب ان امين عمر كان المفروض يخش كمان شويه يا كابتن، لان النهارده بنفترض النهارده ان الحكم الاضافي لو مش موجود، لان في مباراه في الممتاز به مفيش فيها حكم اضافي، كان يجب على الحكم النهارده يدخل كمان خطوتين او ثلاث اربع خطوات كان قدر يشوف الحاله بشكل كويس. طبعا طبعا تحيه لكابتن طارق مجدي الحكم الخامس، وفي نفس الوقت طبعا لكابتن امين عمر انه تفاعل بشكل سريع مع أكيد الحكم أكيد الخامس أكيد، ودي هي حاجه مميزه ودي يعني دور مهم جدا بيقدمه للحكم الخامس في المباراه اللي زي كده يا كابتن. برافو عليك. احنا بنتكلم كمان هنا كابتن فاروق على التعاون كمان بين الحكم وبين الحكم المساعد. انا عاوز ارجع بس كابتن فاروق بالركله الجزاء اللي هي الثانيه الخاصه بفريق مصر خاصه كابتن. في التحرك في ركله التحرك للحكم عشان بس احنا عندنا حكام المفروض تستفيد بالنسبه لضربه الجزاء للنادي الاهلي يا كابتن.
لا نسبه ركله جزاء اللي هي اللي اتحسبت في الركله اللي اتحسبت للمقاصه كده للمقاصه قدام حضرتك يا كابتن. انا عاوز بس اللعبه في نص الملعب هنا في تحرك للحكم. لا نرجع خالص بقى كابتن لو في امكانيه عندك. طبعا اتفضل بيبو بعد اذنك يا بيبو نرجع بعد اذنك. ليه؟ لان هنا انا شايف ان هنا الحكم كان في مسار لعب كابتن فاروق. وهنا الحكم هنا كان في مسار لا قبل كده بكتير شويه لو في امكانيه لو فيش امكانيه ركله الجزاء. لو عندنا امكانيه بعد اذنك انا شايف ان الحكم هنا كان في مسار اللعب في الاول والكره اتسدت راحت للاعب المقاصه. عموما احنا بنقول للحكم دايما ابعد عن دائره منتصف الملعب لان دي منطقه لعب وحاول دايما انك انت تكون بعيد عن مسار الكره لان هنا الكره بتصطدم بيك بتعمل هجمه مرتده بتبقى مشكله للفرقه الثانيه. خلينا نروح لركله الجزاء هنا اللاعب هنا راح انفرط تمام كابتن وهنا في العرقله جايه من شريف الرجل تقريبا الرجل العكسيه مش رجل اليمين لرجل الشمال. في عرقله بالرجل الشمال واضحه جدا من الكابتن شريف اللي هتيجي في زاويه ثانيه كابتن غير اللي احنا شفناها دلوقتي في الكادر الثاني. هنلاحظ ان هنا اللي فيه العرقله واضحه من شريف مرمى الاهلي الكابتن شريف إكرام. نشوف الكادر الثاني نشوف هو اللاعب هنا نجح في لعب الكره. هنا اللاعب هنا مره كابتن شريف كابتن محمد نجح في لعب الكره خلاص تمام وحصل بعد كده ان الرجل الشمال هي اللي عملت العرقله في رجل اليمين اللاعب. هنا هتبان يا كابتن هنا هتبان كانت صحيحه ام غير صحيحه. تمام هنا اللاعب زي ما بنقول عدى كابتن هنا خلاص وهو اقرب للكره ونجح فعلا بالفعل في لعب الكره خلاص خد الكره. رجل اليمين هنا تقريبا مش قوي ولكن رجل الشمال هنا لو نلاحظ كابتن فاروق هي خدت الرجل اليمين اللاعب وبالتالي هنا انا شايف ان القرار باحتساب ركله الجزاء قرار صحيح من الحكم براء من عمر. ضربه جزاء صحيحه للمصمى قصه كابتن. بالظبط تمام كده. تمام. ثاني هنا بنشوف هو هنا رجل اليمين هنا تقريبا نزلت على الفاضي ورجل الشمال هي اللي خدت رجل اليمين بتاع اللاعب المقصه وهو طبعا كان جاي من زاويه كويسه جدا وفتح ناحيه الناحيه العكسيه وما كانش حد كمان قدامه كابتن فاروق يقدر يحجب عليه اللعبه. اللعبه كانت واضحه وبالتالي كان القرار صحيح للحكم. طيب يعني بالنسبه ايضا بقى لطرد صالح جمعه وهو امامنا على الشاشه وده الفاول اللي بسببه صالح جمعه اتطرد وطبعا كان واخد انذار قبل كده نتيجه دفع حسين الشحات في فاول كان موجود على ال 18 بالنسبه للنادي الاهلي. تمام هو هنا صالح يعني يحمل البطاقه الصفراء. خلينا نتكلم برضك ودي مهمه للاعبتنا كابتن فاروق لما اللاعب يكون عنده بطاقه صفراء يجب ان هو يخاف شويه على نفسه. لان اي مخالفه ثانيه بتستحق البطاقه هنا الحكم ما بيتاخرش. خلينا نشوف اللاعب هنا في التحام ما بين اللاعب الادي المقصه وصالح وبعد كده حصل تقريبا في يعني في ضرب او حاجه زي كده. يعني هنشوف هنا اللعبه نشوف اللعبه هنا انا شايف ان هو يمكن امين ما اداش الانذار على اللعبه ذات نفسها لان الاثنين تقريبا نفس الاثنين نفس الدخول يا كابتن برافو عليك يا كابتن. هنا الدخول هنا واحد هنا الاثنين رايحين برجلهم وبالتالي هنا لحد دلوقتي ما فيش مخالفه اعتقد الـ 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 الانذار ما كانش على هنا الانذار هنا كان على بعد اللعبه كمل تقريبا صالح كمل في كادر ثاني بيقول كده لو في كادر ثاني موجود هو ادى انذار على اللعبه الثانيه ولغايه دلوقتي مش باين ان صالح يا كابتن يعني كمل لا لحد دلوقتي ما فيش حاجه باينه بس انا اعتقد في كادر ثاني يا كابتن فاروق خلينا نتكلم معاك بامانه في كادر ثاني باين ان هنا في تكمله بعد انتهاء اللعبه ويمكن امين عمر ما اداش انذار على الدخول هنا يعني هو هنا الدخول زي ما حضرتك قلت تكمله الدخول هنا من هنا ومن هنا هو واحد ولكن هو في يعني انا ما اعتقد انا عندي يمكن المباراه مسجله وشايف اللعبه في تكمله هنا في البطاقه الصفراء عموما انا كنت فرق بنتكلم على اللاعب اللي يحمل بطاقه لابد ان هو يعني يخاف على نفسه يكون حذر ما يخافش يا كابتن انا بقول حذر بس يعني عشان ده ناصر حضرتك كره قدم ومفروض اللاعب ما يخافش في اي موقف بيكون فيه بيخش بشكل بقوه ده وضع طبيعي لكن حذر عشان فعلا يكون واخد باله ومركز قوي ان هو ما يتعاملش بشكل ممكن يكون في تهور برضو مره ثانيه عشان هو واخد انذار دي حقيقه انا مع حضرتك اتفضل كابتن شريف اتفضل اتفضل يا كابتن ناصر وكابتن شريف الكلام ده بنقوله بنقوله لعيبتنا يا كابتن فاروق ليه؟ لان انا ربما المدافع احيانا بيبقى في عنده يعني عنده انذار وهو من غير ما يشعر كده بيرتكب مخالفه ثانيه بتستوجب البطاقه الحمراء وبالتالي الفريق بيفقد اللاعب وبيأثر كده على نتيجه المباراه بالنسبه له. تمام اتفضل يا كابتن شريف اتفضل يا كابتن مساء الخير حبيبي وحشنا الخير ربنا يخليك يا كابتن شريف اتفضل. انا طبعا انا بشكر امين عمر النهارده عامل مباراه كبيره قوي الحقيقه
من تحركات وجود وقرارات وكل حاجة، إنما الكرة الإفرانية اللي احنا شفناها دي أعتقد إن أنت معايا مش حاسس أو مطمن لحكاية الإنذار التاني دي والطرد. أنا مش ما أقنعنيش في الطرد ده ولا أقنعني في الإنذار ده، لأن أنت لو تشوف اللعبة أصلا اللعبة دي كانت هجمة على فرقة المقاصة والراجل بيحاول انه ياخد الكره والتاني اللي جاي بيدافع بكل شكل وهو اللي بيطلع كره بره الناحيه التانيه عشان تبقى ضربه او بنسميها احنا فاست بريك ليهم تاني او ضرب رد فعل للكره الناحيه التانيه. فانا ما اعرفش، انا حسيت بظلم كبير جدا على الولد هنا في الكره دي لانها كره مشتركه والفاول اصلا على كان مين، محمد مسعد ولا كان مين مش فاهم، على لاعب المقص هو اللي شايط محمد مسعد، مش كده، هو اللي شايط وهو اللي واخد الكره بتاعه صالح جمعه. فما اعرفش انت توافقني في الراي ده ولا انت شايف حاجه احنا مش شفناهاش. هو طبعا كابتن انا بتكلم في اللعبه نفسها كابتن شريف هنا، انا يعني فاول اصلا على الراجل بتاع المقص هنا المخالفه، انا بتكلم على الانذار بتاع صالح، انا بتكلم على المخالفه هنا. بص المخالفه لا تستحق الانذار بسبب ان الاثنين هنا في طريقه الدخول هنا واحده، لا وشاف يعني راجل تاني جاي من زاويه هو اللي كانس، هو اللي يعني عندنا في لغه الكوره هو اللي جاي كانسني، انا بلحق الكوره وبلمها وهو خدني وخد الكوره معايا، فيبقاش رد الفعل ان انا باخد انذار واطرد يعني. لا انا ما بتكلمش، هو هنا انا بقول لحضرتك هنا في اللعبه هنا يعني هنا يعني هي لا تستحق الانذار لصالح، انا بقول ان صالح ربما ليه فاول هنا صالح، ربما ارتكب حاجه بعد اللعبه كده. معلش ارتكب حاجه، انما حتى الضربه الحره خدها فريق المقاصه، يعني هو يعني ادانا الانذار للمقاصه. بعد اذنك يا بيبو لو عندك بس يعني الانذار الاولاني لصالح هتقولنا بس، يعني احنا حتى لو عمل له حاجه بعد الكوره زي ما انت بتقوله او انتوا حاجه شفتوا حاجه او هو بيشيل رجله من عنده، فلو احنا شفنا حاجه بس احنا مش شايفين اي حاجه تدينا. انا شايف ان الخطا ليا انا كنادي اهلي او ليا انا خطا كصالح جمعه، مش يطرد والفاول على الراجل اللي هو كانس، يعني بتديله يعني بتديلوش الخطا وبتديله كمان فوقه انك انت بتلعب الفرقه الثانيه في اخر دقيقتين ثلاثه ب10 افراد، يعني انا شايف فيها غبن شويه او ما اعرفش. بص يا كابتن شريف هقول لحضرتك حاجه، يعني حضرتك تديني فرصه اتكلم، خليني اقول لك على حاجه مهمه جدا، خلينا نفرق ما بين المخالفه مين ارتكبها وما بين الانذار، يعني دي حاجه ودي حاجه ثانيه. وانا معاك تماما في التصنيف ده، انا معاك تماما. تمام، المخالفه انا بقول لحضرتك ربما هو اعطى الانذار، اعطى الانذار لصالح على ان هو ارتكب فعل بعد اللعبه ما خلصت خالص، يعني ده تحليلي، انما في اللعبه ذات نفسها هو لا يستحق البطاقه صالح جمعه، يعني خلينا نتكلم في اللعبه ذات نفسها يا كابتن شريف، اللعبه هنا الالتحام، والالتحام لو كان هناك انذار كان يجب على ان لاعب المقص هو كان ياخد الانذار. مش كده؟ يعني طب يديني بس يديني الضربه الحره ان انا ممكن اتعادل منها، يدي حق الفريق الثاني، يعني خلاص انت شفت حاجه تجاوز بعد كده خد طرده وخد، ادي بقى للراجل انذار كمان اللي هو عمل الفاول ده. المفترض ان اللاعب كان خد انذار لاعب المقص يا كابتن شريف، واخد انذار يا كابتن لاعب المقص، خد انذار. طب ما بياخد انذار على ايه؟ يعني ضربه حره عليه نفس قصه اجايه ونفس الفاول ونفس القصه. طب دي الكره الاولى يعني بالنسبه لصالح جمعه كابتن ناصر. أيوة. يعني بالنسبه للانذار اولا المفروض حسين الشحات ما يقفش، يعني هو ملوش دعوه بالكوره، يعني ده محمد. بص كابتن محمد هقول لك على حاجه، لما قلنا المباراه فيها احداث كثيره، احنا النهارده مش مع حد ضد حد طبعا، هناك في فتره من الفترات الامور صعبت على حكم المباراه. خليني اتكلم معاك بامانه، الامور صعبت نتيجه الالتحامات، نتيجه الاعتراضات، نتيجه حاجات كثيره جدا جدا جدا، زي ما قلت لحضرتك احيانا اللاعبين بيساعدوا الحكم في نجاح المباراه واحيانا دخول اللاعب. انا طبعا هنا حكم المباراه لابد النهارده هو يبعد اللعيبه، لابد ان هو يكون في سيطره كامله في الجزء اللي هو الاخراني من المباراه، لان مهم جدا جدا احيانا بتهرب المباراه من الحكم كابتن فاروق نتيجه عدم السيطره. طبعا لو في سيطره كامله من المباراه لحد اخر 5 دقائق تقريبا او 7 دقائق هناك فقد قليل قوي من الحكم على السيطره المباراه، وكان يجب ان هو يبعد اللاعبين عن بعض في لحظه التشابك. وهنا لابد احنا بنقول للحكام دايما ان لحظه الاشتعال بتيجي من التشابك، لابد يبقى عندك قراءه ورد فعل سريع عشان الامور ما تتطورش، انك انت تدي 3 انذارات يمكن دقيقه ثانيه واحده، حاطط ايده في وشه، اللاعب حاطط ايده في وش الحكم وهو واقف ساعه لما حسين الشحات دخل على طالع جمعه، اللاعب الثاني بيكلمه حاطط ايده في وشه وهو بيكتب حاجه في الانذار او حاجه، هو خد بالك بقى، بص يعني الراجل والثاني
يعني شاف فين الكلام ده كله وطرد وادى انذار. يعني بنستفيد يا كابتن شريف، هو حاسس يا كابتن ناصر انت حبيبنا، هو حاسس بان ضربه الجزاء الاولى بتاعت النادي الاهلي شكك فيها هو نفسه، فلما حد عمل له كوريكت وراه وقال له لا دي ضربه جزاء، هو حاسس بذنب وهو بيحكم. انا حاسس بيه وهو بيحكم الماتش، عايز يطلع الماتش على الاقل فيه عدل. فهو حتى كان في ضربه الجزاء الثانيه اداها فورا، حتى انا شفته هو بيدي الضربه بتاعت انطوي ده هو بعيد جدا عنها كمان، شافها ازاي من بعد 30 يارده ده. كابتن شريف، اولا هو ركله الجزاء الاولى زي ما قلت لحضرتك، الحكم الاضافي ده حكم كبير على فكره، طارق مجدي حكم ليه من الخبرات، خلينا نتكلم معاك بامانه، ليه من الخبرات ان هو يعطي القرار. هو هنا وجود طارق مجدي، وانا بقول النهارده طارق مجدي انا بحييه على اتخاذ القرار، لان هي ركله جزاء صحيحه. وزي ما قلت لحضرتك هو طارق مجدي هو امين عمر، هنا في حاجه اسمها الكوبريشن، التعاون ما بين الحكم والحكم الاضافي كان موجود، وبالتالي هنا ركله جزاء هو لم يشك فيها لحظه، نتيجه ان اللي اداله القرار هو حكم كبير مش حكم صغير يا كابتن شريف. انا بقول بصفه عامه ان هذه المباراه فيها احداث كثيره، مباراه تندرج تحت الصعوبه، في صعوبه في المباراه نتيجه الاحداث. كابتن ناصر ده وقفوه بعد ضربه الجزاء بتاعت النادي الاهلي بتاع 3 4 دقائق، الجهاز الفني كله بتاع المقصه والراجل مساعد المدرب ايمن راجع على ما اعتقد، ده في حاجات كتير قوي حصلت يعني لازم تبقى في الاعتبار، يعني شكل حتى ايه ارهابي او شكل بتخوف حكم في الملعب ولا ايه، انا ما اعرفش، ما فيش حمايه للحكام دي كمان وهي خارجه، الحكم واقف مش عارف يخش الاوضه يا كابتن. طبعا طبعا بتفق معاك كابتن شريف، بتفق معاك يا كابتن شريف. عاوز اقول حاجه مهمه كابتن شريف، عندنا هنا تجربه الحكم الاضافي لسه يمكن يعني ما حدش متقبلها، وهنا الثقافه التحكيميه المفروض تكون موجوده. هو هنا اللاعبين داخل الميدان هم مش متعودين ان الحكم الاضافي يدي قرار، وبالتالي هم لما الحكم ما صفرش على المخالفه هم يعني ازاي الحكم الاضافي يدي قرار والحكم يصفر معاه؟ دي نمره واحد. نمره اثنين، احنا قلنا دايما ان الحكم المباراه هناك بيسجل في تقديره كل الملاحظات اللي حدثت اثناء وقبل وبعد المباراه، يسجلها وبيدونها في تقريره للجنه المسابقات وعلى لجنه القرارات اللازمه. القرارات اللازمه ليه؟ لان احنا مش عاوزين نشوف الاعتراضات بالشكل دوت، او بعد ما خرج بين الشوطين حصلت مشاكل. هنا لابد دور لجنه المسابقات في اتخاذ العقوبات الرادعه، لان احنا محتاجين ان الدوري يمشي بشكل كويس، ومش كل قرار الحكم هياخده او الحكم الاضافي هياخده هنشوف الاعتراضات. طيب كابتن، بعد اذن حضرتك، تقييم حضرتك لكابتن امين عمر النهارده والطاقم التحكيم معاه كابتن، كام من 10؟ انا بتكلم يا فاروق، وخلينا نتكلم بامانه، انا النهارده يمكن امين هناك بعض المخالفات والعقوبات الفنيه لم تحتسب، خلينا نتكلم معاك بامانه، هناك مخالفات فنيه وهناك عقوبات انضباطيه، كان يجب ان الانذار يطلع ما طلعش. زي ما قلت لحضرتك المباراة صعبة جدا جدا، بعيب على أمين إن هو ما قدرش يطور من أدائه في التحرك والتمركز، زي ما قلت إن اللعبة اللي هي الهدف اللي ركلة الجزاء الثانية هناك في وقف في مسار الكرة، وبالتالي دي يمكن خطأ كبير جدا جدا للحكم. بنقول إن المفروض يجب تطوير أداء الحكم في التمركز، في قراءة لعب طرق الفريقين، ودي مهمة جدا، لأن النهاردة لو حكم ما قدرش أقرأ الفريقين وطريقة اللعب أعتقد إن هتبقى القرارات بتاعتي مش سليمة. أنا شايف النهارده أنا بدي الأمين 8.2 من 10، ده بالنسبة لأدائه. بدي الحكم مساعد رقم واحد تقريبا 9.2، لأنه ما عندوش أخطاء خالص، هو سمير جمال حكم متميز، تحركات جانبية لضبط التسلل مع آخر تاني مدافع ويقظة وتركيز. الحكم مساعد تاني يمكن عنده لعبة حقيقة، طبعا هي في الدقيقة 52 هو أشار بتسلل خاطئ، ولكن أشار بتسلل صحيح في 3 لعبات. اعتقد بشكل عام المباراه من دخول الاوضه مرت بشكل كويس يا كابتن فاروق. طب الحمد لله هي مرت بشكل جيد، صحيح فريق مصر مقصه بعيد عن الجزء التحكيمي، تأدى مباراة جيدة أمام النادي الأهلي، أيضا النادي الأهلي أدى مباراة، لكن الشكل اللي أمامنا ده كابتن المفروض إيه اللي يحصل فيه؟ هو هنا زي ما قلت لحضرتك، هنا يجب على الحكم المباراة، ومش الحكم بس على فكرة، الحكم وطاقم التحكيم والحكام الآخرون هي طبقا للقانون كل هؤلاء بيدونوا بيسجلوا في الملاحظات الخاصة بالاعتراضات بكل شيء كبيرة وصغيرة، بيبعتوها في تقرير المباراة إلى لجنة الحكام وصورة لجنة الحكام وصورة لجنة المسابقات، وعليه المفترض إن لجنة المسابقات عندها عقوبات وعندها لوائح تقدر تاخد العقوبات اللازمة
طبقا لتقرير الحكم وطبقا لتقرير مراقب المسابقات ورقم الحكامه كابتن. شكرا كابتن ناصر، اكيد حضرتك يعني اكيد وضحت لنا امور خاصه طبعا بضربتي جزاء ان هما الاثنين ضربتي جزاء صحيحتين، وايضا الطرد بالنسبه للكابتن صالح جمعه يعتبر صحيح بعد حصوله على الانذار الثاني في الكره المشتركه مع لاعب مصر مقصر. شكرا كابتن ناصر عباس الحكم الدولي السابق وايضا المحاضر الدولي. خلينا نروح لفاصل وارجع اكمل كلامي مع نجوم مصر في الاستوديو واحداث المباراه والشكل الفني من خلال شوطي اللقاء. معايا في هذه اللحظات كابتن عماد سليمان المدير الفني لفريق مصر المقصه. مبروك يا كابتن عماد، مباراه كبيره النهارده اديتوها امام النادي الاهلي، تقييمك بشكل عام للمباراه وبتحديد لاداء لاعبي فريق مصر المقصه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، طبعا مباراه كانت صعبه جدا، تلعب النادي الاهلي باسمه الكبير وحجمه الكبير. المباراه الحقيقه احنا عاملين برده حسابها كويس واستعدنا لها كويس قوي. النادي الاهلي بحجمه وقيمته اعتقد النادي المقصه عنده قدرات، وده اللي فهمته، اللعيبه عندهم قدرات، لعيبه الحقيقه امكانيات كويسه جدا. النادي المقصه بعد نهايه السنه اللي فاتت ثاني دوري ودخوله بطوله افريقيا اعتقد انه حط نفسه من المصاف الفرق الكبيره موجوده في السنين الاخيره يعني. فده اللي انا حاولت انقله للعيبه، وقلت لهم دايما الكبير انه بيثبت نفسه قدام الكبير يعني. فطبعا بحجم قيمه النادي الاهلي اعتقد ان الولاد النهارده انا بشكرهم، ادوا اداء عالي قوي كويس قوي، وكان في التزام كويس قوي. ابرز تعليمات كابتن عماد سليمان للاعبي مصر المقصه النهارده قبل المباراه كانت ايه، خصوصا ان احنا شفناهم بيهاجموا من بدايه المباراه، كنتوا بتحاولوا ان انتوا تحرزوا اهداف ونجحتوا فعلا في ذلك؟ ده طبعا كانت تعليمات من البدايه وكانت محاضرتي، ان هي اهم حاجه لما تيجي تلعب مع النادي الاهلي لازم تبقى هادي قوي، ما تعملش مس باس كتير، ما تفقدش الكوره كتير مع النادي الاهلي، ماشي، بقدرات بحجم الامكانيات اللي عندي للعيبه الحقيقه مع عدم فقدانهم للكوره اعتقد ان احنا قلت لهم هنمثل خطوره على النادي الاهلي، واعتقد ده اللي حصل في 90 دقيقه. حضرتك استلمت الفريق يمكن كان نتائج سيئه جدا مع كابتن مؤمن سليمان، قدرت ازاي تتعامل مع هذه الجزئيه مع الفريق وتقدر ترجعه لهذا الاداء الرائع، واخرها طبعا الفوز النهارده، فوز كبير على النادي الاهلي بقاله فتره ما بيخسرش تقريبا. كانت الحقيقه ثقتي فيهم يعني، كان انا عندي ثقه في امكانياتهم، عندهم لعيبه الحقيقه في مجموعه زي ما انتم شايفين كده كانت كويسه قوي، فعندي ثقه انا فيهم. كانت اهم حاجه بس كانت النقطه الصعوبه قوي ان انت تشيل من عليهم الضغط اللي بيلعبوا فيه، كان عندهم نقطه من 5 مباريات، فدي كانت دي عامل ضغط كبير قوي، فدي يعني قلت لهم واحده واحده هنكسب ان شاء الله، انتم محتاجين مكسب بس، ما تكسبوا مكسب هنمشي كويس. واعتقد ده اللي يمكن حصل، كانت مباراة طنطا بعد كده مباراة اعتقد كانت سموحة التانية كسبناها، فالحمد لله بقى في زي سلم بنطلعه بخطى كويسة يعني. التغييرات بعد الهدف الثالث بالتحديد كان هدفها ايه من كابتن عماد سليمان؟ لا كان هدفي ان انا دلوقتي كان الاهلي ضاغط في اخر 5 دقائق طبعا وهو هيضغط في الربع ساعه الاخيره، فكانت تغييراتي كان اول تغيير ما عملته طبعا تغيير مصعد ده كان اضطراري اللي هو الطلوع هاني، لكن كان سيناريو محطوط ان انا هشتغل بالوضع دوت، احنا بدانا المباراه بشكل 3 من ورا، وبعدين كان في سيناريو ثاني محطوط ان انا اشتغل زي ما نزل مسعد كده، صحيح جه بدري نتيجه الاصابه، لكن كان محطوط ان انا ممكن اشتغل بيه يمكن خلال نص ساعه او التايم الثاني تقريبا. طموح فريق مصر المقصه السنه دي في بطوله الدوري وصل لحد فين يا كابتن؟ والله انا يعني ثقتي في اللعيبه كبيره يعني، وثقه كبيره وعندي يعني ايمان بيهم ان هم عندهم قدرات كويسه جدا وامكانيات كويسه، اعتقد ان احنا ممكن بخطه كويسه، وكان ده من البدايه ان انا قلت لهم ان احنا ممكن بنطلع في الترتيب قبل مباراه الاهلي، قلت لهم احنا المفروض دلوقتي هدفنا وتركيزنا نخش المربع الذهبي يعني، بناخد خطوه ان شاء الله. شكرا. ده كان لقائنا مع كابتن عماد سليمان المدير الفني لفريق مصر المقصه، اكيد هارد لك للنادي الاهلي، مبروك لفريق مصر المقصه، واكيد ان شاء الله النادي الاهلي يقدر يواصل او يعود للانتصارات مره اخرى من بدايه من المباراه المقبله امام فريق طنطا، ومن ثم تحقيق هذا اللقب المهم والغالي لكل جمهور النادي الاهلي. حاضر استاذ. ايضا معايا في هذه اللحظات كابتن حسام البدري مدير فني النادي الاهلي. كابتن حسام هارد لك، النادي الاهلي بقاله سنه ونص تقريبا ما بيخسرش، لكن عايز اخد تقييمك لاداء اللاعبين النهارده واسباب الخساره من وجهه نظرك. لا طبعا يعني انا بقول مباراه اكيد الخساره فيها طبعا، وثلاث نقاط ما كانوا مهمين بالنسبه لنا النهارده، لكن زي ما انا بقول اكيد طبعا في اسباب، واولها اسباب طبعا الاجهاد طبعا شويه مأثر علينا وبعض الغيابات، لكن مع ذلك انا بحيي اللعيبه لان اللعيبه النهارده ما قصرتش. سير المباراه طبعا كان في تباين كبير جدا ما بين بدايه المباراه اللي كان فيها في البدايه فرص لينا
وكالعادة طبعا بقول لو الفرص دي كنا قدرنا نستفيد منها كانت ممكن تغير نتيجة المباراة، لكن في كان طبعا عدم توفيق وعدم يعني حسن تصرف في الفرص اللي جات لها في الأول. بعد كده فرقة مقصة دخلت المباراة بشكل جيد، وأنا بقول طبعا يعني الإجهاد اللي كان عندنا طبعا أثر شوية، لكن ضربة الجزاء ومع نهاية الشوط الأولاني كانت مهمة جدا بالنسبة لنا، وأعتقد مع بداية الشوط الثاني كان في ندية بيننا وبين المقصة، لكن سير المباراة طبعا والتوفيق لفرقة المقصة بأداء طيب، يعني هو في توفيق وأداء طيب مع أداء طيبة، لأن ممكن أنت زي ما شفت أنت عدد الفرص والهجمات ليك أكتر بكثير من فرقة المقصة، لكن هم كانوا موفقين في الهجمات، وطبعا في أخطاء مننا الهجمات القليلة اللي اتعملت في الشوط الأولاني كان فيها توفيق بالنسبة لهم غيرت نتيجة المباراة، ومع ذلك كان في ضغط هجومي طبعا على مدار الشوط الثاني، لكن كان في توفيق عدم توفيق اظن بشكل كبير جدا لينا، وده بيبقى يعني وارد في كره القدم. يعني الاجهاد والاصابات الكثيره والغيابات الكثيره بالنسبه للنادي الاهلي ممكن تكون كانت احد الاسباب يا كابتن حسام النهارده؟ ما احنا اشرنا هي طبعا احد الاسباب طبعا. المباراه الجايه اكيد امام فريق طنطا عقب هزيمه من خلال مباراه النهارده، كابتن حسام كلامك مع اللاعبين خلال المرحله دي ايه؟ خصوصا النادي الاهلي كان بقاله فتره كبيره جدا ما بيتعرضش لهزيمه. لا انا كلامي خلاص على طول مباشره بعد المباراه مع اللاعبين، انا يعني حقيقه اللاعبين هم ما قصروش النهارده، سير مباراه ساعات واوقات كتير بيحصل ويحدث في كره القدم، ومع ذلك طبعا انت لو شفت سير المباراه المقصه ادت مباراه طيبه جدا 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 طبعا، لكن على الجانب الاخر اعتقد ضيعنا كم كبير جدا من الفرص، والضغط الهجومي طبعا مع استبسال من فرقه المقصه ادى طبعا ان احنا نخسر ثلاث نقاط مهمين النهارده. شكرا. ده كان لقائنا مع كابتن حسام البدري عقب هذه المباراه، اكيد نتمنى كل التوفيق للنادي الاهلي خلال المرحله المتبقيه من بطوله الدوري العام، وان شاء الله يقدر يحقق هذه البطوله الموسم الثالث على التوالي. اكيد هزيمه مش هتوقف مشوار النادي الاهلي في هذه البطوله، ان شاء الله النادي الاهلي قادر ان هو يفوز خلال المباريات القادمه ويعود للانتصارات، ومن ثم ان شاء الله تحقيق بطوله الدوري المصري. عوده للاستوديو. طبعا هارد لك للكابتن حسام البدري النهارده، مبروك للكابتن عماد سليمان، مباراه كانت رائعه من الطرفين سواء بقى من الجهاز الفني هنا او الجهاز الفني هنا، لكن تفوق في الاخر لفريق مصر مقصه اللي راح بثلاث كرات احرز منهم ثلاث اهداف ليتفوق يعني يفوز بهذه المباراه 3-2. عايز اقول لكم يمكن كابتن حسام البدري كان بيتكلم على موضوع الاجهاد، بكره هيكون راحة ثم استكمل النادي الأهلي التمرين لاستعدادا لمباراة طنطا إن شاء الله اللي هتكون يوم الجمعة. عايز أقول لكم برضو يعني جزء من الأجزاء أو الأسباب للهزيمة النهاردة أن في حالة إجهاد ممكن تكون موجودة عند بعض اللاعبين نتيجة أن شهر تقريبا ونص النادي الأهلي مجموعة مباريات متتالية كل تقريبا أربع أيام مباراة، فبالتالي أكيد ده جزء من الأسباب اللي موجودة في ما تيجي تحطها كده سبب منه ان في ضغط مباريات كان كبير جدا. اكيد لما نشوف حسام عاشور بيجيله اجهاد ويخرج وده لاعب مميز، ايضا سعد سمير واصابه، مجموعه من اللاعبين اللي مش موجودين نتيجه الاصابات نتيجه الاجهاد، ده في حد ذاته اكيد بيأثر على مسيره النادي الاهلي، ولكن احنا عندنا ما شاء الله مجموعه لعيبه متميزه، لكن برضو الاجهاد موجود. ما بعد المباراه بقى وما جاء بعد المباراه من ارقام، شهدت المباراه اول احتساب ركله جزاء للنادي الاهلي منذ 7 شهور و6 أيام، وده كان موجود في مايو 2017، كانت مباراة أمام طلائع الجيش، وأيضا عبد الله السعيد هو اللي سجل هذه ضربة الجزاء وكانت موجودة في الدقيقة 25. الأهلي بيخسر أول مباراة بعد 43 لقاء متتالي بدون هزيمة، أيضا جون أنتوي وحسين الشحات بيتصدروا هدافي الدوري حتى الآن بتسعة أهداف طبعا ليهم لكل منهما، وايضا يعني نجوم من نجوم فريق مصر المقصه. كابتن ربيع سؤالي ولحضرتك طبعا والكابتن شريف في نفس التوقيت ونقدر نتكلم فيها، المقارنات النهارده ما بين هجوم النادي الاهلي مقارنه ما بين هجوم النادي الاهلي وهجوم مصر المقصه النهارده، واللي بيتمثل سواء كان في عبد الله السعيد وليد سليمان وجون اجاي ووليد ازار، على الجانب الاخر فوفي وحسين الشحات وإيريك تراوري وجون أنتوي. بص التفوق للرباعي الهجومي بتاع المقصة قدر يتفوق، احنا هم راحوا على فترات كبيرة جدا عندهم نسبة الاستحواذ والسيطرة في التلت الأمامي الهجومي ما كانتش كتيرة، لكن على أوقات
بفرديات، راح انطوش سجل، بنت حسين الشحات سجل، فوافي سجل، الثلاثه سجلوا ثلاث اهداف. تبص بقى لهجوم النادي الاهلي، انا النهارده هجوم النادي الاهلي كان هجوم كاسح، النهارده هجوم فعال وراح، والنادي الاهلي والنادي الاهلك عمل لك كثافه هجوميه بشكل غير عادي، وخاصه بعد التغييرات بقى عندك نسبه استحواذ كبيره ونسبه سيطره وروحت كتير جدا. لكن انت عندك عبد الله السعيد اللي سجل الهدف، وعندك باكر اللي سجل الهدف بدماغه، انما ازاي بعيد يعني، هم كانوا بعاد، مش ده المستوى الحقيقي بتاع، واخد بالك، وليد سليمان وجاي اللي بيروح. انت عندك ميزات في كثافه عدديه يا محمد، بانك بتوجد لنفسك فرص وتروح وتسجل. يعني انت وصلت، شوف النهارده الشوط الثاني، انا بقول لك 9 كورنر للنادي الاهلي ما استفادش ولا كورنر، واخد بالك، كم كره بالعرض استفدت بواحده بس اللي هي بتاع باكا، الهدف اللي عملها وليد مؤمن، مؤمن عملها بالعرض، دخل باكا وليد اللي كملها بعد كده بالعرض، وجالك ثوابت النهارده، جمود فاولات جانبيه من جانب يمين وجنب الشمال حتى من العمق، مفيش النهارده الامور فيها عدم توفيق، لكن اللعيبه حاولت، يعني كله حاول، اللعيبه حاولت، حاولت النهارده. النهارده انت شكلك النهارده رائع، شكلك انك روحت كتير، شكل حبه ارهاق، قلنا في سنه ارهاق لبعض من اللعيبه، لكن لعيبه النادي الاهلي حاولوا، المحاولات المجمل محاولات الشوط الثاني يا محمد هتلاقي الاهلي كتير جدا، والمقصه فيها 2-3 جابوا منها الهدفين البنالتي، واخد بالك، الخطأين بهدفين، واخد بالك، هو ده اللي يحسب على خط، على يحسب لوسط ملعب النادي الاهلي، اللي ساب المساحات، ان ساب فوافي ينطلق بالكوره ان يعدي من واحد اثنين وثلاثه ويروح، خد بالك، ان تحرك انطوي في نجيب في صدر، يعني نجيب نظر ما احنا بنشيد بيه، بص بقى الجول الثالث البنالتي ما بين السرد باكين، هو ده في حد ذاته يعني، معرفش كابتن انت ما ينفعش برضه، دي ما ينفعش طبعا، تيجي بقى بص لو شفت التحرك الثالث بتاع البنالتي يا محمد، بيقطع عشان يبقى لوحده عشان يروح على كرامي، ما ينفعش، فين المان؟ انا عايز اتكلم على جزئيه الدفاع كابتن لوحدها، لكن انا كان تقييمي في الاول المقارنه ما بين هجوم النادي الاهلي، احنا شفنا مباراه جيده ما بين الفريقين طبعا في الجزء الهجومي، طبعا طبعا، فكابتن شريف لو عايز تشاركنا في جزئيه الهجوم كابتن، لا في فرق يعني، وليد ازارو بمقارنه بس بجون انطوي الناحيه الثانيه، لا لا ما فيش مقارنه، مفيش مقارنه ازاي؟ لا جون انطوي ده اللعيب بتاعنا اصلا احنا، وجايبينه النادي الاهلي، ولو هو في ظل اللعيبه دي جون انطوي احنا خلاص يبقى الحكايه كملت يعني. لعيب طبعا لو بالاداء ده وموجود بالتركيز ده والرغبه دي ان هو يبقى في الدوري المصري بهذا الشكل، فده اهلا بيه وينور الدنيا. نفس القصه لحسين الشحات، نفس القصه لفوافي، ما بكررش بين فوافي واجاييه، اجاييه لعيب كويس جدا ولعيب محترم، انما السرعات اللي موجوده في لعيب المقاصه من اللعيبه اللي احنا بنتكلم عليها الاجانب دي متوفقين فيهم جدا، بتكمل بيهم بتحركات محمد مسعد، بحسين الشحات فايق اول فتره دي وهداف دوري بيجيب كل ماتش جول واتنين، فلا الفوارق النهارده محسوبه للاجهاد اللي احنا فيه، عشان كده يبان هم احسن مننا في الاجهاد اللي احنا موجودين فيه. انما في ناس معينه لو هتتكلم على فوافي وانطوي لا يفرقوا عن ازارو في التصرف في الكوره، في الاستلام، في السرعه، في كل محطه، كمحطه طبعا كمان يعني، بس انا انطوي ده كان عندي ما كانش بيلعب ربع اللعب ده يعني، او ظروف المدربين اللي كانوا موجودين معاه ما اعرفش، كان بيلعب بس كان بيسجل، كان معاه مدرب شكله ايه، او كان جنبه لعيب تاني، الراجل اللي راح لعب في الصين ده ايفونا ده كان لعيب جامد برضو قوي يعني، ايفونا كان عامل زي كوارتش كده، فما كانش فيه وجود ايفونا وانطوي، كنت بتمنى دايما ان ايفونا وانطوي دول يلعبوا مع بعض، بس انطوي ما كانش بنفس الاجاده دي وبنفس السرعات دي وبنفس التركيز ده، ما اعرفش كان فين، كانت الدنيا واخداه ازاي، دلوقتي هو بيبحث لنفسه على وجود تاني في الدوري العام. هو ده انطوي اللي انا عايزه يبقى موجود في النادي الاهلي، هو ده فوافي او نوعيه فوافي، اللعيب اللي انا اتمنى دايما ان هو يبقى موجود في النادي الاهلي، اللي هم الافارقه قدام يعني، الاهلي بيبقوا في احسن حالاتهم يا كابتن يعني، برضو ما احنا انطوي بامانه هو كان متواجد بهذا الشكل، ما كانش متواجد يعني، ما كانش مركز التركيب، ده اللي انا قلته لك يعني، السرعات اللي انا شايفه فيها دي دي تكمل الصوره والمحطه اللي انت بتسالني عليها او بتدور عليها. فوافي ده من حق اي حد انه يبحث، احنا مش هنجيب لعيبه افريقيا كلها والدنيا كلها هتبقى عند النادي الاهلي، لا طبعا، احنا طول عمرنا بنقول دايما احنا مش متوفقين قوي في اللعيبه الافارقه، لو بتيجي في وسط السيزون وبعد ما بيشتركوا معاك وبياخدوا على طريقه لعبك واسلوب لعبك، وانت اللعيب الفرقه الوحيده اللي في مصر اللي بتمثل مصر في البطوله الافريقيه، واللي بتكسب بطوله افريقيه، واللي بتروح لبطوله العالم للانديه، وبتروح في كل حته، فكل لعيب
يتمنى انه يكون موجود من كتر الكرات العرضيه اللي احنا بنلعبها وكتر الوصول اللي بيقول عليه ربيع. ما اي فرود هيبقى موجود ومحطه لازم هيبقى له وجود. النهارده الراجل ربيع حاسب الجون لباكا مش حاسبه لازارو، كويس اهو شايف الكره ربيع حاسبها من هنا جول، دخلت. التاني جاي بيعمل فولو. من كتر العرضيات اللي احنا بنتفرج عليها دي وكتر اي لعيب بيلعب في المنطقه دي عنده يعني سنس او عنده فكره معقوله هيبقى نجم في وسط النادي الاهلي. انما احنا بنطمع دايما للنادي الاهلي باحسن اللعيبه اللي موجودين، يعني في فكر عبد الله السعيد غير عادي، في فكر صالح جمعه، في فكر مؤمن زكريا، في فكر وليد سليمان جايه لما جه برده هو بيواكب وقدر يخش جوه المنظومه دي. ف لو كنت مش هضحك عليك واقول لك لا ان اللعيبه دي ما اتمناش انها تكون في النادي الاهلي، لا اتمنى السرعات دي واتمنى الفكر ده والاستلام ده والحضور ده والذهن ده جوه الملعب يكون عندي في النادي الاهلي، ما فيهاش عيب خالص ان انا اقول كده، واحب ان اللعيب اللي عندي يجيب نفسه ويزود نفسه، ليه لا يعني؟ وبعدين حاله الاجهاد اللي احنا موجودين دي من ماتش الاسيوطي، انا مش بدافع عن النادي الاهلي، كل الاجهاد ده والنادي الاهلي بص عندك 2 4 6 7 7 لعيبه في 18 هنا، يعني كل الاجهاد اللي انا فيه ده النهارده ومضيع النهارده 12 جول، كل الاجهاد اللي انا فيه ده واي حد واقف في الملعب ما بيدينيش حقي كاملا، ده لما بيدوني ضربه جزاء كامله او من حقي ان الدنيا بتقوم وبيقفوا لهم على الخطوط وبيقفوا لهم وبيهددوهم ومش هيخشوا ويكملوا الماتش، انا مش فاهم ايه الشكل اللي احنا مش متعودين على ده، احنا عشان اللعيبه بتاعتنا لعيبه مؤدبه ولعيبه مهذبه ولعيبه بتلعب جيم بس والاجهزه الفنيه معلماهم ان هم ما يفكروش غير في الجيم بس وفي الملعب بس، ان احنا خلاص بقى عندنا قناعه ان احنا ما بناخدش حاجه من الاداء، الكوره مش عايزه الكوره عندك النهارده، كل الناس بتفكر يعني عشان اكون زي عبد الله السعيد واريح كوره الباقة في الحته دي لازم ابقى لعيب عالمي، لازم ابقى لعيب عندي حضور، بس مش كل اللعيبه عندك النهارده بكفاءه عبد الله السعيد في الحضور الذهني وكده، لما حكم زي ده يبقى ليك ضربه هنا تقدر تتلعب كوره وتخش فيك جول يحسبها عليك ويضرب لعيب، دي الحاجات اللي احنا ما خارج ايدينا بقى، دي حاجات اللي هي السما رسمه النهارده. بس يا كابتن كانت في الدقيقه 93 ماليش دعوه يعني انا انجلترا الماتشات كلها يا فاروق بتتغير في الدقيقه 96 الاقي 96 دي الماتش بيخلص. مانشستر يونايتد خد من بايرن ميونخ بطوله اوروبا في دقيقتين يا ربيع، كانوا مغلوبين 1-0 الاخر للوقت الضايع، تمام جابوا جول وبعدها راحوا واخدين منهم الجول ما لحقوش. الارهاق النهارده لو تلاحظ في الكوره الارهاق النهارده كان له دور كبير جدا طبعا، وفي لعيبه مش جوه الجيم يا ربيع. ادي واحد التوفيق، لو انت عندك عبد الله السعيد بص العارضه والقايم ادي هدفين، بص كوره مؤمن زكريا اللعيبه كان بعده مين كلهم فاضيين، اللي عملها عبد الله او صالح جمعه اللي جت لمؤمن الاخيره دي اللي لسه جايه كان اتنين ورا بعض كان وصل قبلها هو وصل قبلها فجت من وراه فحب هو لو سابها مش مفيش بقى فكره وقال لك ما حدش يتكلم معنى ان انت ما اتكلمتش يعني في اللي هو يعني ده حد يقول واخد بالك انا جاي انت مش فاهم مش فاهم معلش هي السما مش عايزانا زي ما احنا قلنا انا وانت النهارده لو في توفيق النهارده الماتش ده يخلص 7-4 8 5 يعني مش الجبهة اليمين ما كانش فيها محمد هاني ما كانش فيها احمد فتحي برضه كان هو لا عايز اقول لك على حاجه هو مدرب كويس هو عماد انما صبري رحيل لا ماشي هو عماد كابتن عاوز عامل خطط وربيع كلها على ناحيه هاني طب اقول لك ما شفناهوش عند طب انا عاوز اقول لك حاجه الناحيه الشمال انت من اكتر الماتشات اللي ضيعت فيها فرص انا فاهم النهارده انت الشوط الثاني انت هجوم كاسح وخلي بالك لو جه على فترات الشوط الثاني الكاميرا دلوقتي وقفنا عندها هتلاقي ان في فرص كتير جدا ضاعت وهتلاقي مواقف يا كابتن شريف مواقف سهله جدا بس والله العظيم انا ما بلاش انت فتحت عليا عايز اقول كلمتين احنا في عدم رقابه لاخطر اتنين عندهم خلاص احنا قلنا عندنا اخطاء خلينا كلمه دي اللي انا بقول لك عليها احنا انما غير كده يا ربيع انت طيب. زي ما انت بسرعاتك بحالتك عندنا اخطاء دفاعيه انما انت غير موفق النهارده تماما طيب. فمش عايزين نحمل الجهاز الفني واللعيبه اكتر مما انت بتتكلم مش كده احنا بنتكلم على الناس يا ربيع كده انا بقول للناس انا بقول للناس ما تحملوش على الفريق اكتر من في اسباب للهزيمه يا كابتن سواء بقى جهاز في اخطاء طبعا تكاسل بعض اللاعبين وده بيبقى وارد في كل مباراه لكن يا كابتن عامه اتفضل يا كابتن بص يا محمد انت النهارده عامل جيم كويس لكن عندك اخطاء دفاعيه كلفتك بثلاث اهداف لو انت مسكت ثلاث اهداف كلها اخطاء دفاعيه فرديه وجماعيه على مستوى الفردي وعلى مستوى الجماعي بالنسبه للتغطيه شفت حسين الشحات اول هدف ادي خد بالك ان كره بالعرض تعمل من تحت ان يدخل في منتهى السهوله مفيش رقابه هنا مفيش رقابه يا محمد طيب ولا جالك السؤال اللي انا عايز اساله كابتن الفروقات برضه انا يعني عملنا مقارنه ما بين الهجوم سواء للفرقتين عايز المقارنه ايضا ما بين دفاعنا بما فيها
خط الوسط المتماسك سواء هنا صلاح ريكو وهنا سعيد وهنا احمد فتحي وعمرو السليم. احنا وانت انت نسبه الاهداف هو اعلى، انت خد بالك دخل فينا ثلاثه، هو دخل فيها هدفين. واخد بالك الاخطاء اللي عندنا طبعا الخط الظهر عندنا القلب النهارده كلفنا بثلاث اهداف. هو خلي بالك دخل فيها هدفين، هدف بنالتي واخد بالك، وهدف برضو في وسط زحمه بالعرض. انما انا شايف ان يعني اثنين خط الظهر يا محمد عندهم اخطاء، هنا اخطاء وهنا اخطاء، لكن عامل التوفيق هو اللي حجز لك، خلي بالك اللي خلاك دون النهارده انت وصلت كتير. انا من وجهه نظري ان في اخطاء دفاعيه عند خط ظهر المقص النهارده، في اخطاء دفاعيه جماعيه فرديه على مستوى الفريق كله. انا النهارده لو جبت دلوقتي الكاميرا جابت لي كذا كره ثابته وكذا كره متحركه في الثلث ساعه الاخيره على المقص، هتلاقي ان في لو في حظ وفي توفيق الاهلي كان سجل كتير جدا. هو عبد الله السعيد ده معناه ان الشوط انه فاضي يا محمد، ان مؤمن يلعب كرة بدماغه انه فاضي، ده كذا كرة بالمؤمن على دماغه واخد بالك، ان كذا كرة تيجي في ال 18 والكل يتسابق. انما هو عنده اخطاء وهنا اخطاء، لكن التوفيق كان في صالح المقصه. وفي نفس الوقت احنا كان عندنا شق هجومي كتير، حتى التغييرات اللي عملها حسام كانت تغييرات موفقه جدا ورحنا بيها، كل ده اخطاء، كل ده اخطاء في رقابه. بالنسبه للباكين مثلا كابتن هاني وصابر رحيل مثلا، انت بالنسبه لهم خط الظهر بالكامل، انت قلت النهارده هاني بعيد شويه ما عملش حتى، شوف يعني هاني حتى لو هو مش موفق على الاقل كان بيعمل كروس ولا كروس بالعرض واخد بالك. شوف بقى الجول ده، الجول ده واخد الكوره منين ما كانش بيحصل. انت عندك الفتره اللي فاتت في الماتشات ولا اسرع، لا ليه ما بتسجلش اهداف؟ ليه ما بتسجل؟ لان احنا ما عندناش اخطاء، الاخطاء قليله. خد بالك التمركز، انت عندك واحد اسمه حسام عاشور كان مسمار وسط الملعب بيقف صح. الهدف الثاني حسام عاشور، الهدف الاولاني حسام عاشور. طب بعدين احنا بيبو واحنا الاهداف بس اللي احنا طبعا عشان نتكلم بيها واخد بالك، هتلاقيها في وفي العمق اللي بيقف فيه حسام عاشور يا محمد. لا مثلا الهدف يا كابتن الاول ده الهدف بتاع فوافي ده ده الثاني. بص استلم الكوره، رجع الكوره، معلش رجعها، استلام كوره عنده تحرك، استلم الكره اتقطعت، ادي واحد مين قابل بمنتهى السهوله، لعب الكوره لانطوي تقريبا انطوي صح، فوافي جري اتحرك. فين الرقابه هنا؟ يعني الثلاث لمسات لازم يكونوا بثلاث اشخاص من النادي الاهلي في رقابه، في رقابه، في رقابه. التلت الاخير ده فين المان؟ هو بيتحرك فين المان؟ في عندك القلب، في عندك الباك، فين الديفندر اللي موجود؟ الراس المثلث يا محمد، الحاجات دي كلها. فانا اعتقد ان الاخطاء النهارده هي اللي كانت عامل رئيسي في الفوز، الاخطاء. انما الفرقتين لعبوا، انما الفرقتين كويسين، انما الاهلي وصل كتير جدا، ودايما النادي الاهلي ما بيوصل بيسجل. النهارده وصل كتير وما سجلش غير هدفين بس. في الكره دي بالذات كابتن شريف، هو انت كنت في حاله هجوم قطعت منك في وسط الملعب، ويحسب لفريق مصر مقصه انتقال او سرعه انتقاله من الدفاع للهجوم بشكل قوي جدا في ثلاث لعبات. رغبه عندهم رغبه النهارده بشكل غير عادي، وسرعات في الاداء شايفين بعض بيتحركوا، توفيق في الباص، توفيق في كل حاجه، توفيق في الجري، توفيق في التصويب. راجل بيقف وبيحط الكره بشماله ودانا جوه الجون ما حدش هيشوفها. كره زي دي الراجل اكنه حافظ، بس الحكم برضه كابتن سيد بص الراجل في سرعات ما حدش يقدر يمركز ولا حد يقدر يمسك الناس دي. الناس دي جايه من اللي قاطع من الناحيه الثانيه واللي ساقط واللي بيرعي لها لمسه واحده. ما الحاجات دي كلها فنون الكوره الحقيقه تتحسب لهم. يعني النهارده ازدهار في الاداء، ازدهار في التحركات جوه الملعب، عاملين لك صدمه في الملعب، عاملين لك قلق. انت مش متعود كمان على الفرق انها بتهاجمك بهذا الشكل، ان انت بتبقى متحكم فيهم وانت اللي بتبقى ليدنج عليهم بجون واثنين وثلاثه. فمن مباراه الاسيوطي للمباراه دي في ناس بتهاجمك، في ناس شافتك في الاسيوطي وبنوا خططهم كلها على ماتش الاسيوطي، في ناس شافت ان في بعض الاجهاد موجود في ملعب النادي الاهلي. طيب ده مدرب كويس، ده مدرب كويس، احنا بنديله حقه النهارده، هو ده اللي اثر ان هو اراك النهارده وشاف وقدر لعيبته ان هم يعملوا لنفسهم وضع في المباراه ويخرجوا بالمباراه كمان. انا كنت شايف ان اكثر الامكانيات اللي هي ممكن تحصل في مباراه زي دي مع عدم التوفيق بتاع النادي الاهلي اللي هو التعادل يعني، وده كان انا كنت بتمناها تعادليه للاداء الجيد للفرقتين الحقيقه. كانت قاسيه جدا على النادي الاهلي النهارده ان هو يخسر مباراه زي دي من امتع المباريات اللي احنا اتفرجنا عليها. ظروف المباراه زي ما احنا بنتكلم قبل المباراه ما بتبتدي، التغييرات اللي انت كنت سالت فيها، دايما النتيجه هي اللي بتحكم لك التغييرات. وقلنا نفس الكلام، هيطلع محمد هاني ويدعم خط الوسط،
كل ده اللي انما انت لو كان ليك السبق في انك انت اللي بتبقى ليدنج عليه احنا بنتكلم عن ان احنا يعني على النادي الاهلي. انا الحقيقه احنا لازم نتكلم على الفرقتين النهارده. الفرقتين قدموا وجبه كرويه. بص الكره وجبه شامله النهارده من جميع اللاعبين الحقيقه. انا ما حسيتش كتير قوي في الاجهاد غير اللي انا حسيته يا كابتن ربيع، عدم الرقابه بتاعه اللعيبه للعيبه المتميزه اللي موجوده في المقاصه، وكان النادي الاهلي بيتفرج على اللعيبه دي لاول مره. يعني كانه بيلعب الفرقه دي ومفاجئ بهذا الاداء. ده الحقيقه اللي كانت ضد النادي الاهلي النهارده، ان اللعيبه مهما كان حسين السيد ومهما كان انتو ومهما كانوا قالوا باقل المجهود ان انا اقدر اعوض غياب الجميع. وانت حضرتك بتتكلم كده، الجول الاول ده يا كابتن طبعا كانت مفاجاه للجهاز الفني، لان انت دائما النادي الاهلي هو اللي بيفاجئ، لكن لما بتحصل المفاجاه بالنسبه لك يحصل فيك. ما هو ده اللي بقول لك، عدم الرقابه. ده احنا ادينا مثل قبل المباراه، احنا بنمسك اكبر لعيب عنده فرصه ان هو يهددنا النهارده، هو حسين الشحات بطل فرقه المقاصه، بطل الدوري، بطل هداف الدوري، عنده انطوي ده كمان الاثنين عينهم على بعض. مش كنت انا بقول لك قبل الماتش التمويه هي الاثنين دايما بيبصوا لبعض وعينهم على بعض، عاملين دويتو خطر جدا. انه بيسمح له، ما هو كان ممكن انطوي بيسمح له انه يشوط كره زي دي. ما اعرفش شريف اكرامي عمل يعني استيميشن للكره انها هتيجي في الزاويه الثانيه، ما لحقش ياخدها بقوتها طبعا، عدت من بين ايديه. ما في زي الجون الثاني برده ما يتشافش. يعني الحقيقه في اداء غير عادي. في بص لا دي هاف فولي غير عادي، بتتشط شطناها كتير، وانت جبت وانا جبت وربيع جاب زي كور زي دي. الاجوان ما بيشوفوهاش قبل ما بتوصل لهم. يا جماعه دي 12 يارده يعني، معلش يعني بتبقى سريع. انما هو واحد زي شريف اكرامي ده في التمرين بتجيله 300 مره بيعملها بايده كده من فوق العارضه، انما النهارده غير موفق فيها. برضه انت لما يخش فيك جول ويجي عليك بينالتي ويخش فيك ما انت بتتهز يعني. اكيد بيحصل لك حاله ما بتلاقيش نفسك فيها يعني. هو بيعلق، هو بيعلق عليك نفسيا وانت بتنزل بريك داون. بل ما بتلم نفسك يا ربيع وتخش، ما انت عارف ترجع للجيم تاني بيكون هو كمان بيطمع فيك تاني. خلينا نتكلم يا كابتن شريف في الهدف الاول بتاع المقاصة. اتفضل. هو ده كابتن مع حضرتك، ويمكن يعني مفاجاه بالنسبه في الدقيقه 25 بالنسبه لفريق مصر مقاصة بيحرز الهدف الاول. لا هو خلي الكاميرا تبقى هيجي يجيب الهدف تمام. اقف بص، اقف بعد اذنك. بس ادي 1 2 3 4 5 6. شوف الارهاق اثر على التركيز، لان عمر خلي بالك انت 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 بص جاي اولا. شوف الرقابه هنا، انت رباعي خط على واحد موجود يا كابتن مع حضرتك خط الظهر بتاعنا 2 على 1. خلي بالك هناك انت ما مش محتاج الاثنين وفي نفس الوقت اثنين يعني ما ناخد الكوره. هو لعب الكوره بالعرض ماشي، اتحرك. بص حسين الشحات جاي مين بقى؟ حسين مين بقى اللي كان يمسك حسين؟ كان في السوليه الاقرب. السوليه مفروض ده تركيز يا محمد. عمر النادي الاهلي ما كان بالشكل ده. انت ما فيش عندك انت 12 بص، 2 هناك وادي 2 هنا وادي 3 على 3. الموقف ده خلي بالك 3 3 معناها ان انا تركيزي مش موجود، ارهاق، في ارهاق غير عادي، ارهاق ذهني وصلني ان انا مش مراقب، ان انا مش قادر امنع الكره. الكروس اتعمل في الزحمه وانت مفيش زياده عندك خطوره، وجه حسين الشحات غير مراقب شطه وفيها وراحت خلاص واخد بالك. انا من وجهه نظري ان عمر الاخطاء دي ما كانت موجوده. الدليل ممكن التعب، لان 4 ايام مباراه برضه لا يكون في عون. دول بشر يا جماعه، 4 ايام كتيره ضغوط، وبعدين بتكسب 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 وبتقدم. فحته كلها اخطاء، وهو كان عنده اخطاء برضه. نسبه الاخطاء بتاع المقصة محمد كان عنده اخطاء كتير خلي بالك، واحسب بالورقه وقلم. حضرتك كنت بتتكلم واحنا قاعدين فوق بنتفرج، لا يعني واضح جدا ان النادي الاهلي كان ممكن يستغل الاخطاء دي. هات اي هجمه، بص اخر 20 دقيقه هات كل هجمات النادي الاهلي هتلاقي ممكن يسجل منها لو في توفيق، لكن مفيش توفيق. هو النهارده عامل التوفيق، مبروك لعماد سليمان، مبروك لفريق المقصة، مبروك للعيبه، لكن عامل التوفيق حرم النادي الاهلي النهارده على اقل اقل من التعادل يا محمد. ويمكن الحاله الفنيه كابتن شريف وانت بتتكلم عليها بالنسبه للاعبي مصر المقاصه النهارده، كميه الجري وبالنسبه لهم كانت عاليه جدا، واصرارهم حتى على مواجهه النادي الاهلي بشكل قوي يعني. يعني جود لك النهارده بصراحه يعني. يعني اللعيبه كمان لازم تتهنى يعني، لازم نهنيهم على الاداء الجيد ده. احنا كده كده بنحلل المباراه، شايفينها قدامنا احسن مباراه اتلعبت في الدوري ببعيد عن اي مباراه لعبت، بل من المباريات الجيده اللي احنا ممكن برضو يبقى فيها دروس مستفاده جدا
بالنسبه للتحركات هنا في تحركات في المباراه دي عالميه الحقيقه من الكروسات اللي احنا بنعمله في الناس كلها طول الدوري والسنه اللي فاتت اتعمل فينا النهارده. يعني الحاله اللي احنا بنتكلم عليها الارهاق اللي بنسببه للفرق كلها عشان كده بنقدر نستحوذ ونروح على الجول ونجيب جول واثنين وثلاثه اتعمل في النادي الاهلي النهارده ان حاله الارهاق اللي حصلت فيهم من التحركات السريعه جدا لفريق المقصه. مهما كان السيناريو مهما كان الوجود كنا هنقول ان المباراه لازم تكون على الاقل تعادليه في ظل اللي احنا شفناه ده كله، وان كان في ظل الملعب انا مش قادر احس ان النادي الاهلي خسر النهارده، لان النادي الاهلي ادى، النادي الاهلي معرفش يعني انا ملعب كوره من ثرو باص وتتحل بالشكل ده دايما بطلع في وقت خاطئ مثلا او بطلع عشان اغطي الكوره ودايما يحصل فيها ضربات جزاء ويحصل فيها، ما كل ده تعب، كل ده الناس مش شايفه، كل ده مش عارف اقول لك ايه، يعني السما مش احنا مش مكتوب لنا النهارده ان احنا نحقق حتى التعادل ونخرج بدون هزيمه، يعني يمكن ربنا عايز كده ان احنا الهزيمه تبقى النهارده موجوده وقدر الله ما شاء فعل يعني. ف ما اعرفش في حاجات صغيره كده احنا كنا نقدر نعديها النهارده، بس الحقيقه نادي المقصه حط نفسه في حاله الفوز، حط نفسه في وجوده جوه المباراه، بقت المباراه تعادليه، احنا بنشوف الكره رايحه هجمه هنا وهجمه هنا، هجمه هنا وهجمه هنا لسرعه الاداء. معلش كابتن احنا بنتفرج الكره دي شبيهه بهدف وافي برضو، يعني ده خطا بتيجي على جنب والثانيه من القلب، يعني دي من النص والثانيه من ورا، يعني ثانيه ملعوبه برضو، ما هو ده برضو اللي قالك عليه ربيع بيبو ثاني. معلش ضربه الجزاء دي بص. يعني تقريبا نفس المكان يا كابتن، نفس تحرك نفس الكره، راحت شويه رايحه على جنب اتطرفت شويه، الثانيه كانت في العمق وراح مواجه وبتتنطط له كمان، يعني على اساس انه لو حط وش رجله مش مثلا على الارض لازم يعمل حرفيه، لا دي كمان ها يعني المفروض يعني جزء الباك رايت مع الديفنس مع قلبي الدفاع لازم يبقى في تعاون في الجزئيه دي يا كابتن، لما يعني ده وجهه نظر ممكن ما اعرفش حضرتك معايا فيها ولا لا. يمكن احمد فتحي متاخر كان في التغطيه هنا، واحمد فتحي اللي كان باك رايت هنا ولا كان محمد هاني كان، انا مش عارف. ستيل ده جه في الدقيقه 71 كان محمد هاني كان خارج. احمد فتحي هو احمد فتحي طيب كان احمد فتحي المفروض يغطي، بس هي الكره بيلعبوها سريعه جدا النهارده بفاست بريك غير عادي بكونتر اتاك غير عادي. كان في زي ما تكون انت مستني الكره تجي لك على هواك وتوقفها وتعمل باص وهات وخد والواحد اثنين واحد ثلاثه، ان النهارده الفرقه دي بتجري لك في كل الملعب. انا ما اعرفش انا لو بره مصر، انا لو بره مصر يا كابتن ربيع هطلب تحليل للفرقه دي. ليه ما تطلبش؟ هقول لك انا ليه. انا اقول لك ليه يا كابتن، المقصه اخر ماتش لعبته يوم ايه؟ كان الاسبوع اللي فات يا كابتن، يعني النادي الاهلي لسه لا 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 لا. خليك دلوقتي ترد على السؤال، انا بقول لك المقصه اخر ماتش للمقصه يا جماعه طلع الجيش 4-0 يا كابتن، كانت يوم ايه؟ كان يوم ايه يا شباب؟ عشان اوصلك لان انت دول بشر يا جماعه بالورقه والقلم. كان يوم كام؟ اللي هو قبلنا بيوم، قبل مباراتنا بيوم يا كابتن، واخد بالك؟ انت لعبت قبل الاسيوطي بيوم مش كده؟ ده الاسبوع اللي فات، الاسبوع اللي فات قعد كام يوم عشان يلاعب النادي الاهلي يا كابتن شريف؟ اسبوع. انت دلوقتي عندك في وافي ده لعيب كويس ولا لعيب مهاري؟ حسين الشحات لعيب عالي ولا مش لعيب عالي؟ عالي طبعا. طيب تراوري انطوي الباكين لعيبه عاليه، لكن انت النهارده على مستوى عالي جدا، لقيت الراحه يا كابتن شريف ولقيت الاستشفاء ولقيت ايه الوقت الكافي اللي قوته ترجع تبص للنادي الاهلي. انت في 5 ايام انت لاعب ماتش الاسيوط يوم يا كابتن؟ يوم يا كابتن الاربعاء، الخميس كنا في اللعب كنا بنلعب الاربعاء النهارده 5 ايام بالظبط، الاربع من الاربع للحد يا كابتن كام يا محمد؟ 5 ايام. انت عندك يومين فيهم اقصى حمل، خليكم معايا يا جماعه عشان تعرفوا، اصل الكوره ليها اصول والفنيات ليها اصول يا جماعه، والدنيا والعلم واخد بالك انتوا، ما هو كده ما هو كلامك انت يا كابتن ربيع برضو، مهما كانت الدنيا والعلم والاصول فرقه النادي الاهلي دي هي اللي بتعلم الناس الاداء ده، مش اللي يتعمل فيها الاداء ده يا كابتن. ده هو اتعمل في ايه؟ احنا هو اتعمل في النادي الاهلي ايه؟ السرعات اللي انت بتقول عليها واحنا بنقابلها يا كابتن ربيع دي، السرعات اللي هي حصلت فيها يا عم، ده بشر، هي العملية عافية ولا بنتكلم بأصول فنية أو بعلم؟ الكلام يا كابتن واحنا كلامنا مش مسألة علم، لا في إيه؟ أنت عندك 30 لعيب أو 25 لعيب كل ما ينفعش هتغير 10 في ماتش، ما بتغيرش 10، هو عملية روتيشن بحساب زي ما كابتن حسام بيقول لمصلحة الفريق.
طب ماشي ما عمل روتيشن النهارده بوليد سليمان واحمد فتحي. لا ما انتوا لازم يا جماعه نعرف ان ليه ان التركيز ليه الاهلي بعيد عن التركيز. وحسام قال لك في اجماع ان في ارهاق، واحنا قلنا ارهاق قبل ما يقول حسام ارهاق. الارهاق ده طبعا بيوصلك للاخطاء يا محمد، اخطاء واخد بالك غير عاديه. لاول مره من فتره حجم النادي الاهلي وقدرات النادي الاهلي وتفكير لعيب النادي الاهلي وذكاءه لعيب ما يوصلهمش. لكن الارهاق ده خارج عن بتاع، خارج عن انت احنا كنا لعيبه كوره بنعرف يعني ايه ارهاق يا محمد. فخمس ايام فيهم اقصى حمل، اقصى حمل. خلي بالك انت عندك عضلات وعندك واخد بالك وعندك 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 حاجات ذهنيه غير عاديه، ده بشر. الحد من الحد من الاربع للحد هو الاسماعيلي جاي من السريه عنده فتره كبيره جدا مع لعيبه الاسماعيلي المقصه مع لعيبه كويسه. انت النهارده عاوز تجري الاهلي، وفي نفس الوقت الاهلي الشوط الثاني انا شايف النادي الاهلي ادى وصل وراح وضيع يا محمد واخد بالك وضيع بحقيقة. انما التركيز عشان يجيب التركيز عشان يمنع توفيق. انا وجهه نظري هو توفيق برضه. طيب خلينا نتكلم بقى ربيع في عبد الله السعيد الحته الدفاعيه بتاعتنا الحته الدفاعيه، انما بقيه الفرقه ما شاء الله الله اكبر بيجروا جري النهارده زي الوحوش في الملعب وبيروحوا للجون 30 مره. احنا فرقتنا برضه عملت النهارده مجهود فوق الطاقه كمان ان هم راحوا ولعبوا. انا ما حسيتش باجهاد بصراحه، انما في عدم تمركز، في اجهاد في انك انت تراقب في الجزء الدفاعي، في غفلان في سرعه لعيبه ثانيه. انا ده الامتيازات اللي حصلت من فرقه المقاصه اللي احنا لازم نديه لهم، ان هم النهارده الحقيقه فايقين جدا سرعات كده. احنا كل اللي عندنا عدم رقابه الناس اللي هم كويسين قوي، وتقييم لسرعه اللعيبه اللي في مصر مقاصه كابتن ما كانش كما يجب يعني. بالنسبه للديفنس بتاعنا انت عارف يعني فافي وجون انتوي وحسين. انا اول مره اشوف عليه انا ما شفتهم ماتش الزمالك يعني ما كانوش كده، كسبوا الزمالك 3 بس ما كانوش بهذا الاداء. احنا قلنا فايقين ما كانوش بهذا الاداء. هات الجون الثاني والثالث اللي في النادي الاهلي والصوره تيجي هتشوف لعيبه الاهلي بص بيجروا ورا الكوره غير يا كابتن شريف. في نقل الكوره مفاجاه يا كابتن ربيع، دي سرعه غير عاديه. بص بص ده سرعات غير عاديه الحقيقه. طيب يعني ماشي ما سرعات مش طيب على النادي الاهلي يعني ما السرعات دي خلي بالك يعني ليك وضد فاهم. احنا قلنا فايقين هم لعيبه، احنا قلنا في لعيبه كوره. وبعدين يا كابتن ادي حقهم بصراحه. لا ما احنا بنقول لهم احنا بنقول حاجه، احنا قلنا المقصه راحت ووصلت وهدفت وقلنا مبروك نوصف حالات فنيه يا كابتن شريف. ايوه مظبوط. احنا بنقول ليه دخل فينا الجول؟ هات الهدف الثالث. اخطاء دفاعيه. هات الهدف الثالث من الاول معلش. اخطاء دفاعيه. ضربه الجزاء البنالتي ده، هات البنالتي معلش رجع لنا البنالتي بس. تمام تمام اقف بقى اقف 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 اقف. تمام بص يا كابتن يعني انت ما عندكش زياده عدديه يا محمد يا كابتن شريف، عندك 3-2. بص لما انطوي جري وخد الكوره، بص بقى ده جيبه ده ايه. بص يا كابتن بص وده ومين اللي مين اللي مين اللي مين معلش رجع رجع معلش بعد اذنك معلش ايمن اشرف. لا رجع كمان 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 بس اقف الكوره هنا بقى بس. مين اللي قدامه معاه الكوره ده؟ مين اللي معاه قدام الكوره اللي معاه الكوره؟ بص يا كابتن مفيش مدافعه، في اجهاد، في خد بالك مفيش ذهن حاضر، مفيش قطع كوره. بص عادي ادي 2 4 5 5 على 3 ما حصلتش في النادي الاهلي يا محمد. 3 خضر ادي اللي معاه الكوره والاثنين رؤوس حرب، وادي 4 خط الظهر واقف وقدامهم الديفندر اللي واقف. انا مش عارف مين احمد فتحي ده. احمد فتحي يمين وفي النص كان عمرو سريع اللي قبل اللي هو الدفاع ده احمد فتحي اللي قدام قدام الكوره اللي قدام لعيب الكوره ده عمرو سريع يا كابتن. بص يا كابتن شريف بص ملوش دور خالص، دي واحد مفيش دور اثنين واخد بالك انفرد. ده معناه يا كابتن شريف فنيا انا بتكلم على تحليل حاله فنيه راح بيها وسجل، انما ادينا له حقه كفايه. لعيب سريع، لعيب مهاري، لعيب كويس، بنديهم حقه بشكل غير طبيعي يعني سرعه غير طبيعيه يا كابتن. فالارهاق له دور يا محمد ولا في الاهداف النهارده. زاد التوفيق ده كابتن. كانت الطريقه اتغيرت ان 3 بس اللي بيلعبوا 3 4 3 3. انت رحت ب3 صالح نزل كان متقدم شويه والثلاثه هم اللي موجودين. ده كل كل لعبت بالسوليه بس لعبت بالسوليه بس في الدفاع ده رد الفعل كنت 3 4 3. وانت رحت وصلت عملت اجنحه عملت النهارده حاجات كتيره جدا في الكوره. انت وصلت لهو جاب لنا الحالات اللي وصلنا بيها يا كابتن شريف في الشوط الثاني كتير جدا بس مفيش توفيق. هو مقتنع ان انت فرقه كبيره المقاصه ومركز على انه يخطف منك كل الكور اللي جات لك دي، ونجح في ذلك. نجح ان هو بالامكانيات اللي موجوده عنده والسرعات اللي كانت موجوده داخل الملعب النهارده انه ياخد منك المباراه. في الاجهاد اللي انتوا اتكلمتوا عنه الدفاعي اللي هو بيتمثل من عند كان احمد فتحي وسوليه وبقيه الديفندر بيعدوا من جنبهم بكروسات سرعه رهيبه جدا. انا مين هات لي اي حد في الكوره اللي انت جبتها بتاعت انطوي دي عند محمد نجيب يقدر يجريه في نفس السرعه؟
او يقدر يعمل التيرن ويلف عشان يمسكه. ما حدش لا انت لو عندك سعد النهارده او عندك رامي ما قدرش يجيب نجيب ما كانش يقدر يجيب ولا اي حد. انا ما بتكلمش عن نجيب لا بتكلم على انطوي. الكره دي لما اتلعبت من ورا ربيع سرعه رهيبه من انطوي عشان الباك يلف ويغطي عليه ويجيبه. بص ما ولا اي باك في الدنيا يقدر يلحقه. الباصه سريعه جدا والانطلاق سريع جدا والمسافه قصيره جدا. حتى شيف اكرامي حب يعوض الباص ده بخروجه من المرمى. يا يعني كابتن هو خلي بالك هو نجيب وايمن اشرف في مواجهه الكوره يا كابتن شريف خلينا برضو ما انا بشرح لك حالك انت حر في حالتك وانا حر في حالتي واخد بالك في الجانب الفني انت صراحه زي ما تقول. لكن انا شايف الواقف اساسا غلط من الاول يا كابتن شريف. النهارده انا باخد الراجل المنافس في صدري شايف الكوره وشايف المنافس طول ما هو في صدري يا كابتن شريف انا واجه للكوره اقف بعد اذنك لو سمحت معلش انا عايزها متاخر شويه عشان نعرف ليه الراجل ده استلم حر كده. بص يا كابتن كم ارجع ورا كمان عشان نعرف الراجل ده بيستلم حر ازاي كده. اهو ما انا بوصف انت اوصف وانا بوصف لك. لا انا برجع لك الكوره عشان اوريك ده جاي منين. راجع حسين الشحات برضو اللي عمل الباص ده. بص حسين لعيب كوره من الاول. حسين مين المسؤول عن حسين عشان يقابله؟ ادي واحد هو عمرو السوليه واحمد فتحي حتى كان بيرجع كان يعني المفروض انا بتكلم يا محمد انت في مساحه لحسين الشحات وفي تمرير عند حسين تمريره حاسمه راح راجل يبيع مين اللي يمنع التمرير ده؟ ادي السوليه ادي واحد هنا اثنين ان عندك اثنين في القلب وظيفتهم الرقابه وظيفتهم الميل وظيفتهم التغطيه في الثلث الاخير. الراجل ده ناخده في صدري تحرك ده تحرك فردي. انطوي ده اللي عمله انت راس حربه تحرك فردي رائع من لعيب كوره كبير راح سجل. كلها اخطاء ليه؟ لان الذهن مش حاضر التركيز مش موجود الدنيا. انما لو الظروف كويسه الطبيعي جدا على الاقل كان ممكن شريف يعمل تغطيه ويلحق الكوره وما تحصلش بينالتي. حقيقه كابتن طيب يعني لو احنا بنتكلم بقى كابتن على تغييرات النادي الاهلي النهارده هل هي اثرت بشكل كبير على الشكل الهجومي ولا فضل الوضع؟ لان النادي الاهلي كان كده كده عنده الحاله الهجوميه قويه جدا يعني خروج محمد هاني خروج جينر اجاييه خروج ايضا وليد سليمان ونزول باكا ونزول صالح جمعه ومؤمن زكريا كابتن. هو الحقيقه احنا كنا محتاجين حد يبقى اكثر فعاليه النهارده من ازارو بعد الهدفين لما دخلوا فينا كان لازم يفكر في تطعيم يدخل اجاييه جوه وينزل حد قلنا في نص الملعب يدعم نص الملعب شويه اذا كان احد اللعيبه اللي نزلت مؤمن او صالح جمعه وده كان بيديك شكل بقى خلاص انت محتاج شكل هجومي كامل. عشان كده هو فكر انه يخرج محمد هاني من الناحيه الثانيه ويحافظ على كل قوته الهجوميه بما فيهم ازارو. وبرده كان ليه ازارو هو دخل وكمل الكوره بتاعه باكا. دخول باكا برضو عمل تنشيط كويس انما انت ظروف المباراه لا بتخلي باكا بيقدر يخش جوه الجيم دايما بيبقى نازل بظروف صعبه مش ظروف مسهله له الدنيا ان الفرقه فايقه وكسبانه اثنين وكسبانه ثلاثه وده اللي احنا كنا بنقول عليه. التغييرات بتفرق معاك في اوقات المباراه. انت شايف النهارده شايف كره زي دي كمان بتضيع ازاي؟ ده هدف يا كابتن شريف. ده هدف ها؟ طيب ادي طيب. هدف ادي هدف هنعمل ايه؟ ادي هدف هنعمل بص دي بص دي يا كابتن شريف بص كام واحد في الاهلي راح يجيب جول كمان بص دي كمان دي هدف ولا مش هدف؟ ولا واحد واقف هنا عشان لو كرة تردد يا كابتن ربيع من الكرة زي لو تردد يقدر يكمل هو ناحية التانية. ماشي احسب الاهداف اللي ضيعناها يا كابتن. بص ادي هدف قبل دي ما انا اللي بقول لك احنا مضيعين 12 هدف. طيب ما طيب يبقى في توفيق عدم التوفيق لكن في عدم توفيق خدت بالك بس في توفيق غير عادي وسرعات غير عاديه انا شايفها النهارده من فرقه المقاصه ما يقدرش يجاريهم اللعيبه اللي كانت موجوده في نص الملعب وتفنس الاهلي النهارده. سؤال ليكوا كابتن يعني ده احنا دايما بنقول النادي الاهلي بيلعب بشكل جماعي لكن هل غياب حسام عاشور النهارده اثر بشكل كبير على اداء النادي الاهلي وشكل النادي الاهلي حتى الدفاعي حتى بالنسبه بص يا كابتن قبل ما اتكلم على حسام عاشور يا ريت يجيب لي الفاول ده معلش الضربه الثانيه بيبو الكابتن ربيع معلش يا بيبو معلش بارك الله فيك هاته يا كابتن بيبو معلش الفاول لا الفاول الفاول يا بيبو الفاول معلش اسمع كلام كابتن ربيع معلش يا بيبو يلا تعبيرك دايما معانا احنا من حاله لحاله فنيه واخد بالك بس بس تمام ماشي يا بيبو ماشي 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 اقف اقف الكوره بص الكوره بص خلي بالك بصوا يا جماعه بصوا بوريكم هنا فرقه المقاصه كبشيف واقفه غلط دفاعيا الكوره عدت وراحت بص كام واحد من النادي الاهلي لو عدت الكوره يا كابتن شريف ده بعد الكوره راح شوف هم واقفين ازاي شوف الاربعه اللي واقفين بس اقف اقف عدت وراحت يا كابتن
لو كان سابها اللي وراه هتلاقي اكتر. ادي فرصه، دي هدف تاني طالع، وهدف انت قايل ضايع اتنين. مفيش، هو راح كم مره الشوط التاني؟ راح وصل. اه عنده سرعات واحنا عندنا سرعات. بالنسبه لحسام عاشور مسمار وسط ملعب النادي الاهلي، ودي حتته، ولو هو موجود مش عاوزين يعني قدر الله مش هيفعل. حسام عاشور يا كابتن حافظ حتته ومنتج جدا وايجابي في حتته يا محمد، ومنظم جدا في حتته، وبيدافع باقتدار وعارف يعني ايه الزياده العاديه. وادي جول يا كابتن، دي جت في العارضه دي برضه، خدت لا جنب القائم اليمين، لمست العارضه شويه، لمست دي، لمست العارضه. انت وصلت ورحت، مفيش توفيق. بص كلها اهداف والله العظيم. عبد الله السعيد هاتهم لنا برضه يا بيبو بعد اذن حضرتك. فاهم ازاي؟ انما حسام بتسالني على حسام عاشور، حسام عاشور في وسط ملعب النادي الاهلي بيعمل ايقاع للفرقه، بيعمل ريتم للفرقه. اتفضل يا كابتن، مش عارف اتفضل يا كابتن، مالك انت بتعمل ايه؟ اتفضل اصل بكلم محمد بيسالني في السؤال. اتفضل يا كابتن، واحد في النقاش يا كابتن ربيع. اتفضل خلاص ماشي، خلاص ما انا خلاص خلاص والله جاوبت، والله ما انا خلصت. اتفضل كمل. طيب يعني هو عامه حسام عاشور زي ما حضرتك كابتن ربيع وكابتن شريف بيأكد على كلام حضرتك، حته الايقاع وحته وجوده في نص ملعب ورمانه بيوصل ما بين جزء دفاعي او بيبقى ماشي بشكل جيد فيه، وفي نفس الوقت بيخلي الجزء الهجومي انت مطمن بشكل كبير يا كابتن شريف. بيعمل ريتم، بيعمل ايقاع، عنده طريقه تدويري في الملعب، ان هو لما بيجي له الكوره بيقدر يطلع لك الخطوط، بيقدر يوقف لك الخط الثاني، بيقدر يخليك في حاله هجوميه دايما مش في حاله دفاعيه. بيقدر يخلي الفريق اللي قدامك بيعمل حساب لكل كوره بتتلعب بالعرض، بتتلعب انما بيقف في المكان ده، هو اللي بيتصرف، هو اللي بيعمل التبادليه مع عبد الله السعيد اللي هو يعمل الايقاع بالنسبه لفريقه. ايوه طبعا بيفرق، طبعا وجوده بيفرق جديد جدا. هو كل الماتشات اللي فات كام ماتش ما لعبوش حسام عاشور الا اذا كان مصاب. بس حته الجهاد المتكرر ده يا كابتن برضه يعني محتاج حسام يقعد شويه بس عشان يخف، لان مهم جدا ان دي ثالث مباراه حسام يجي يلعب، يجي له اجهاد فيقعد، فبالتالي اكيد الفريق زي ما انتوا بتقولوا بيتاثر بشكل ما. لازم اللعيب يرجع من الاصابه سليم 100% ويتدرج في دخوله في الملعب، انما في لعيبه كتير قوي لازم عشان تكون موجوده جوه الملعب لازم بتبتدي. يعني ما بقدرش احط حسام عاشور احتياطي، لازم ابتدي بيه المباراه زي حسام سوليه كده، نفس القصه، نفس عبد الله السعيد. في ناس بتبقى انت محتاج ان هي تبقى موجوده للايقاع بتاعك وسرعه نقله الكره من الخط النص للفراوده. فلعيب زي ده طبعا بعد الضغط اللي احنا شفناه في افريقيا وتلاحم السنه اللي فاتت مع منتخب مصر، مع بطوله افريقيا، مع كل ده شيء طبيعي في النتيجه اللي احنا بنشوفها في اللاعبين. طيب يعني بيبو هات لنا برده الاهداف، يعني عبد الله سعيد وكورتينو اللي كانوا في العارضه دي برده يعني لازم نتكلم عليها كابتن ربيع. انت يعني استكمالا لكلام حضرتك في جزئيه ان في عدم توفيق كورتين في العارضه، ايوه كوره باكا اللي احنا يمكن لمست ايضا العارضه، في يعني وصلت زي المدير الفني اكتر واحد يحس بالفرقه. خلي بالك اخطر حاجه ان انت ما تلاقيش وقت تريح فيه لاعبيك. تدوير احنا قلنا تدوير وقلنا ان اللعيبه تلعب بس واحد او اتنين بالكتير، ان انا بلعب الجهاز وفي نفس الوقت بخاف على شغلي عشان اقدر اكسب كويس قوي. لعيب الجهاز في الوقت المناسب ده. الحاجه الثانيه ان في خمس ايام انا عندي حمل اقصى، محدش برضه يعرفها غير المدير الفني واللي اشتغل في التدريب، حمل اقصى في يومين من خمس ايام كتير جدا. النادي الاهلي حجم الجوانب الفنيه اللي بيطلعها من جسمه ومن حياته ومن كل حاجه كتير جدا. المنافس استريح فتره كبيره جدا بعد الماتش، عمل استشفاء، خد راحته، خد راحته في التدريب، خد راحته في وقته، انما انت ما خدتش وقتك، انت عندك متوسط الخمس ايام عملت فيها اتنين يومين اقصى حمل اللي هو الماتش بتاع الاسيوطي وماتش النهارده، ده اقصى حمل، اقصى حاجه عندك، وعملت تمرينتين متوسط حمل متوسط، وعملت يوم استشفاء راحه فيه 45 دقيقه. الامور كلها خلي بالك مضغوط. انت خدتني في حته مهمه جدا، وحضرتك بتتكلم على الايام وايام الراحه. طبعا ان انا مباراه السوبر يا كابتن اللي احنا يعني معلش وانا طبعا طبعا مظبوط ومطالبه النادي الاهلي، يمكن كابتن سيد قال احنا لو يوم 12 هنلعب يوم 13 هنلعب، ولكن جزئيه الراحه انما النادي الاهلي بيطلب ان انت تلعب يوم 8 مع نادي الزمالك ومباراه هتبقى قويه جدا طبعا، طبعا بتلعب طبعا المنافس التقليدي فيها شغل وتسافر للامارات عشان تلعب فريق المصري اللي هو فريق قوي ايضا. عاوز اقول لك المقابل حسام حسن قال ايه؟ قال ايه؟ انا مش موافق. هم رفضوا ليه بقى؟ عشان النقطه اللي بتكلم فيها عشان انت ما تاخد ثلاث ايام خمسه كابتن، عشان غير ما تاخد ثلاث ايام غير ما تاخد اربع ايام، يعني يبقى الكلام يبص خد بالك خد بالك كابتن. ايوه ما انا معاك خمسه يعني تقريبا سبعة ايام او ثمان ايام قبل اللقاء تمام.
المصري مش احنا قرينا النادي المصري بيرفض ان ماتش الحربيه رفض وقال على الميعاد اللي حدده اتحاد الكوره عشان انت ازاي تلعب تلعب كام 12 الاهلي يلعب كام 8 12 يا كابتن وهيلعب 8 اهلي وزمالك 9 10 11 12 المصري هيلعب 5 يبقى عنده 7 ايام مفيش ما ينفعش وبعدين تلعب الزمالك يعني كل طاقتك في الزمالك كميه جري واخد بالك كميه سرعات كميه واخد بالك تحركات كميه احسب بقى كل ده ده الكلام اللي انا بقوله فحسام قال لك يا ريت نخليها يوم تاني حسام عشان هو ده الواقعيه الشديده جدا راح يفرق يا محمد فده الكلام بتكلمه وده الصح ويا ريت تاجل يوم لان النادي الاهلي مطالب ان هو على الاقل يوم عشان تقدر اللعيبه تريح في سفر وفي راحات وفي حاجات كتيره جدا تفرق في اداء اللعيبه وده كلام مظبوط جدا. كابتن تشترك معانا في الجزئيه دي كابتن؟ اعتقد ان عدد اللعيبه اللي موجود في النادي الاهلي يسمح له ان هو يبقى موجود في الروتيشن اللي هو بيعمله، يعني انا ما بشوفش غربه في اي لعيب، احنا لسه كنا قبل المباراه بنقول ان احنا اي لعيبه اللي بتبقى موجوده بدلاء موجودين بيقدروا يعوضوا اي غيابات موجوده، فعشان كده ده هو ده النادي الاهلي، هم دول اللعيبه اللي هم زي بعض كلهم لما بيبقى فيه اجهاد او اي حاجه بنلاقي البديل. طب في كام لعيب؟ في كام لعيب؟ في كام لعيب؟ كام لاعب؟ لاعب انت دلوقتي هتعمل تدوير خرجت ماتش الاهلي والزمالك وهتلاعب المصري في السوبر، هتدور في كام لعيب؟ كام لعيب؟ الاجهادات اللي انت بتتكلم عليها كام لعيب يعني متوسط كام؟ انت عندك بتقول لو انت المدير الفني انا عندي دلوقتي اجهادات وفي غيابات وفي اصابات، احنا خلاص كام اللعيبه اللي موجوده عندك دي كلها بتغطي بعض؟ هنزل فرقه ثانيه قدام المصري؟ يعني ايه فرقه ثانيه؟ يعني انت شايف الفرقه كلها دي عايزه تتغير كلها؟ ما انا بقول لك اهو. طب انت بتقول لي كام لعيب لو انت المدير الفني ولعبت خرجت من الزمالك هتدور نفس الاثنين لعيب لعيب؟ طيب خلاص هو ده طيب اثنين لعيبه يعملوا النهارده دخل اثنين لعيبه هيبقى برضه نفس الجهاد يا كابتن كتير. بس رجعت انا وانت بنتكلم ان في لعيب لما بيبقى موجود بيفرق كتير قوي مع الفرقه. طبعا مش فاهم طبعا. طب انا وانت متفقين على الحته دي طبعا يا كابتن في كلامي لحضراتكم على حسام عاشور وفي نفس الوقت عمرو السوليه بتشوفوه اللي هو هل ده عمرو السوليه في الفتره الاولانيه اللي ابتدى فيها موجود بنفس عمرو السوليه لما بتبقى حاله الفرقه كسبانه وبتروح على الجول وبيقدر يعمل هو التطبيق اللي احنا بنقوله انه بيروح بيدعم وبيروح يجيب الجوال انما بتبقى فرقه مضغوطه وكان في فرقه سرعات النهارده مش كويس يا كابتن النهارده سرعات يا كابتن عليه كتيره قوي سريعه جدا عليه خلينا واقعيين النهارده السوليه مش كويس يا كابتن ما قلنا انا وانت ان في سرعات عليه عاليه جدا في الملعب عشان بقول لك استحاله نقدر نواجهها هو النهارده حتى مش قادر يروح يخلي الراجل يمنعه من الباص او يروح للراجل يشوفه إيه بيستلم هو بعيد عنه ومش مركز الاجهاد اللي احنا اتكلمنا عنه الاجهاد خلاص. وصلنا النهارده ان احنا عدم التمركز بس في الملعب بس عدم التمركز في الملعب بيعمل اخطاء كتير بس خلاص. بهذا الشكل الصارخ يا كابتن ربيع والتوفيق الكامل انت قلت بلسانك دلوقتي الاجهاد وصله واخد بالك لعدم صح خلاص خلاص صح ده بشر يا كابتن هو ده انما ما حدش قصر يعني السوليه واخد بالك ما حدش قصر واللعيبه حاولت وجاهدت ما بنقدرش نقول على لعيب عندنا واحد ضيعت يا كابتن انا بقولش على لعيب لا لا انا بقول النهارده انما في اتكلم على حاله احلال وتبديل لما بيحصل في الفرقه بيفرق يا كابتن ربيع مع الفرقه النهارده انا لما بشوف تدعيم كامل حصل في الماتش وانت بتقول اديك شايف كل الكور اللي رايحه ما بتخشش خلاص بقى عرض لك ده عدم توفيق للنادي الاهلي النهارده وما بنزيدش عليه في خسارته طيب. ولا في احنا مش عايزين يا كابتن وقت ما بنكون بنكسب نقعد نقول اللعيبه بنتكلم بنفسر بالظبط عمرنا ما هنتغير في كلامنا عن النادي الاهلي لكن تقييم النهارده كابتن ربيع كابتن شريف مثلا للباك رايت عندنا كابتن محمد هاني مثلا يعني برضو وجهه نظرك النهارده تعامل هاني مع المباراه هم ضغطوا على محمد هاني يا كابتن فاروق جامد قوي يعني ضاغطين كل الفرقه المقاصه يعني كابتن ربيع يشاركنا في الحوار كل ضغط اللي حصل اي دوري هتكلم انت خالص لا كابتن ربيع ده ليه دوري ومش دوري ده ليه دوري كابتن ربيع انا كل ما بتكلم بقول حتى ربيع بيقول حتى نقاش لان احنا هو في ايه حلو جدا لما بنبقى احنا بنتكلم في ايه انا بدخلك في الحوار انت زعلان ليه انا بدخلك في الحوار معايا انا بحبك تخش معايا في الحوار ماشي كابتن ربيع هتحاول نخش يعني خش انا قلت لك لا سيب كمل الحوار اللي انا بقوله اتفرج على الماتش انت لو عندك وجهه نظر قول رايك بقول لك يا ربيع انت لما بتتكلم بتفتح عليا فبتلاقيني انا بقول ده هو حسام عاشور رمانه ميزان بيقدر يعمل ريتم يمكن انت بتتكلم في حاجه وانا بكمل لك ايه اللي مضايقك انا مش فاهم ربيع اللي مضايق ربيع مش مضايق الخساره عملت الخساره عملت علينا لا لا انا بوصف حالات فنيه من وجهه نظري لا مش ما انا بدعمك انا بدعم كلامك على طول كابتن ربيع بعد اذنك طيب خليني اتكلم بس كابتن ربيع احنا دلوقتي محمد هاني يعني النهارده كان باك رايت مميز جدا وفي نفس الوقت النهارده انا شايف ان محمد هاني الى حد ما مش في مستواه الطبيعي خلق الى حد ما حته جزئيه الجاب او الجاب اللي ما بين الباك رايت وقلب الدفاع كانت الى حد ما ناقصه بشكل كبير كابتن شريف كابتن ربيع
يعني رايكم في هذه الجزئيه اللي انا بقولها؟ ممكن تكون دي وجهه نظر انا، وجهه نظر نجومكم. نظم حكايه الدفاع مع ربيع ويخلينا انا في الهجوم. خلاص ماشي، خلينا مع كابتن ربيع. الجزئيه دي ايه اخبارها؟ بتاعته دفاعيا هو اللي المفروض يتكلم فيها. انا كابتن وانت تقيم محمد هاني بكله دفاعيا وهجوميا. هجوميا ما كانش ليه دور خالص النهارده هجوميا. دفاعيا هو مش وقفته، هو مش فوقانه، مش هو محمد هاني. محمد هاني ليه النهارده مش موجود؟ محمد هاني لان عماد سليمان زي ما انت قلت وقال الكابتن شريف ان موقفين اتنين جناحين على اعلى مستوى، مهارين وعالين ولعيبه كوره وفاهمين. كانوا لما بيهاجموا وتروح والكوره تبقى عند النادي الاهلي، فوافي وتراوري دول جناحين واقفين للباكين اسدين لعيبه كوره. فعشان كده كان انتاج محمد هاني مش مظبوط، لكن محمد هاني من وجهه نظري النهارده مش موافق. بس هجوميا بقى محمد هاني يا كابتن محمد، هو قال لك برضه لما انا متابعه هجوميا هو ما كانش في حاله الضغط اللي كان بيحصل عليه والسرعات اللي موجوده اسرع من الموجود وبيخشوا عليه من ناحيتين. ده هاني السعيد احنا ما جبناش سيرته ربيع، هاني السعيد لما خرج بقى كارثه علينا. ده نزل يعني نزل الراجل محمد مسعد، ده قلب الفرقه. انت قلت يا كابتن شريف في بدايه الاستوديو ان ده هيحصل عمليه تغيير. انا قلت لك هيحصل التغيير ده وسريعا. وعماد فتحي اللاعب برده كان هايل. هو النهارده ربيع كان فاكر ان هو جاي يلعب عايز يطلع بيرجع ببونت من المباراه. النهارده حتى لما هاني سعيد ده لما اتعور كان في مصلحته. ايه محمد مسعد اللي نزل ده قلب المباراه كلها وخلى ليه وجود لنص الملعب وبشكل هجومي صارخ وبشكل دفاعي. فكانت ضغط جامد جدا على محمد هاني. ما اعتقدش ان هو كان عنده المساحه او كان عنده الفرصه ان هو يواصل دفاعا وهجوما في نفس الوقت. وكابتن احمد فتحي النهارده كان عنده برضه حسين الشحات مع سوليه اللي هو يمكن قلنا متاخر شويه في التمركز. مع فوافي اللي في حاله غير عاديه، والراجل اسمه تراوري ده ما بيغلطش في الباص يا كابتن ربيع. كل حاجه سليمه عندهم بتحصل النهارده في الملعب. اذا مش هنيجي نقيم اللعيبه بتاعتنا ونقول ايه هم كانوا في حالتهم الطبيعيه اللي فيه هجوما ودفاعا. يمكن لو كلمنا ده الباك رايت الباك ليفت النهارده برضه كابتن كانت الشغل اكتر من عند محمد هاني زي ما قال كابتن شريف. النهارده صبر رحيل وتقييم احسن. صبر رحيل احسن من محمد هاني النهارده. اجتهد وحاول واخد بالك وطلع في اكتر من كره عملها بالعرض وكان موفق. يعني احسن من محمد هاني حالا. ففي حالته الفنيه اعلى من محمد هاني. طيب يمكن قلب الدفاع كابتن احنا اتكلمنا فيه ان كان في بعض الاخطاء. ويمكن لو اتكلمنا على ايمن اشرف هو ماشي بشكل جيد في الفتره اللي فاتت. محمد نجيب النهارده رجوعه ما كانش بالمستوى اللي انت كنت محتاجه منه. يمكن هو كان جيد في الفترات اللي فاتت، لكن النهارده مع سرعات الموجوده سواء من فوق من جون انتوي وحسين الشحات الامور كانت الى حد ما مش محمد نجيب. لكن خليني اقول لك كابتن شريف المطلوب من النادي الاهلي بقى بعد هذه المباراه. خلاص احنا بننسى المباراه دي وبنستفيد منها من كل اللي حصل فينا في السرعات اللي احنا شفناها. اكيد هيبقى في عرض للمباراه واللعيبه هتقعد وتتفرج النهارده وتشوف كل لعيب مع نفسه حتى قبل ما يقعدوا مع حسام بدري ويقعدوا مع الجهاز الفني كله. كل واحد هيبقى عارف هو عمل ايه قبل ما يروح يقعد ويسمع عشان يبقى مقتنع حتى بالكلام اللي بيقوله المدير الفني. الحاجات الثغرات اللي حصلت فينا النهارده من الباص من السرعات من الحاجات اللي راحوا بيها معجون علينا من التصرفات في قفل المنطقه كله، ده كله هيبقى في المباريات الجايه معمول حسابه، معمول حساب بعوده لعيبه ثانيه، روتيشن ثاني، شكل ثاني، وننسى اي فرقه في العالم بتكسب وبتخسر يعني. الدوريات كلها في الدنيا بتخلص في اخر ماتش او اتنين، احنا عندنا النادي الاهلي بيخلصها الحمد لله قبل ما الدوري ما بيخلص بخمس ست ماتشات. كابتن انت طنطا الماتش اللي جاي ان شاء الله، انت هتاخد الثلاث نقاط ولسه فاضل لك بقى ماتشين مؤجلين يا كابتن، النصر والمقاولون العرب، وفرصه التقدم او وجودك في المركز الاول ما زالت موجوده. يعني الاسماعيلي هو المتقدم وعنده 27 نقطه، لكن عنده مباريات صعبه في الاسبوع ال 13. لما نيجي اقول لحضرتك الاسماعيلي هيلاعب الزمالك، فمباراه بالنسبه له ايضا قوية طبعا. احنا بنبص نفسنا، الاهلي عنده طنطا اكيد النهارده باذن الله تعالى. بكره من فتره اللعيبه ما خدتش راحه، انا متهيألي بكره ان شاء الله كابتن حسام هيدي راحه طبعا. هو ده خلاص كابتن راحه خلاص طبيعي جدا ان لازم ياخدوا راحه النهارده. الاحمال خلي بالك كانت متفاوته وكتيره كتيره كتيره, كتيرة متفاوته، بتلعب احمال عاليه وبتلعب قدرات وبتلعب جري وبتلعب صحه وبتلعب بتلعب حاجات كتيره جدا. الفرقه اللي بتجهز النادي الاهلي يا محمد بتجهز بشكل غير طبيعي. تقعد اسبوع معسكر عشان تقدر تقابل وتواجه. فان شاء الله لعيبه كابتن حسام بعد طبعا السلبيات ان شاء الله مأكده مع اللعيبه ويتفرجوا عليها واكد ايجابياته باذن الله تعالى، وفوقهم هيكونوا احسن اداء باذن الله تعالى قدام طنطا. هاو اداء كويس ومكسب كويس بمشيئه الله يعني تعالى. للعلم بس الشيء ان شاء الله معلول ورامي ربيعه وامر الله ايضا مرعون محسن هيبقوا متواجدين في المرحله الجايه او في الفتره الجايه بدايه من المباراه القادمه، فدي في حد ذاتها
يعني قوة ضاربة مهمة جدا لفنان الاهلي. تأثيره كابتن وجود علي معلول وايضا رامي ربيع ان شاء الله ومروان محسن ان شاء الله يرجع ايضا كمان ان شاء الله. بنتمنى لهم انه يكونوا في احسن استشفاء واحسن صحة وبدنيا يكونوا مؤهلين وما يبقاش في استعجال على رجوعهم لان احنا محتاجين كل لعيب في النادي الاهلي في المراكز الأمامية والمراكز اللي عندها فيها خبرة. فاللعيبة دي كلها اللي انت قلتهم في خبرة وفي وجود وبنتمنى الرجوع لمروان محسن. الحقيقة انا بتفرج عليه في التمرين وكان حاجة تفرح يعني. فواحدة واحدة كده ان شاء الله يخش جوه التيم تاني اللي احنا محتاجينهم اذا كان على صعيد الدوري او كاس مصر او ده مين ده؟ كاس افريقيا. مين ده يا كابتن ربيع؟ يا ربيع ده مين الجون الحلو ده؟ ماتش الزمالك. ده ماتش الزمالك انا فاكره كابتن. ماتش ده كام 90 يا كابتن ده؟ ده 89. وده ومين ده بقى برضه؟ ده ربيع عشرين برضه. هو انت بتجري ايه كده؟ جون حلو قوي كده كابتن. ولا جون حاجه. ده ماتش الاهلي والاسماعيلي ده في اخر دقيقه. ده الاسماعيلي في اخر دقيقه كمان. كان ساعتها مين بقى جيل حضرتك في الاسماعيلي يا كابتن في التقييد ده؟ ده كان موجود حازم والله يرحمه علي اغا. علي اغا اللي وقعت منه الكوره دي. وده ربيع ياسين بقى. انا فاكر الجول ده بقى كابتن قوي. مين اللي جنبك هناك ده؟ حسام حسن. مش عايز اقول لك كنت لسه. مين اللي كان الناحيه الثانيه ده معاك بيجري؟ اللي بيجري ده حسام حسن. حسام حسن راس حربة. لسه صغير يا كابتن. والماتش ده انتوا كسبتوه كام؟ 2-1. 2-1 صح كابتن. سجل طاهر ابو زيد وبعد عاد جمال حميد وانا جبت ده في الشوط الرابع قبل ما ينتهي الشوط الرابع بدقيقه او دقيقتين. اثنين نجوم كبار صراحه. حسام بدري بيجري ورايا اهو بص. ايه ده؟ ايه الجون ده؟ اثنين نجوم كبار طبعا كابتن شريف وكابتن ربيع. اثنين نجوم كبار موجودين يعني ادوا النادي الاهلي كتير النهارده بيدونا برضه تحليل فني رائع ما بينهم هما الاثنين. اكيد ماتش كان ما حصلش. انتوا هما فاكرين ان حصل؟ لا 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 حاجه. هو ربيع حق ربيع يعني هو تخيل ان انا بخش قطع. لا لا انا مش كده ولا كده. في حته ببقى في حته هو بيفتح عليا فيها فبخش بدري. ما بقولش كده خالص. لا نجوم كبار. خليني اقول لكم كابتن النهارده محمد صلاح جاب هدف يمكن احنا قلنا في الانترو ليفربول. يعني طبعا تعادل ليفربول وايفرتون ومحمد صلاح بيحرز هدف رائع. رايكم ان رب ما ياخد احسن لعيب في افريقيا؟ وعامه البي بي سي اذاعه البريطانيه يعني اخذته كاحسن لاعب في افريقيا. ايضا في مجله امريكيه اختارته كاحسن لاعب عربي موجود ما شاء الله. ما شاء الله كمان في الدوري الانجليزي بياخد لثالث مره احسن لاعب في الشهر. تدعيم جيد جدا للاعب مصري يا ربيع. يستاهل طبعا. واللاعب الثاني حجازي اللي بيتكلموا عنه عشان يروح ليفربول او يروح يدعم الارسنال الدفاع ورا. لو عايز تتكلم بقى على الدفاعات اللي بايظه خالص بتاع ليفربول ومانشستر سيتي. حاجه مانشستر سيتي النهارده خلاص خلص. لا كسب المان يونايتد دلوقتي 46 نقطه ما بينه وما بين خلاص بقى خلص هو 11 نقطه كابتن. المان عنده مان يونايتد عنده 35 مانشستر سيتي 46. يعني خلاص النهارده جوارديولا بيتالق بيحتفل. مدرب كبير يعني طبعا وعنده فهم وعنده حاجه محترمه رائع طبعا. مدرب رائع عشان كده الفخر هنا في وجود محمد صلاح طبعا. عندنا ثلاث لعيبه ولا اربع لعيبه حجازي صلاح رمضان صبحي ايضا محمدي النيني. موجود ايضا في الشامبيونشيب فبالتالي النني طبعا ما ننساش النني طبعا لسه كان تعادل بالعافيه النهارده الارسنال 1-1 مع ساوثهامبتون كان مغلوب لاخر الدقيقه 87 اتفرجت على المباراه دي وما كانش بيلعب النني النهارده. عامه يا كابتن يعني هارد لك للنادي الاهلي النهارده وان شاء الله المباراه القادمه امام طنطا نعوض الثلاث نقاط دول ان شاء الله لان مباراه مهمه. كل مباراه لازم احنا بنبص دايما لكل مباراه دايما النادي الاهلي بنبص مباراه للمباراه ما بنربطش ابدا حاجه ببعض. مبروك للمقصه ولعماد سليمان والاداره يعني واللعيبه رئيس النادي اللي هو محمد عبد السلام اتكلم احنا او ادى تصريح ان احنا حزناء او حزين هو اللي ان جماهير النادي الاهلي زعلانه لكن هي كره القدم ان جماهير الاهلي زعلانه عشان طبعا 46 ماتش لا لا كتر خير فوز للنادي الاهلي اول مباراه لعيبه رجاله وجزاء رجاله الحزن اللي عندنا النهارده بس ان بعد 46 مباراه ان شاء الله مبروك على اهم حاجه اهم حاجه الحصول على البطوله الدوري وان شاء الله زي ما زلت عند توقعي النادي الاهلي كابتن ان شاء الله هيحصل على هذه البطوله ان شاء الله قبل اسابيع من نهايتها بامر ان شاء الله بامر الله. نورت كابتن شريف. نورتنا كابتن مروان كابتن ربيع. كابتن شريف مش كده كابتن محمد كابتن ربيع بارك الله فيك ربنا يخليك نورتونا. يعني اكيد هارد لك للنادي الاهلي واكيد مباراه جيده ممكن الاجهاد كان سبب من الاسباب بعض الاخطاء الدفاعيه كانت موجوده
تفوق بشكل كبير وتوفيق كبير لفريق مصر مقصة اللي لعب بكل طاقته كانت النهارده من خلال طبعا مدير فني مميز. ثلاث مباريات فوز قبل مباراة النهارده فده مديهم دفعة قوية، عرفوا يلعبوا النادي الأهلي بشكل جيد، لكن طبعا هي دي كرة القدم. إن شاء الله النادي الأهلي مكمل في طريقه، في كل مباراة عنده هدف واحد هو الفوز بثلاث نقاط، وان شاء الله في القريب العاجل انت تكسب ان شاء الله في كل مباراتك القادمه ايضا تبقى متربي على قمه الدوري بامر الله. يعني ده كان النهارده وجودنا معاكم من خلال استاد الاهلي وتحليلنا للقاء مصر المقصه والاهلي وفوز طبعا مصر مقصه بثلاثه اهداف مقابل هدفين، لكن ان شاء الله الفتره الجايه احسن للنادي الاهلي. كنا معاكم، السلام عليكم.